اهلا يا بيه، الباشا في انتظار حضرتك. عشان ده اتفضل استنونا هنا لما ندهن لكم. قصر علي باشا مختار، قصر تاريخه يرجع ل 103 سنة، قديم وجميل وفي موقع متميز جدا. من 3 سنين حطيت عيني على القصر ده، ومن أصدقائنا المنتشرين جبنا فواتير المية والكهرباء والتليفون، ومن صديقنا في هيئة المساحة في الدقي جبنا الاستمارة الأساسية للقصر ده. آخر ورق رسمي للقصر الجميل ده كان باسم نعمة هانم دويدار اللي ماتت في مصحة في سويسرا سنة 59 وما كانش ليها وريث. من ساعتها القصر فضل على حاله، اتحول لقصر مهجور تسكنه الأشباح، الناس خايفة تقرب منه واخترعت عليه حواديت. احنا كمان عملنا حواديت عليه أكتر وأكتر عشان نخوف الناس. طب القصر الجميل ده هنسيبه كده من غير صاحب؟ ما هنش عليه. ازاي بقى نخلي ملكية القصر الجميل ده تقول لسعادتك؟ كان لازم نعمل عقود شراء ابتدائي تغطلنا الفترة من 59 لغاية وقتنا هذا. طب هنجيب عقود قديمة ازاي؟ صديقي برعاك اللاشي حل المشكلة، حطلنا ورقنا في قماش يدوب مند خل، الورق شرب الخل واتنشف في الشمس يوم واحد، بقى ورق عمره 60 سنة على الأقل، وبحبر شيني قديم هتتكتب العقود. بس كان فضل لنا خطوتين صغيرين. من صديقي بقى اللي شغال في السجل المدني حطينا ايدينا على حالتين وفاة، بين كل حالة والتانية 15 سنة. عملنا عقد بيع من السيدة نعمة دويدار لمرحومنا الأولاني، بعت له فيه القصر سنة 58 يعني قبل ما تموت بسنة. مرحومنا الأولاني فضل محتفظ بالقصر لسنة 81 وباعه قبل ما يموت بسنتين لمرحومنا الثاني اللي مات سنة 96، واللي قبل ما يموت ب6 أشهر باعه لصديقنا عوض الرخاوي اللي مستني حضرتك بره. تعال عوض سلم على الباشا. صباح الخير يا سعادة الباشا. صباح الخير. حد يقول لحد صباح الخير الساعة 2 بعد الظهر؟ ما علينا. أهلا. صديقنا عوض بعقد البيع النهائي اللي معاه رفعنا دعوة صحة ونفاذ اختصمنا فيها مع كل من آلت إليه ملكية الأصل، من أول علي باشا مختار لغاية آخر مرحوم جبنا بياناته من السجل المدني اللي هو باع لعوض. وفي جلسة الشهر اللي فات صديقنا عوض ما راحش المحكمة. ليه؟ دي مقصودة يا باشا. المحكمة أمرت بإعادة إعلان كل اللي اختصهم عوض في الدعوة. وطنين جاب لي اسم المحضر اللي معاه الإعلانات، والمرة دي هتبقى مسؤوليتنا يا باشا. هلف معاه على كل العناوين عشان أتفادى الخطأ اللي فات لما سبت الموضوع لوطني. جاب لي تقرير الخبير إن كل الناس اللي أعلنتهم المحكمة طلعوا مسافرين برا. المرة دي هننوع يا باشا، شوية مسافرين شوية ماتوا شوية مش هيجوا. المهم في الجلسة اللي بعد 3 أيام المحكمة هتحكم أوتوماتيك بصحة البيع والنفاذ لصالح عوض. وفي نفس اليوم يا باشا حضرتك هتطلع معاه للسجل المدني عشان يسجل لك العقد، وهنديله بقية أتعابه، بس مش هنديله وصلات الأمانة اللي احنا كاتبينها عليه عشان ما يلعبش بديله. هنديها له إمتى بقى؟ بعد إتمام التسجيل والإشهار، ونبقى احنا مطمئنين 100%، عشان انا مش دايما بثق في الاصدقاء يا باشا. جميل جميل عوض مش كده؟ الملف ده يا باشا فيه المصاريف بالمليم اللي اتصرفت على القضيه طول ال3 سنين اللي فاتوا. طيب انا هستناك بالليل عشان تطمني على بقيه الاخبار والحاجات اللي انا عايزها منك. طب مفيش مكافاه كده ترفع بيها معنوياتي؟ معنوياتك يا جشع يا طماع ياللي بتحب الفلوس زي عينيك. ده انا برضو عمي. عمك عمك دبب بقى، انا مش عارفك كويس وحافظك كويس، وعارف كويس قوي انك انت بتتمناني اموت النهارده قبل بكره
علشان تورث ده كله. لكن باينك. ايه رايك بقى؟ انا صحتي زي البومب ويمكن احسن من صحتك. وعلى فكرة في ناس كتير زيي ممكن يعيشوا 90 و95 وقادر ربنا اقعد على قلبك لغاية ما ابقى 120 سنة. وناس زيك انت فاكرين نفسهم شباب بيموتوا هما مستنين ناس زيي علشان يموتوا عشان يورثوهم. ربنا كبير قادر ان هو يخلف ظنك وعيش انا وانت تموت وانا ادفنك بايدي. هيلك يا عبد البديع. بابا امك فين يعني؟ فينك بإيديا دول؟ استغفر الله العظيم. مش قلت لك بلاش ساعتين الظهر اللي بتنامهم كل يوم دول بدل الكوابيس اللي بتلبش جدتنا دي؟ معلش يا رب. ايه ده؟ ايه يا اخويا مالك؟ انت من امتى بتلبس اسود؟ اصلي خارجه مع اخواتي رايحين نشوف عروسه للواد نديم فقلت البس حاجه شيك. هو الاسود بس هو اللي شيك يا لطيفه؟ مش عاجبك يا اخويا بلاش اغيره البس اي حاجه فرايحي بس هيقولوا عليا ايه؟ مش عامله مقام لسني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هروح احضر لك الغدا على ما تخلص كلامك مع الاستاذ عطو. نفسي في مره جالي صاحب. وانا نفسي في مره تحترم نفسك وتراعي حرمات البيوت يا بقف. والله العظيم إن ما بطلت عادتك المنيلة ولبسك الفانيلة على بنطلون البيجامة لعمل لك محضر ارتكاب فعل فاضح في بيت العيلة. خلصت؟ قوم بقى عاوزك ضروري عاوزك ترفع لي قضيتين، واحدة على محنف اللي واخد الغسالة في الأوتوماتيك وواحدة على عبد اللي واخد البوتاجاز. الاتنين بقى لهم شهرين ما بيدفعوش. طب برا ايه؟ برا اقول لك تفضلي يا مدام ولا تفضلي يا أنسة؟ اقول لك سر، أنا شخصيا بفضل التانية. اتفضلي. ايه؟ اروى. الله اكبر، انت اروى فعلا. اول ما شفتك قلت كده وانا نظرتي متخيبش ابدا. اروى على حق ربنا. نعم الغزال الرشيق. مش ده معنى اسمك ولا انا غلطان؟ غريبه قوي. ما غريبه الا الشيطان. دي هوايه عندي طول عمري، احب قوي اعرف معاني الاسماء. مش بيقولوا كل واحد فينا ليه نصيب من اسمه؟ ده في الآخرة. طب انت زعلانة ليه؟ ربنا جعلك فيه نصيب الدنيا وآخرة. هو ده. بعد الابتسامة الجميلة دي بقى تقدر تحكي. أصل أنا بعمل كل ده الحقيقة عشان العيب فيا أنا. أنا ما بعرفش أسمع حد مبوس. يلا أروح أنا. Thank you. خيرا ان شاء الله. يا نهار يا نهار. ايوه يا باشا جاي. يا نهار الحقيني. انت فين؟ يظهر العجله بتاعت الكرسي شبكت في الشراشيب بتاعت السجاده. خايفه اتحرك لحسن الشراشيب تتقطع. وانت عارفه السجاده دي غاليه. حاضر حاضر زي ما انت يا باشا زي ما غاليه عليا يعني.
زي ما انت حضرتك. لحظة واحدة، لحظة واحدة. أيوة. أي. على بالك أنا تتقطع. خلاص ما تقطعتش ولا حاجة، سليمة الحمد لله. الحمد لله. يلا بقى. ناخد الدواء عشان نخرج نتفسح سوا. بدل الفسحة دي علينا زي الأسبوع اللي فات. ما تفكرنيش. اتفضل يا باشا. ايوه هم دول. صحة وألف عافية. خد لك بق تاني، خد بق تاني. صحة عافية. بالراحة على نفسك يا باشا. ربنا يعفي عنك يا رب. تمام؟ تمام يا نهار. ايه الكيس ده؟ لا ده مش بتاعك أنت يا باشا. ده فيه كده شوية أدوية كان أخويا غريب موصيني عليه. والشريطين دول ايه دول؟ دول فيتامينات يا باشا. فيتامينات؟ ليه التكلفة دي يا بنتي؟ لا اطمن يا باشا، لا تكلفة ولا حاجة. دي عينات مجانية مديها لي واحدة صاحبتي بتشتغل في عيادة الدكتور. هتاخد العلاج بتاع قبل الأكل والباقي يقدهولك بعد العشاء. ها تحب أعمل لك ايه بقى؟ أحب تعملي لي ايه؟ أحب حاجات كتير. بس أنا عارف إن هي في الآخر هترسي على الزبادي والشوربة السيطة إياها. وماله يا باشا؟ احلم. مادام عارفين اخرتها ان الاحلام ببلاش يبقى ليه لا؟ حق انهار، لو كانت كل حاجه ببلاش زي الاحلام كانت الدنيا دي تبقى جنه ببلاش. نفسك في ايه بقى يا باشا؟ لو ما كانش كيلو العدس بتسعة جنيه كنت قلت لك اعملي شويه شوربه عدس على شويه بصل اخضر. حتى لو كان العدس ببلاش ما ينفعش، يعمل حموضه في المعده. وانت ناسي يا باشا احنا لسه بنعالج قرحة المعدة، ولا نسينا؟ لا ما نسيناش. انت كده دايما تقلبي عليها المواجع. اعملي اللي تعمليه. خلاص يبقى شوربة خضار على مية بيضة متينة وزبادي منزوع الدسم. ايه رأيك في المفاجأة دي؟ مفاجأة؟ وانا باكل غيرهم من سنين. افتحي تعالي افتحي. حاضر. استني بقولك ايه، تفتحي وبعدين تردي على المطبخ تحضري العشاء. انا كنت هعمل كده من نفسي ساعدتك. حاضر. يعني من غير زعل اصل يعني دي اسرار شغل. يلا يلا. حاضر يا باشا. حاضر حاضر. مساء الخير يا انهار. مساء النور. عايز فنجان شاي من اللي هو؟ حاضر يا علي بيه. الباشا الكبير قوي اللي رفع اسم عيلة الأرنداني ومشرفنا في كل مكان. ازيك معاليك؟ ايوه كل بقى اللي حلاوه. انا ايه اللي جابك متأخر؟ بالعكس يا باشا، ده انا جاي قبل ميعادي بسبع دقايق. وانا اقدر، انا عارف ان النهارده اخر الاسبوع وسعادتك بتستنى اخبار البورصة على احر من الجمر. ايه الاخبار؟ في اخبار حلوة؟ مين هو بقى أسامة الطوخي اللي المفروض خدت منه الفلوس؟ ومين محمد حسين ابراهيم اللي المفروض تسلميه الامانة دي؟ معرفش. جرايه يا مدام، انت عايزه تفهميني انك سمعت كلام طليق عمياني كده ومضيت على نفسك واصل امانه بمليون ونص الاثنين ما تعرفهمش؟ كنت بحب واثقه فيه. شوفي يا مدام، طول ما في لف ودوران وحاجات مستخبيه عني انا مش هقدر افيدك، وانا ما بقبلش قضايا خسرانه. انت تخبي على اي حد الا الراجل اللي هيدافع عنك عشان يعرف يجيب لك حقوقك. ده لو ليك حقوق. ليا والله العظيم ليا، بس ايوه هي بس دي. بس ايه؟ قولي احكي. عارف يا استاذ المثل اللي يقول لك تيجي تصيد وصيدك؟ طبعا عارفه. ها اهو ده اللي حصل لي مع جوزي بالظبط. كانت اول جوازه رسمي بالنسبه لي، كنت فرحانة بيها قوي بدل البهدلة اللي شفتها في كل الجوازات العرفي اللي مريت بيها عشان أأمن مستقبلي. برافو علي، كنت فاكرك هتقولي أم أخواتي والسكة القديمة دي. الحمد لله أنت طلبت الصراحة وجيني بقولك على الصراحة. كملي. شاب وغني وكل يوم عربية شكل وجوازة في النور مش عرفي، جاش في بالي خالص ولا فكرت لحظة إنها كانت خدعة ومكيدة عشان يستفرد بيا ويقلب كل الفلوس اللي جمعتها طول حياتي وشقيت عليها. ايه بس ازاي عارف يقنعك إنك تديله الفلوس دي؟
راجل أعمال وعنده نقص في السيولة وحيوقف في السوق، والمفروض بضاعة جاية من برة، بدوش الفلوس اللي تمشيه. طبعا طبعا انت مراته لازم تقفي جنبه لغاية ما قشرتك، مش كده؟ رجعني على الحديدة من الأول، من الصفر. معلش اهدي، خدي مساحة دموعك لو سمحت، بدل ما بتعيط كتير كده بجيبي لك علب على حسابك. السهم بتاع شركة الأقطان ده هنستنى عليه شوية، عشان بتوع التحليل المالي بيقولوا إنه طالع طالع. الشركة هتعمل توسعات في المصنع الموجود وهتفتح فرع جديد في كفر الزيات، فده مضمون. ومكسبه قد إيه ده؟ يكسب زي ما يكسب بقى يا باشا، هو ورزقه، المهم إنه طالع. نيجي بقى للسهم بتاع شركة المحمول دي اللي اشترينا الشهر اللي فات فيها 20,000 سهم، فاكر؟ أيوه فاكر. الشركة داخلة مناقصات في دول شمال أفريقيا عشان تاخد رخصة في تونس والجزائر، والكلام في الضيق إنه برضه طالع. إيه ولا في الضيق ده؟ يعني لسه محدش فاهم إيه الحكاية ولا خد خبر عنها، فنلحق نشتري لنا كام ألف سهم كده عشان نعملهم بدري بدري. إيه اللي نعملهم؟ قصدي تعملهم. ودول هنجيب فلوسهم منين يا فالح؟ أوعك تقول لي نبيع أرض الساحل الشمالي. محدش جاب سيرتها، كله هيبقى من دقن وفتنه من شغلنا جوه البورصة برضه. الباب يا نهار. كمل بسرعة، ده دلوقتي معاد أبوك، كمل قبل ما يهل علينا. صاحبي اللي في هيئة الاستثمار وراس المال قال لي إن قيمة الميزانية بتاعت شركة الأسمنت مؤشر الأرباح بتاعها بدأ ينخفض، وإحنا شارين فيها 17,250 سهم، هنبيعهم وبتمنهم يشتري الأسهم التانية. أيوة بس مش عايزين بيع بخسارة. إحنا كيد لا مكسب ولا خسارة، المكسب الحقيقي في الشراء اللي بقولك عليه. أهلا يا عبد البديعبين، الباشا في انتظارك. استناني هنا هخلص ابوك وامام وارجع لك. هتزحلقه يعني؟ ولد مساء الخير يا عم. مساء النور. ايه يا انهار؟ خلاص عايزك تسبقيني بالدواء والشرب على المكتب. ربنا ما يجعلنا قاطعين ازاي. عبد البديع زوقني لغايه المكتب. حاضر يا عم. شيخ مريح من بلاطه المغفل اللي خليته القرعه كانت خليته مشعور. انتوا بتتوددوا على ايه؟ انا مش فضيلك يا عبد البديع، بتيجي تزقني على المكتب. حاضر يا عم. خلي بالك بس على شراشيب السجاده. حاضر يا عم. تأمر بحاجه تانية يا باشا؟ يعني بلاش تروح الاسبوع ده، لان انا بصراحه بقى بشايل هم ليله الجمعه اللي انت بتسيبيني فيها كل اسبوع دي. ايوه يا باشا هحلها لك الاسبوع ده. طب وهنعمل ايه الاسبوع الجاي؟ حضرتك عارف رزالة اخويا، مش عايزة رجليه تاخد هنا على القصر. تشرب حاجة يا عبد البديع بيه؟ ايه اللي يشرب حاجة دي؟ ايه؟ هو في كافيتيريا؟ ليه جاي من برة وشارب وواكل؟ والله يا باشا، انا من كتر الاكل والشرب خايف ارجع على السجادة وابوظ الدنيا واتعب انهار. تعبك راح يا باشا، عن اذنك. اقفل الباب وتعالالي، خايف ارجع. بقى دي كلمة تتقال دي قصاد بنوتة حلوة زي دي. أنا نسيت أقول لك الصبح إن المحكمة حكمت بتمكينك من شقة الزمالك اللي صاحبها مات من 6 شهور، وأديني مخلص لك في إجراءاتها أهو. هفارم عليك. آدي الشهرين بتاع بنت عمك دولت. أنت مش ناوي تزودها شوية يا عمي؟ أزود إيه؟ اللي عايز يفنجر يفنجر من جيبه. هي مش بنت عمك زي ما هي بنت اخويا. انا بقيت اكره اروح هناك، كل ما تشوفني تعيط وتشتكي لي منك. ما هو ده قدري، قدري ان انا انضرب في ولاد اخواتي الاتنين. انت بس لما تروح تيجي تقبطها تتصل بيا على المحمول بتاع ابنك علي وتيجي مشغل الفيديو كول، وسيبني بقى، سيبني مني ليها. سيبك منك ليها؟ ولا عايز تطمن ان انا مديها الفلوس كامله ومش ناقصه؟ وايه حكايه البيدي كل ده؟ مين اللي علمها لك؟ علي طبعا. يعني هو يعلمك تكنولوجيا وتيجي على دماغنا؟ يا بخيل، مستخسر في عمك مكالمه تليفون. يا اخي لو كانت المساله مأزمك بالشكل ده خلاص هات الفلوس. يعني بلاش اهزر معاك يا عم. انت عارف اللي مضايقني ايه؟ ان بعد العمر ده كله هو ما بتثقش فيا، مع ان كل قضاياك ومشاكلك مع سكان عماره الزمالك
ومع البدو اللي كانوا عايزين يحطوا ايديهم على خلاص خلاص، قل اعوذ برب الفلق. سرك كله في عبي، وبتثق في الواد علي ابني اكتر مني. على فكره انا ما بثقش في اي حاجه، ما بثقش في صوابع ايديا لو غابوا عن عينيا ودخلوا جوه جيبي. انما اعمل ايه في الواد ابنك علي ده؟ متكيف منه قوي، دماغه المعيك عبقري في البيع والشراء. قطعا الولد ورث جينات التجاره دي مني. ربنا يخليك لينا يا عم، احنا لينا من غيرك، مش انت كبرنا. انا نفسي بس تريح قلبي وتشاور لي على حبك القديم هنا. هي مين في دول؟ اسمع يا عبد البديع، انا مش فضيلك، انا عايز اشرب الشوربه السايطه بتاعتي واخد الدواء واطلع لابنك علي، وانت خف عجلك لبنت عمك اديها الشهريه بتاعتها قبل ما تنام. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام. يا رب وحياة حبيبك النبي وكل أهل بيته، ما تضيع تعبي وشقاي على الفاضي، وتجعل يوم عم نوح قبل يوم. يا رب يا رب، أنا مش بفتري، هو أكبر مني بكتير وبخيل ونتن، أنت عارف كل حاجة، وديك شايف هو ماسك قد إيه في الدنيا بإيدي وسنانه. اجعل يومه قبل يوم يا رب يا رب يا رب. يلا ما محكمة. ولا يلا بديع، ثانية ثانية. أيوة نهار. الحقني يا عبد البديع بيه، الباشا ظهر جات له ازمه قلبيه، الحقني بسرعه الله يخليك. طيب انا جاي حالا. تنديني منشطات من ورايا في الاخر تقولي الحقني، انت عارفه لو جرى له حاجه هوديك في 60 دقيقه، هوديك حبل المشنقه بصباع رجل الصغير. ايه شغل دي؟ محكمه. ايوه علي. ايوه عبدو، انت فين لحد دلوقتي؟ لطيفه عامله حاله طوارئ في البيت وانا هلكان طول النهار وعايز انام. طمنها يا علي، واقف دلوقتي عشان انا مش فايق لك. ايه ده؟ في حاجه ولا ايه؟ اقفل يا علي، هبقى افهمك بعدين. مع السلامه. سلام. هي يا علي، ابوك فيه ايه؟ انت ابوك بخير؟ شكله عملها واتجوز عليك يا لطيف. يا نهار اسود، انت في ايه يا ست؟ انت بهزر معاكي، ما تخافيش قوي كده. شكله بس عنده شغلانه ومش عايز يقول. طمني وخش نام انت يا بطل. هو انا هيجي لي نوم غير لما اطمن عليه؟ يبقى تسيبيني انا نام عشان انا مهيس من التعب. صباح على خير. يا قلبك الجامد انت واختك يا ولاد الارندلي. هات المخبي لطيف يا رب، هات المخبي لطيف يا رب. كده يا بديع، يعني لو كنت جبت لي موبايل مش كنت قدرت اطمن عليك بنفسي دلوقتي بدل الحوجه اللي العيال دي؟ استر يا رب استر، استر يا رب استر. تلاقوش ان شاء الله هتعدي على خير. الحمد لله اطمنت اهو. ولا الواحد ما عارف يفرح ولا يزعل. بيقول لك كويس، شكل انا اللي حاملها قبله.
الحمد لله على سلامتك يا باشا. كده برضو تخلع قلبي عليك. ايه انا فين؟ ده انت دلوقتي بقيت احسن من الاول بكتير. هروح اجيب الدكتور يطمني عليك. اهو الاستاذ عبد البديع جه، هيفهمك على كل حاجه على بال ما اجيب الدكتور. على اذنك. الحمد لله على السلامه يا عمي. ايه الحكايه اللي حصل؟ قدر الله ارست ودني رباني كده عشان تبطل شقاوه من ورايا. شقاوه؟ شقاوه ايه؟ اعمل لي بيها قطه مغمضه بقى. يا راجل فياجرا وانت في السن ده؟ ده انا بخاف اخدها. ما خفتش على نفسك ولا كنت عايز تنتحر ولا انت كنت بتعمل بروفه ولا ايه؟ فياجرا ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ انا عمري ما اعرفها. في حياتي ما اعرفش فياجرا يعني ايه؟ انا كل اللي اعرفه عن الفياجرا شويه نكت ابيعها بيقولها لي ابنك علي ساعات كده. يعني انت ما قريتش اللي على العلبه؟ اقرا ايه؟ انا ما بقراش حاجه يا بديع. الساعة النضاره بتاعتي اتكسرت. لا بقرا روشتات ولا بقرا حتى الجرايد اللي انت بتجيبها لي. اسهر دي بقى عينه الدواء الجديد. بس طب ايه؟ صباح الخير. صباح الخير. الاخبار؟ الحمد لله كويس. بس حضرتك اللي اطمنا بقى. لا لا الحمد لله. سؤال كده من غير ازعاج يا دكتور، ايه اللي ممكن تعمله من منشطات في حاله مريض قلب زي عمي ده؟ اي نوع من المنشطات؟ منشطات يا دكتور لمؤاخذه يعني. خطر جدا طبعا. يعني واحد زي عم عنده هبوط في القلب يا دكتور المفروض ياخد المنشطات دي؟ في حاله عمك ممنوعه تماما، عضله القلب عنده ضعيفه وبياخد نترات. طب لما ابقى انا بحكم مهنتي عارف المعلومات دي واديله المنشطات ابقى ايه؟ تبقى رغاي رغاي ولكاك وغلباوي وتكلم كتير يا بديع. يا دكتور من فضلك دلوقتي انا حالتي بقت كويسه ولا لا؟ انت هتبقى زي الفل. خلينا بس مركزين في الرعايه ومواعيد الادويه وانا هعدي اشوفك بالليل نكون عملنا شويه تحاليل. طمن يا دكتور انا مش هسيبه من هنا ورايح. نعم يا بيه. دكتور سليم صقر رجاء توجه لغرفة العمليات. حاضر. دكتور سليم صقر رجاء توجه إلى غرفة العمليات. شوف يا نار، أنا عارف كويس إن قبل ما ينام الباشا إنك عملت له شوية المسكنة والمحن والكهن اللي بيعملهم النسوان عشان يشتغلوا بيهم الرجالة. بعرف كويس أوي أول ما يصحى يقول لي إيه بخصوصك. وأنا طبعاً همثل الدور وأعمل نفسي خايف منه وأديله التمام. بس اللي في القلب في القلب. عشان كده يا بنت الناس بدل ما تبهوى منك وما تعرفيش تلميها قولي لي إيه اللي في ضميرك وأنا أريحك. أنا مش فاهمة حاجة يا بيه. بداية غلط يا نار. أنا عارف إنك ذكية وبتفهميها وهي طايرة. وأنا متأكد من اللي بقوله ده زي ما أنا متأكد إن اسمي عبد البديع الأرندلي علي الدواويني. انت من ساعة ما دخلت القصر لابدت فيه وانا مش مستريح لك يا نهار. رهبانة البشاير اهي من غير لف ولا دوران. قولي لي ايه اللي بينك وبين نوح الارندلي؟ يا لهوي هي حصلت. يا لهوي ايه؟ مسكت سلك يا عريان؟ على فكرة انا ممكن اخد دلوقتي نسخة من التحاليل واروح اعمل لك محضر في القسم اتهمك فيه بالقتل العمد حتى لو المحكمة ما خدتش بكلامي. هتعتبره قتل عن طريق الخطأ. هتيجي إهمالك في مهام وظيفتك. ودي بقى لعبتي يا نهار. هجيب لك أكبر عدد من سنين السجن. عشان كده يا بنت الناس خلينا صراحة مع بعض. طب وكلام ربنا ده على عيني وعلى صحتي وعلى عافيتي إن أنا ما كنت أعرف اللي هيحصل للباشا. ده لو كان جراله حاجة أنا ما كنتش هسامح نفسي العمر كله. يا بيه أنا ما بقولش إن أنا ما غلطتش لما سبت علبة الدواء. لا أنا غلطت، كان لازم أخد الكيس كله وأخفيه. لكن أعمل إيه بس النصيب.
يا بيه أنا مش رباية قصور ولا بنت ناس زواد زيكم، لكن أنا أهلي ناس طيبين عرفوا يربوني على قد ما قدروا وعلى قد ما عرفوا ربنا واتقوه. أعمل إيه بس يا ربي؟ ما أقوله لأخويا اللي مرر حياتي ومسود عليا عيشتي. ما كنتش لبت هنا في القصر. ما حضرتك عارف عمك قد إيه إيده ماسكة، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. أديني عايشة على الفتافيت اللي بيرميها لي كل ما تجيله نوبة كرم، وحمد ربنا وشكراه. يعني أنا عايشة هنا يا بيه بنومتي ولقمتي. أنا لولا النفقة أو الفتافيت دي ما كنتش عارف تاكسي نفسي ولا أجيب لروحي حاجة. وريني الشنطة اللي في إيدك دي. شكلي كنت بقدم في ملطة، ولو إنه مش من حقك إلا بإذن نيابة. إنما اتفضل يا بيه. على فكرة أنا مش بس هفتش الشنطة، أنا هفتش أوضتك وأوضة وأوضة المكتب. على الله اللي خايف منه أنا وأنرو. لو حضرتك بتدور على ورقة عرفي ولا عقد جواز يبقى حد الدنيا مش هتلاقي حاجة. ولا كأني قلت لك حاجة. بص يا بيه فتش، ولو ده هيريحك اعمله. اتفتش اتفتشتش ليه؟ مش جايز انا بشتغلك بكلمتين يا اخي. ايه يعني؟ ايه وصلت؟ طيب اطلع الدور الرابع. اضرب 110، انا مستنيك. داليا اسمي جميل. انت عارفه انه اسمه ورده؟ انت بتخدمي هنا في الدور الرابع؟ ايوه. طيب في الدور الرابع بقى اتفضلي. ايه ده؟ ده حاجه بسيطه كده عشان تخلي بالك من عامل نوح. هو في 410، يعني يحتاج قطن زياده، عور نفسه غصب عنه، محتاج ميكروفون. شكرا قوي. اتفضلي اتفضلي. ايه ده؟ ده الكارت بتاعي عليه رقم الموبايل، يعني حبيت تطمنيني على عم نوح لو احتاج اي حاجه زياده. حبيت تطمنيني عليكي. قاعده بديل زهقانه وحاسه بالوحده وعايزه تفضفضي تحت امرك. بس للاسف انا ما عنديش موبايل. معقوله في حد في الزمن ده ما عندوش موبايل؟ طب اللي يجيب لك موبايل وبكاميرا والنهارده تعملي له ايه؟ لا ده الموضوع شكله كبير قوي. مش كده؟ ايه اللي حضرتك بتعمله ده؟ انا لازم اسلم الحاجات دي في الصيدليه. ما تقلقيش احنا نعمل اتفاق صغير بس. ولا انت مش عايز الموبايل؟ دكتور احمد حسين رضا اخدت محلول وشويه مطهرات ودخلت عليهم الاوضه فجاه زي ما حضرتك طلبت مني بالظبط. ما كانش فيها غير شاب صغير وقريبك العجوز ده وانهار. الست اللي كانت معاهم لا دي كانت واقفه بره الاوضه دي. ايه المهم قعدت اتلكع وانا بركب الجلوكوز وعملت نفسي بتابع الحاله وقيس النبض ان حد منهم ينطق بكلمه. فضلوا ساكتين لحد ما خرجت من الاوضه، مع اني اول ما دخلت عليهم كان راسهم في راس بعض. والشاب الصغير ده كان ماسك مصحف بيحلف عليه. مصحف؟ ما سمعتش اي حاجه. افتكر والختمه الشريفه ما سمعت حاجه؟ هو انا لو كنت سمعت حاجه ما كنت قلت لك. ده انت وعدني بموبايل بكاميرا. ومين ده؟ انت فاكراني بابا نويل؟ اما حاجه غريبه والله، سمعت حاجه غريبه. مبروك يا انهار. الله يبارك فيك يا باشا، ربنا يطول لي في عمرك يا رب. الف مبروك يا باشا. طب ايه مفيش شربات ولا ايه؟ علي اعمل معروف علي، خد صاحبك المجنون ده واسرح بيه بره، واسال بقى اداره المستشفى اذا كان ممكن يقلعوا لنا على الباب لما حاضر. من عينيا يا باشا، صباحيه ومباركه مقدما. يلا نديم عقبال ما نشيل النونو. يا فراسي عملتها يا باشا، وانت والحمار ده بتشهدوا على العقد يا علي. جرايه يا سعيد، وانا جاي معاك عشان كلهم يقعدوا يشتموا فيا. لا لا انا قفشت وهمشي. محدش هيخرج من هنا
غير لما اخد حقي. تعمل ايه يا عبد البديع؟ استنى استنى لما تخلف عيل ياخد كل حاجه. اتشاهد على روحك يا ولد. لا ابن حلال، انا كنت لسه صحيح. عرفت اللي حصل؟ مش مجاهد البوليس كان هيقبض عليه لولا انا هربته. لطيفة. بيبيه فيك الخير والله. شفت الباشا؟ اه انا شفته وطمنت عليك. كويس جدا. سلام بقى. راك فين؟ اه مواعيد المكتب. اه انت عارف مواعيد المكتب بالنسبة لي مقدسة. هتيجي؟ لا انا ما عنديش مواعيد النهارده. خلاص اشوفك بالليل في القهوة. لا 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 انا كنت جاي لحد ما اطمن على الباشا. بيني وبينك يا نبيل، رغم ان الباشا عدى منها بسلام، بس انا مش عارف ليه قلبي مقبوض. مقبوض؟ وانت من امتى عبد البديع بتحسبها بقلبك؟ انا حاسس في المؤامره بتتعمل من ورا ظهري. بس ايه هي المؤامره دي؟ مين اللي مشترك فيها؟ ده اللي انا مش عارفه. حلم من احلامك برضو؟ كابوس من كوابيسي. الراجل كانه اهلا يا بابا. ما دام قلت يا بابا تبقى عامل عامله. ما علينا، قول لي بقى راجل مين وكانه ايه؟ ها؟ نوح باشا. عمك بقى زي الحصان. زي الحصان ازاي يعني؟ رجع زي ما كان، كانه لا خس شعره ولا زاد شعره. هو كده مالهوش غير التعب، انما قول لي. انا اذنك يا نبيل. لا خد راحتكم، انا كده كده كنت ماشي. نتابع بعض بالتليفون. طيب انا اشوفك بكره ان شاء الله في المكتب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هروح اوصل عمو نبيل. تعالى يا نبيل. انت ما تعرفش ان عمو نبيل كبر خلاص وبقى يعرف طريقه لوحده؟ لا يا والله. ولا نوح باشا كان عايزك في ايه؟ نوح باشا؟ استنى استنى لما افكرك بيه. نوح باشا ده يبقى عمي، اخو ابويا. اوقات بقول له يا عم نوح، وساكن في الاوضه اللي جنبنا هنا 410. ولا انت هتنطق دغري ولا بشرفي اطردك من البيت واسحب منك مفاتيح العربيه والمحل واحبسك بالكمبيالات اللي انا كاتبها عليك؟ طب كويس بقى انك فتحت الموضوع ده. ينفع اب ياخد كمبيالات على ابنه حبيبه برضه؟ ينفع؟ ما تيجي دغري يا علي وتخلص. انت ما تزنقنيش يا عبده برضه. الراجل مأمني امانه، ينفع اخونا؟ طب انا راضي ضميرك. ينفع بذمتك ان حاجه استراحه؟ طب انا هسالك سؤال تاني وانا اقول لك. انا هقول لك حاجه حلوه قوي عشان يبقى اسمك ما فتنتش. انا خمن وانت تقول اه او لا. ما تريح نفسك وتريحني وتدخل تساله وجها لوجه ونخلص بدل لف الدوران ده. طيب علي امشي. روح علي. ايوه السل اللي منكم ليه علاقه بيها وحياه ابوك يا شيخ؟ وحياه ابويا. وحياه ابويا؟ ايوه وحياه ابويا. ما اعرف اذا كان ليه علاقه بيك ولا لا. خير يا حد الظبط. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. واحنا معديين جنب القصر لمحنا واحد بينط من السور للجنينه، قلنا احتمال يكون دخل بغرض السرقه أو تهديد اللي في القصر. احنا كنا جوه ما حسيناش بأي حاجة. تسمح لي أفتش الجنينة؟ اه طبعا، الجنينة كبيرة. اتفضل. الجنينة كمان من ورا واسعة قوي. تعرف من هنا؟ تعالوا ورايا. يعني انت لا بتشوف ولا بتسمع تقوم تدخل جوه الأوضة وتقفل على نفسك الباب؟ ما تتلاقح هنا، ما الدنيا حر. بس ايه ده؟ اهدى اهدى خالص. اهدى ما تهورش. اطلع اطلع هو بعيد عن البوليس. اطلع ادخل ادخل. ايوه ايوه بس انا كده خلاص بقينا في الامان. اهدى بقى ما تتهورش. نتحولها من جنح لجنايه. انا بقى وادك، لو شلت ايدك من على بقى نهار مش هتصرخ. ولو انت عايز على سبيل التعارف حته الذهب اللي في صدرها دي مفيش مانع، اديها له انهار. لو وقف على دماغه مش هتجيله منها ولا جرام واحد. كده يا نونا تيجي من الباشمهندس وما تجيش منك؟ نونا ايه الحكايه؟ هو سيدك يا نونا تستر عليا. هو سيدك يا نونا بالحجم دار. انا مش حمل ضرب ولا تسير انسان. ثانيه واحده. مين ده؟ مين ده؟ اخويا اللي وكسني وعمل زي عفريت العلبه. لو عايز تسلمه سلمه يا تشيطبة. اشهد يا دنيا انا بسلم وقتي ومن مين؟ من اخت وشات اللي ماليش غيرها. انت هتخطف اثنين. خد اختك وخد المنطقه دي وادخلوا على المطبخ. روح يا استرك استرك. زين خاطرك. ثانيه. ايه ايه
لقيتوه؟ العساكر لسه بتدور في الجنينة وانا جيت اطمن على الحالة بنفسي. لا 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 هنا تمام، احنا جوه هنا قاعدين زي ما حضرتك شايف، مفيش غير مدخل واحد للجنينة، لما جيته كان مقفول والشبابيك كلها مقفلة، لو اي حد نط جوه كنا هنحس بيه. على العموم احنا هنكمل تفتيش ونشوف. طب اتفضل يا جماعة. اتفضل. تمام يا فندم، دورنا ساعتك ما لقيناش حاجة. تمام يا فندم. الحمد لله. هو أكيد حس بيكوا وهرب من الناحية التانية. ما أنت شايف حضرتك الجنينة كبيرة. على كل حال لو حسيت بأي حركة غريبة اتصل بشرطة النجدة، وإحنا بنلف هنا في المنطقة. شكرا جزيلا. عفوا يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالوا ورايا. سلام شباب. أما عثمان اصحى بقى. اتفضل يا باشا. اتفضل. انت هتلبسنا قضيه، دي فيها 6 اشهر، اتنين حطها في جيبك وفهمني الحكايه. انا هقول لسعادتك على الحكايه كلها من طرف. ما تستعجليش انت على رزقك، انت لسه دورك جاي. يا باشا الامر فيه تلبس عند سعادتك، زي ما نهار قالت لك كده انا مش غريب، مع انه والله انا غريب. ولا هتطلع البرشامتين اللي ضاربهم عليا انا عندهم لك يوضبوه. كده لا يا باشا، يا باشا انا اسمي غريب. عشان كده بقول لك يعني انا مش غريب. هي مش مفهومه ولا ايه؟ طب وانت ايه اللي جايبك هنا يا غريب؟ جاي ازور اختي يا باشا. واللي يجي يزور اخته يتشعبط على السور وينط زي الحراميه؟ بيني وبينك يا باشا قلت اجي لها في زياره سريه، يعني اصلها بتستعر مني مع اني منظر. لا باين ما شاء الله. خفت بقى ادوس على الجرس، حد يصحى اتكشف وعيشها يتقطع. تتكشف وتقطع عيشها؟ حد ياخد على كلام مبرشم؟ ده بيهرتل يا بيه. قلتلك دورك مجاش، خليني معاك انت. اللي جاي يزور اخته من غير ما حد يعرف عشان ما تتكشفش وعيشها يتقطع، يحط المطوة على رقبتها ويسحبها زي الدبيحة. قلت خدها راينا يا باشا قبل ما سعادتك تسيح لي قدام الحكومة اللي بره، وندخل مع بعض كلنا هنا بقى ونتفاهم على استنكار. نتفاهم على استنكار ازاي يعني؟ على استفراد يا باشا، سعادتك فاهمني ولا مش فاهمني؟ والله انا بحاول. المهم ايه سبب زيارتك الكريمه؟ جيت استنجد بشقتي الوحيده يا باشا بعد ما اتقلبت في لقمه عيشي، السبوبه يا باشا اللي باكل منها عيش. صوتك انت فين؟ سبوبه يا باشا اللي باكل منها عيش اتقلبت فيها، نط لي فيها واحد ابن حرام قلبني، حتى السيرش اللي كنت لابسه خده مني. ما بلغتش بوليس ليه؟ بوليس يا جلاب الحكمدار، وفي حد يروح للنار برجليه؟ انت حرامي بقى. لا يا باشا سعادتك فهمتني خطا، انا مواطن شريف ولا يمكن امد ايدي على حاجه حرام. بتشتغل ايه يا شريف؟ امارتي. ما شاء الله امارتي. ايوه يا باشا بلعب كوتشينه على فلوس، بس فلوس حلال 100 100، حكم اختي شقتي ربنا يخليها لي مش حرماني من حاجه، وانا فين وفين يا باشا لما بزنق يعني، قلت عدي اخد منها اللي فيه النصيب واتكل على الله من غير ما حد يحس بيا. من غير ما حد يحس بيك؟ ده مصر كلها عرفت انك زرتنا الليله دي. اسمع يا غريب، انا هسيبك الليله دي تمشي، بس مش عايز اشوف وشك هنا تاني. ربنا يسترها معاك يا باشا ويخليهم لك. طيب لو عتبت هنا تاني اعمل فيك ايه؟ ابقى سلم لي تسليم اهالي يا باشا، بس انا لو مؤاخذه يعني ليه عندك طلبين كمان هتشرط؟ طلب الاولاني يا باشا خليها تهرش، اجيب شرز بدل اللي اتقلبت فيه ده. سامعاك، عايز تهرش هتهرش، هتهرش وتخلصينا. ايه ده؟ 50 شمعة بس؟ ورحمة أمي لو كلمة تنجدد هاخدها ومش هاخدها. خلاص خلاص، الطلب التاني يا باشا سعادتك تفرج عنا يوم في الأسبوع عشان تيجي تراعيني، لأن من غيرها بتوحشني يا باشا وبحس إن أنا يتيم. وبعدين يعني ما تغيبهاش كتير عشان أهل المنطقة بياكلوا وشي، وزي ما أنت شايف قدامك كده رجولة يعني. أعتبر ده حصل. يلا سلام عليكم على كتفك. من غير ما تاخد مقاسات يا باشا، تيجي الشرابيه في اي وقت تقول الجوكر على حق ربنا، ما تقولش غريب، لو قلت غريب ما حدش هيعبر معاليك. ماشي. الحته السد دي وتقول لي راجل كبير ومكحكح، امال لو بصحته كان بقى ايه؟ مازنجر. حسابي معاكي بعدين يا قطه. خلص. فضل يا باشا المطوة دي خليها معاك يا باشا، لا يكونوا لسه بره يعني مش ناقصة بلاوي. فضل يا باشا عندي بدل الواحدة 9.
شفت؟ عرفت أنا إيه اللي مخليني قاعدة هنا ومستحملة؟ عذرتني؟ لسه بدري قوي على معذورك. لما تحسيني على الدور وأفهمه. حتى في انصاص النادي الباب مفتوح على البحر. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه مفيش؟ مساء الخير. طيب مساء الخير منى. انت زعلانه مني ولا حاجه؟ وانت عمرك عملت لي حاجه عشان ازعل منك؟ ازاي تكلمي البنت بالطريقه الغريبه انت بقى؟ لطيفه لطيفه لطيفة. ايه عادل رقبتك وبلاش الاصوات المرعبة بتاعتك دي. دي حاجة زلدة انا حديها قوي. ايه زي ماسور بيسارع خلتيت. الحيوانات دي هنا؟ ايه دي مش حيوانات، دي اسم الله على مقام الطيور. سيبك من المقام دلوقتي وفهميني، ايه اللي جاب الطيور دي هنا؟ حد يحط الطيور في اوضه النوم؟ ما انا ما لقيتش مكان على السطوح وخفت اسيبهم في الحمام او البدرون يفطسوا. يعني خايف على الطيور يفطسوا ومش خايف علينا احنا نفطس من انفلونزا الطيور؟ يا رب انا عملت ايه بس عشان تعاقبني بالست الغبيه دي؟ امال ما كنتيش متعلمه؟ لو ما كنتيش مدرسه تدبير منزلي كنت عملت ايه؟ معلش يا اخويا، كلها سواد الليل وهخلص منهم. تخلص منهم ازاي؟ ما انا اصلا جايباهم عشان اشرح عليهم للبنات في المدرسه عشان يخلوا بالهم من حكايه انفلونزا الطيور دي. كنت انت خليتي بالك يا فرحه، ولا انت كنت ناوي تعلميهم ازاي يحطوا طيور تحت السرير عشان يخلصوا من اهلهم؟ لطيفه لطيفه اقسم برب العزه لو ما خدت الطيور دي لميتيها في اي داهيه لحد الصبح لكن رايح القسم عامل لك محضر بتهمك فيه بمحاضرة قتل عمدا عن طريق انفلونزا الطيور، ودي هتبقى اول قضيه من نوعها في محاكم مصر. يا رب 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 يا
كنت عارف من ساعة ما بغلان الوسية مجهول المكتب وفضحوني قدام الزباين انكم مجرد شهود في القضية وان النيابة هتعتبركم ضحايا، بس كنت لازم اسم بدنهم زي ما سموا بدني في المكتب. اسكت لغاية ما خلص كلامي. فردة صندل شمال، انا مش عارف ازاي بيسمحوا لواحدة زيك بتربية اجيال وهي بالعقلية دي، حتى لو كنت بتعلمهم الطبيخ والخياطة بس. طب اخواتك جهل عندهم عذرهم، لكن انت بقى عذرك ايه يا خريجة المعهد العالي للمعلمات؟ دجل وشعوذة في السن ده يا لطيفة. أنا مش قادر أفهم إيه اللي يخليك تروح لواحد دجال زي الأغبياء زي الجهلة. يا أخويا ده مش دجال، ده مكتب استشارات محترم، سيبني بس أفهمك. تفهميني ما تفهمنيش، ده هيفرق في إيه لما ابنك ولا بنتك اللي على وش جواز يعرف إن أنا جايبك من نيابة الآداب يا ست يا محترمة؟ أنا والله ما عارف إزاي هقدر أأمن لك بعد كده إنك تربي عيالي. قول انك ما صدقت بقى يحصل اللي يحصل وتتلكك وتشوف لك شوفه. انا كنت عارفه بالاول انك هترميني بعد ما فنيت زهره شبابي تحت رجليك وعشت عمري كله في طاعتك وتحت امرك. بس 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 انا اشوف ابنك عايز ايه وراخر. ايوه علي، ايه اللي حصل؟ كرسه ايه؟ تغيبنا على ما وش كده من غير ما افهم حاجه. مش معنى هنا يعني، انت هربان من حاجه؟ ايه جو العصابات ده؟ في ايه؟ اتفضل حضرتك اقرا عشان تعرف الكارثه اللي انا فيها. فين؟ اهو. هروب رامي الحلب الملياردير المعروف وصاحب شركات السكر الى الخارج. رامي مديونيته للبنوك تفوق 3 مليارات. انت كنت حاطط فلوس عنده؟ يا ريتها جت فيا. كنت اقول غبي وبتقدم بفلوسي عشان انا ما افهمش حاجه. يخرب بيتك. وعشان كنت دبست الباشا. مش بالظبط. انت عارف انا كنت بضارب للباشا في كذا سهم في البورصه. منهم بقى سهم على شركه السكر بتاعت رامي الحلبي ده. بنت. الخساره قد ايه؟ 20,000 سهم على سعر 80 جنيه. وطبعا بعد ما خبر هروب اتعرف السهم نزل ل 50 جنيه فجاه. يعني الخساره 600,000. يا نهار اسود ومنيل. طب مفيش امل يطلع تاني؟ بالعكس، كل ما خبر هروبه يتاكد اكتر كل ما السهم هينزل والخساره هتزيد. لو 600 جنيه كان احنا بنتكلم في 600,000 جنيه. الباشا بيفضل يعطش على انه يشرب كوبايه ميه عشان ما يزودش فاتوره الميه اللي عنده. تخيل بقى لو عارف انك خسرت الخساره دي. يعني اعمل انا ايه دلوقتي؟ ارمي نفسي بالعربيه من هنا دلوقتي عشان حضرتك تستريح؟ امال انا جاي استنجد بحضرتك ليه؟ هي دي حاجه حد يستنجد فيها بحد؟ هي موتة ولا اكتر بقى؟ انا هروح اقول له على كل حاجه. ما انا ياما كسبته وحضرتك برضه زودت له ملايين وغايه ما بقاش عارف هو عنده فلوس قد ايه. غلط. الباشا لو دخلت عنده نمله زياده في القصر ينمرها عشان مخزون السكر اللي عنده. تقوم تقول لي مش عارف ايه. المصيبه مش فيك انت يا علي. انت اخرك مع ايه؟ هيبطل يتعامل معك. المصيبه فيه انا. اسمع، احنا بلاش نفكر واحنا متوترين كده، احنا نهدى كده عشان نفكر في خطه ازاي نبلغه بيها، وسيب الموضوع عليا انا اللي هبلغه. ايوه يبقى احسن والله. انت ما صدقت، انا مش عارف الاقيها منك ولا من امك. امي؟ امي مالها؟ اتفضل يا عبد الكريم. قهوتك يا استاذ علي. استني يا نار. نعم يا باشا. استني. هادي هادي. حاضر. هادي معانا. قاعد انا من الصبح وصوت تمثالين جايين بخبر اسود، وبعدين قاعد قصادي بالشكل ده اهو زي التلامذه الخايبين. في ايه يا باشا؟ بيقولوا ان انا خسرت في البورصه 600,000 جنيه. فداك وفدا كعب جزمتك يا باشا. سامعين؟ سامعين الكلام الحلو اللي يرفع المعنويات؟ مش حضراتكم جايبين خبر اسود وكأبتوني خليتوني اطلب لكم قهوه ساده؟ كان على القهوه المره نشربها. نشرب يا علي، كان ده هيسعد الباشا. تصدق بيه يا باشا؟
لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا جاي في السكة أنا وعلي ابني بنقدم رجل ونأخر رجل. كل هممني في الدنيا دي صحتك لما تسمع الخبر المشؤوم ده. لأنك أنت لسه ساذج، قلبك خفيف، عودك طري. يا مغفلين، الدنيا مكسب وخسارة. لو كان اللي بيكسب ده قاعد يكسب على طول، كان الخسرانين ماتوا وفضلت الدنيا دي كلها على اللي بيكسب قاعد لوحده. الدنيا أدوار وبتتبدل. اشربوا اشربوا. كلامك دهب يا باشا. هي دي الحقيقة يا نهار. الخسارة بتدي متعة للحياة وأمل إنك أنت تكسبي تاني. وعلي ياما كسبني كتير. وأنا برضو قلت لبابا كده، مش كده يا بابا؟ طبعا. ايه بابا مالك؟ الظاهر ان معدته خفيفة مش واخدة على البن المعدّة بتاعي. تعرف بقى انا معدّة البن ده من كام سنة؟ ومش انا كمان اللي معدّقه. تعرف مين اللي معدّقه؟ الارندل الكبير جدي سفراج الخديوي اسماعيل نفسه. يعني البن ده من ايام الخديوي اسماعيل باشا؟ هو على ايام الخديوي اسماعيل كان في بن اصلا؟ لا، الظاهر ان ابنك جاهل شويه بالتاريخ يا عبد البديع، مش مثقف زيك. اشرح له انت بقى. يلا بينا يا نهار. حاضر يا باشا. يسلم ايد اللي عتق القهوه دي. يا جاهل، الخديوي اسماعيل باشا كان بيتخلص من اعدائه بالقهوه المسمومه. عملتها يا باشا. علي، لا اله الا الله. ايه الفزعه اللي انت عامله في البيت ده؟ مش تتغطى كويس وانت نايم؟ اجيب لك ميه تشرب بعد الخضه دي. اعمل فيك ايه يا اخي؟ هو انت مشاركني في تمام اوضه النوم دي؟ الحق علي. ايش حال لو انا مش جاي لك واسطه خير بينك وبين الست لطيفه علشان اقول لك سامحها زي ما انا سامحت عديله ومجاهد سامح رتيبه؟ وانت مالك انت يا سمج يا رزل؟ اذا كنت سامحها ولا ضربها بالنار حتى. حاجه غريبه. ايه يا ابني انا كلمتك؟ بديع. سلام قولا من رب رحيم. ايه يا بديع؟ مالك يا لطيفه؟ انا برضو اللي مالي عايز اعمل لك مفاجاه دلوقتي، وهي المفاجأة لها مواعيد. أكيد يا لطيفة، لما يبقى الواحد راجع هلكان بعد يوم ما يعلم بيها اللي ربنا، يبقى مفيهوش دماغ للمفاجآت. طب تعالى دوق الأكل وقول لي رأيك إيه. هو أنا جاب ده غير أكلك المسبك الحلو اللي أنا بضعف قدامه وما بقدرش أقاومه؟ مين يقول هذا الغزال الرشيق اللي في الصورة يبقى هذا الرجل المفشود ده؟ يا اخويا بصحة وعافية. صحة؟ هي دي صحة؟ ده سم. انت بتدسهولي في العسل، وانا بطيبة قلبي وحسن نيتي اخده 3 مرات يوميا. انا حاسس ان نهايتي هتبقى على ايديك يا لطيفة. والنبي ما تفسر في وشي. الف بعد الشر عليك، الف صحة على بدنك وعافيتك. هو في احلى من اكل البيت والاكل اللي من ايدي لطيفة؟ انا جعان نوم. طب والاكل؟ شوف يا لطيفة، ساعات الواحد ما يبقالوش نفس لأي حاجة في الدنيا مهما كانت حلوة. تصبح على خير. لا ايه يا باشا؟ مش عايز مش عايز مش عايز, عايز. مستشفيات خاصة. حاضر يا باشا، مفيش مستشفيات خاصة. القصر، القصر العين، القصر العين يا باشا. لا فتش، مش عايز أخذ ده بس. العصر العيني بس. بس العصر العيني بس. طب جم يتعامل خربت بنتي. اطمن يا عمي، والله العظيم لرجع لك فلوس وزيادة كمان. يا بس بديل الشعب. معلش قمنا انت بس بس خربت بنتي. يا جماعة الفضل كلها فضل. نبيل انت فين؟ من فضلك تعالى المستشفى الاصلعين لما تيجي افهمك. يلا بسرعه بسرعه.
ايوه حاضر. ثانيه واحده، الدنيا ما طرتش. ادي اللي بناخده من قفل الباب. انت لطيفه الحسيني؟ ايوه. خير؟ في حاجه؟ ارمي السلاح اللي في ايديك وتعالي معانا. سلاح ايه ده؟ انا كنت بقمع بامي. هاتوها. يو لا لا لا، منى يا منى، قولي لابوك يلحقني على الاسم. ايوه ماما. منى اوعي تنسي يا منى، كلميه بسرعه. انا وعلي قدرنا ندبر 350,000 جنيه. هتقدر تسلفنا قد ايه لغايه الازمه ما تعدي؟ بس انت عارف البيرو قطاع يا عبد، انا كل حيلتي في البنك 15,000. مراتي عندها شويه دهب كده يجي 6,000 جنيه. 21 يا فيش غير عربيتي بقى، اشوف لها مشتري. بس دي كبيره، هتجيب ايه؟ 20-25. تودينا فين؟ العنايه المركزه. يا هو طالب يشوف بنت اخوه، ويا ريت تبلغوها برغبته دي فورا. يعني ايه؟ ادعوا له. بديع الحال يعني ودوني النيابه. عملت ايه تاني؟ كل يوم هجيبك من الاسم. مظلومه يا بديع، مظلومه. الموقف اللي انا اللي فهمته من الظابط جوه ان مدام لطيفه تقريبا يعني نسيت البوتجازات شغاله في اوضه التدبير المنزلي. النار مسكت في اوضه التدبير المنزلي واوضه الادوات الموسيقيه وفصل بلاصه كمان قبل ما يلحقوا يطفوها. يعني المصيبه جرحت كمان. ايوه. بس عن غير عمد، الحمد لله انها مدرسه خاصه، يعني نعرف نتفاهم معاهم. لو كانت مدرسه حكوميه كده هتبقى كارثه. والله انا قلت للداده تقفل وتتمم ورايا. صاحب المدرسه فين؟ جوه مع الظابط بياخد اقواله. هعمل فيك ايه؟ هعمل فيك ايه؟ ده وقته بتنشيني على الوقت. محكمة! يا علي، لا انت طمني الاول، الاخبار عندك ودولة لسه جوه؟ طيب شو هالباشا كل شوية كده وطمني. لا لا لا، الكاسة اللي هنا إن شاء الله نقدر نلمها، هنحاول. يلا مع السلامة. طيب أنا هروح البوفيه أجيب إزازة مية ساعة، المدام لطيفة مسكينة أعصابها متوترة. أجيب لك حاجة معايا؟ لا متشكر يا نبيل. أهم حاجة بقى خلي بالك يعني ما بتشيع عشان الراجل لما يخرج. ها؟ عن إذنكم. إيه؟ بتبص لي كده ليه؟ ببص لك. حميد ربنا انك في مكان الشرطه ممكن تحميكي مني. انت ايه اللي حصل لك يا لطيفه؟ بقى في عشره بينك وبين الاسم. وهو انا يعني كنت قصدي اعمل كده؟ ما انا طول عمري شغاله الشغلانه دي، غيرش بس بالي هو اللي مشغول بيك. بي انا؟ ليه؟ انت حطاني في دماغك ليه؟ ولا انا الشماعه اللي تعلق عليها مصايبك؟ طب والله كنت بفكر فيك ساعه اللي حصل ده، طول الوقت وانا بفكر فيك وبفكر ازاي ارضيك واملى عينك، بس كل مره الحكايه بتعك وتيجي معايا بالعكس. عشان بتفكري غلط، بتفكري عكس الناس كلها، والنتيجه ايه؟ مصايب وجرس ملهاش اخر. صباح الخير يا ابو خالتي. ايه يا خالتي يا حبيبتي؟ البوليس قبض عليكي ليه؟ ده انا وماما وخالتي مفطورين من العياط هناك. عاجبك كده؟ أكيد الشارع كله شاف الفضيحة دي. هو الشارع بتاعنا بس يا جوز خالتي، ده الشوارع اللي جنبنا كمان، ده كان في أمم عند البيت، بس أنا وبابا وعم عاطو مشيناها. اتفضلي. إيه ده؟ محشي. ماما بعت لها شوية محشي، وأنا جاي جبت لها علبة كنز ساعة وباكو وأنا جاي. محشي وكنز. الحل زي حالة خالتك دي، تجيب لها عيش وحلاوة. طب ثانية واحدة هوصل بس. تعالى تعالى هنا. إيه؟ اترزع هنا جنب خالتك. أيوة يا سيدي الحمد لله. جت سليمة. مش هو ده صاحب المدرسة؟ هو اسمه ايه؟ عبد الفتاح ابو العز. عبد الفتاح بيه. ايوه عبد البديع الارندلي المحامي، جوز الست لطيفة الحسيني. اه خير يا استاذ عبد البديع؟ كل خير ان شاء الله. انا كنت بقول يعني لو نقدر نتفاهم ونحل المشكلة بشكل ودي. نعم بشكل ودي.
حضرتك عارف ان المدام بتاعت سعادتك اتسببت في خسائر قد ايه في المدرسه؟ ده لولا لطف ربنا سبحانه وتعالى كان زمان المدرسه راحت كلها في خبر كان. قدر ولطف يا ابو فتح بيه. المهم خلينا احنا عمليين عشان نعرف نعمل ايه في اللي حصل. هو اللي حصل ده بالسهل يا عبد البديع بيه، دي حاجه تخلي اولياء الامور يخافوا على اولادهم وينقلوهم من مدرستي، ده غير السمعه بقى اللي هتاخدها المدرسه. الله ينور عليك، سمعه المدرسه هي دي المهمه، هي دي اللي لازم نحطها في الاعتبار. سعادتك عارف التلفيات اللي حصلت في المدرسه بسبب الحريق وصلت لكام؟ هتدخل على الاقل في 65,000 جنيه. مبلغ كبير فعلا، بس تدبر لو تعاوننا مع بعض. نتعاون مع بعض؟ نتعاون مع بعض في ايه؟ في المصيبه اللي حصلت. انت عارف سعادتك لو احنا مشينا قانوني المحكمه ممكن تحكم بالسجن على ست لطيفه. طبعا انا هبذل قصارى جهدي في الدفاع عنها، لكن مهما كان الحكم مش هيعوض اللي راح. عشان كده انا بقول لو نقسم البلد نصين. افهم من كده ان قصد سعادتك ان مدام لطيفه تتحمل 32,500 جنيه. انا قلت كده. الكلام ده كان ممكن يحصل لو انا ما شككتش في الاجهزه المستخدمه في المطبخ، ولأنا ممكن اثبت انها لا تصلح للاستخدام، وان الست لطيفه بتشرح عليها من 15 سنه فاتت من ساعه ما تعينت عند سعادتك. الحكايه دي ممكن تصفيها على الربع. يعني ايه؟ مدام لطيفه تدفع 16,250 جنيه وبس؟ انا قلت كده. الكلام ده لو انا ما اتفننتش في المرافعه بقى، وشككت كمان في وسائل مكافحه الحريق الموجوده في المدرسه، وطلبت تقرير الدفاع المدني، كده ممكن تصفى على التم. 8,125 جنيه. انا قلت كده. استنى عليا بس لما اتجلى بقى في المرافعه واستشهد بالداده واحلفها اليمين قدام المحكمه واسالها سؤال واحد. هل الست لطيفه قالت لك قبل ما تمشي تقفل البوتاجاز وتخلي بالك من الاوضه؟ ساعتها الست هتخاف من ربنا وهتشهد بالحق، ولطيفه هتطلع براءه، وحضرتك مش هتطول مليم احمر من لطيفه. سيبك من كل ده، المهم سمعه مدرستك اللي هتبقى على كل لسان بسبب ضعف وسائل الامان الموجوده فيها. على فكره انا ممكن كمان انهي مرافعتي بطلب اغلاق المدرسه لحين انتهائك من تجديد وسائل الامان حسب شروط الدفاع المدني. الكلام ده هيبقى في منتصف العام الدراسي، يعني سعادتك هتحتاج تودي العيال فين؟ كمان في بدايه العام الجديد تفتكر مين ولي امر طالب ممكن يامن ان هو يودي ابنه في مدرسه سمعتها منيله ب60 ميله بالشكل ده؟ هو انا صح ولا بتكلم غلط؟ طلباتك ايه يا عبد البديع بيه؟ حرصا مني على العشره والمعروف اللي بينا، انا هكتب من جيب الخاص شيك ب 3,000 جنيه مساهمة مني في سمعة المدرسة وإصلاح التلفيات ومستقبل أبنائنا الطلاب. اتفضل. 3,000 جنيه؟ بعد إذن سعادتك الشيك ده هتاخده من الأستاذ نبيل راجح المحامي، بعد ما تروح سعادتك للنيابة مع لطيفة الأستاذ نبيل وتقول له كل النيابة إنك خلاص ما عندكش نية لرفع دعوة، وإنك قابل التصالح مقابل دفع التلفيات اللي هي 3,000 جنيه. ها، إيه رأيك؟ موافق، بس بشرط بعد ما نخرج من عند وكيل النيابة ونخلص الموضوع أقبل استقالة مدام لطيفة من المدرسة فورا. موافق، بس سعادتك هتديها بقية مستحقاتها اللي عندك، مش ممكن سعادتك هتقبل تاكل حقها. اطمن، أنا هعمل أي حاجة مقابل إن هي تسيب لي المدرسة وترحل. والله خير ما عملت. أنت عارف الست ملهاش غير بيتها وولادها وجوزها. نبيل. بعد إذن سعادتك هتوصل بس مع الأستاذ لغاية النيابة. سعادتك بس تخلي وكيل النيابة يكتب بيانات الشيك ده في محضر التصالح وبعدين تديله الشيك ده. ما تقولش هم، أنا هتصرف. شكرا جزيلا. اتفضل يا أستاذ. روق دمك، فرصة سعيدة جدا. اتفضل يا أستاذ، اتفضل. خلصت في المشكلة. إن شاء الله يخليك ليا يا رب وما يحرمنيش منك أبدا ويطول لي في عمرك ويوسع رزقك. وما تعتمديش على الموضوع ده.
حسابنا بعدين، لما الظرف بس اللي انا فيه ده يعدي. نديم هتروح مع خالتك النيابة تستنى لما يفرجوا عنها، وبعد كده تروح البيت. حاضر. افتح الكنز ولا تاخد العشيه؟ يا استاذ عبد المديح الحق الوشقه وياك. ده كان زي الفل ما فيهوش حاجه. طلب مني مهلبيه ارجو لك اللي بدون تحت وقالوا لهم هيطلعوها. قاعد شكر في المستشفى في مستوى خير. يا ابني كنت في مستشفى عام. يا ابني مستشفى خاص. فجأة راح متنح وقال لي الحسابات. كملت الحسابات وأول ما عرف إن المبلغ وصل لأكتر من 8500. جسمه خشن وشهشة طويلة. كلمت الدكاترة وجيت أقول لكم على طول. عارف ان اليوم ده مش ناوي يعدي على خير. يا ريتني كنت قلت له ان حاسب المستشفى عندنا وناقصه طماط. احنا اسفين جدا ما قدرناش نلحق. الباقي في حياتكم. علي بجد ولا حلم؟ يا باشا رد عليك. ده حلم مش حقيقة. حلم مش حقيقة. انت قلت انك هتتفنى كلنا وانت ما بتركزش في كلامك. هتقول لحضرتك وديها بسرعة. كويس انا زي الفل. انا بس عايز حد يصحيني. استاذ عبد البديل فين عطوة؟ اتفضل معايا. فين عطوة؟ عطوة فين؟ هو اللي يعرف يصحيني. حصلتك اللي استنيت عليها لما تتمدي عشان بعد ما يموت تتمتع باللي فيها. أحمد يبقى اللي مزعلك تكونش بعد ما اكتشفت انك بتحب ودي. ما ينفعش الاتنين مع بعض في وقت واحد. كان هيجرى ايه يعني لو خدتني تحت جناحك ومتعتني بحنيتك؟ ليه تخليني طول عمري عايش مستني لحظة موتك؟ هقول لك حاجة ما تصدقها يا عمي. توحشتني أوي. والله العظيم وحشتني. عشان توصل له طول عمرك. واللي معاهم فلوس مضمونين. تبقى عملت وصية. انت وفين؟ طمع على حضرتك. انت فين؟ ما تقلقش انا كويس. طب تحب اجيلك في المكان اللي انت فيه؟ لا 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 ما تتعبش نفسك. علي ايوه. ما تعرفش انهار فين؟ يعني ايه؟ انت مش ملاحظ انها مختفيه من ساعه ما مات المرحوم؟ لا شفناها في جنازه ولا في دفنه ولا تاني يوم في العزاء. انا كل اللي فاكره ان حالتها النفسيه كانت وحشه قوي. انا متهيألي ان انا عندي عنوانها. وحضرتك عايز منها ايه بالظبط؟ انا ما اوصل عندها اعرف. هتروح لها دلوقتي؟ السؤال اللي جوايا ما استناش لبكره. علي بابا انا عايز اقولك على حاجه. ده وقت بابا. خير يا علي؟ الموضوع اللي عندي ما ينفعش في التليفون، وبرضه ما ينفعش استنى لبكره. اللي عندك ده يخص المرحوم؟
ايوه. طب انزل افتح المحل واستنى، انا جاي لك على طول. يا ابن انت وخلصنا، انا ناقصك. في المره قبل الاخيره اللي تعب فيها وحضرتك دخلت المستشفى على حسابك، ساعتها طلب من حضرتك تروح تستريح وتسيبني انا معاه. بعد ما حضرتك خرجت على طول قال لي قرب منه عشان يقول لي على حاجه سريعه، بعد ما خرج نهار وراك على طول. شفتها ايه؟ وبعدين بعد كده بقى طلب مني كذا طلب، بس قال لي اهم حاجه ان حضرتك ما تعرفش. علي عايزك تطرطق لي ودانك كويس وتسمعني كويس. ايه حاله الطوارئ والجو اللي انت عامله ده يا باشا؟ انا مش عايز قله ادب بقى ورغي كتير، انا ما عنديش وقت يا علي. انا اسف يا باشا، اتفضل. عايزك تشوف لي محامي يكون معرفه ومحترم وكويس. طب هو في محامي معرفه ومحترم وكويس اكتر من بابا عبده؟ يا الغباوه، تقول لي تكرهي في حياتك؟ اقول لك العيل الغبي. انا يا غبي لو كنت عايز ابوك ما كنتش مشيته. على فكره انا ابتديت اعرف دلوقتي ليه انت مبلط في كليه التجاره، ما انتش عايز تتخرج لغايه دلوقتي من غير تقليب مواجع. بس حضرتك عايز محامي تاني غير بابا؟ ايوه الحمد لله انك فهمتها يا اخي. ليه؟ ليه في عينك؟ انت عليك تنفذ وبس. حاضر، بس حضرتك طبعا عارف ان المحامي اللي هيجي ده لازم هياخد فلوس. طب انا بقول لك ليه يكون راجل كويس ومعرفه ومحترم. حضرتك كده عايز محامي جدع وشغال لوجه الله، مش كويس ومحترم. ما يضرش، ايه صفات حميده يا اخي تؤخذ في الاعتبار. طب وده حضرتك عايزه امتى؟ حالا ومن غير ما ابوك يعرف. طب افرض سالني. الله، انت هتغلبني ليه؟ انت متوضي؟ متوضي. كويس اوي، افتح الدرج اللي جنب مني ده وهات المصحف. ربنا يستر. علي تحط ايدك على المصحف وتقسم بالله العلي العظيم ان اللي هيحصل النهارده ده ما تجيبش بيه سيره مطلقا لابوك لحد ما اموت. ربنا يديك طول عمر يا باشا. مش فاضيين الكلام ده دلوقتي، حط ايدك على المصحف واحلب بسرعه، ما عنديش وقت. مساء الخير. استنى شويه، استنى لما تمشي. فضلتوا ساكتين لحد ما الممرضه خلصت وخرجت وكملتوا كلام. ايه ده؟ يبقى الباشا كان عنده حق بقى. حق في ايه؟ هو لما لاحظ ان الممرضه دخلت وخرجت من غير ما تعمل حاجه مهمه قال اكيد حضرتك اللي بعتها. الله يرحمه كان عور. المهم انا جبت له عمك نبيل. وبعدين انت عرفت منين؟ هو انت تعرف محامي غيره يا ابني؟ انت هتفضل فاتح بقك كده ومندهش؟ كمل. لما عمو نبيل جه الباشا عمل معايا زي ما عمل مع حضرتك بالظبط وخرجني بره اول يوم. اول يوم؟ ما هو عمو نبيل جه الباشا برضه تاني يوم وحضرتك مش موجود. وخرجوك برضه زي اول يوم؟ لا، بعتولي مشوار. اوعى اوعى تقول المشوار ده سر. لا ما خلاص بقى يا عبده، ما عادش فيها اسرار. بص يا سيدي، انا رحت في اليوم ده مشوارين. الاول جبت موثق بدفتر من الشهر العقاري يا نهار اسود بالاتفاق مع عمو نبيل، والتاني كاميرا فيديو، وبعد ما جبتهم خرجوني بره. عملتها يا عم. طب قول كاميرا الفيديو ده ليه؟ نبيل صديق عمري يعمل كده؟ يا بابا اهدى بس، مش عايز اخلص. اوعى تقول يا بابا. تليفونه مقفول. على فين؟ روح لبنك شوت شوف ايه اللي هتكتبه من ورايا. ايوه عبده، بس الساعه عدت دلوقتي وهو ما سابناش من امبارح، اكيد قافل التليفون عشان ينام. وحياه ابوك توفر نصايحك لنفسك يا عبده. طب استنى اجي معاك. طيب يا عبده استنى. عربيته موجوده، يبقى فوق. برضه مقفول. هطلع اخبط عليه. الساعة 2 و انا بنام بدري. خلاص اضرب له كلاكس صغير كده ولو نايم يبقى اروح واجي له الصبح. ايه الصوت ده؟ ايه واحد بقى ما عندوش ذوق عمال يزمر بالليل الساعة 3 ولا 6 ايه؟ ملاهي ملاهي.
امنة. مفيش ساحة ولا خشة، خلي عندك دور الساعة 3، مش عارفين ننام، غير منامك. في امتحانات. الساعة كام دلوقتي؟ لو فين كان صحي. ايه كان الساعة دي؟ الدوشة دي، الزوامير دي، الناس مش عارفة تنام. مكانش العشاء. اتفضل يا بديع، خش اقعد خش. تفتكر انا عميل سهران طول الليل قاعد الف حوالين نفسي عشان اجي اقعد اتسامل معاك؟ ما هو كله بهانه بقى، ما انت كنت هتعرف هتعرف. طب ده انا، طب وانت؟ يا عبدي يا راجل استأمني بقى على حاجه وحلفني بشرف المهنه والمصحف وانت عارفني. هتقول لي يا دون كيشوط، طبعا لازم استغل افكارك المثاليه، بس انا كان عندي عشم من نبيل انك ترفض ما تشتركش في حاجه زي كده. تفتكر ده كان هيبقى احسن؟ ما كان ممكن يجيب حد غريب، يعني ما تعرفش كان ممكن يعمل ايه مع عمك، ولا يستغل الموقف ازاي، ولا قلبه هيبقى عليك، ولا يراعي ربنا فيك. عمل وصيه طبعا. ايوه الوصيه اكيد عندك. انا قلبت القصر حته حته من الاتاش. الوصية موجودة، بس يعني لازم أطرافها كلهم يبقوا موجودين زي ما وصى عمك. عبديع، عبديع، عبديع يا عبديع، من فضلك، وأنا مش هينفع أجي معاك في الشارع كده. ما تشغلش بالك يا متر، لما تجمع بقية الأطراف ببعت لي زيهم. هو مش وصل كده برضو؟ وأنت مش عايز تعرف بقية الأطراف؟ قال ليه مفاجأة زي بقية المفاجآت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا عم. وايه؟ ومفيش حد غيركم جه ولا ايه؟ ما هو ده الشرع والاصول يا متر. مش حضرتك دارس القانون؟ مش عارف ان انا الوريث الوحيد ولا ايه؟ هو انت عارف طبعا ان انا لا يمكن اتخلى عن مبادئ وشرف مهنتي، حتى لو على اهل بيتي واعز اصحابي. أنا أفتح. إزيك يا نفاق؟ اتفضلي. وحيد الله كده وادعي له بالرحمة. أستعرفك بنفسي، أنا غريب الجوكر أخوها وشقها وملهاش حد غيري. أيوة بس دي قاعدة خاصة. خاصة إيه يا عم؟ ولا كوبري امبابة ولا القمر الاصطناعي بتاع المنطقة؟ أنا كنت أنا بلمي، أنا ليه سبق معرفة بالأخ طرزان وبعرف أتعامل معاه. في إيه يا جوكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنت مش اتكلت على الله؟ فاد الله ولا فالك؟ مين الراجل ده يا بابا؟ يا دي بابا وسنين بابا، ما تقولش بابا النهاردة خالص. عنك أنت يا عبد البديع بيه، ما توجعش قلبك معايا، أنا هفهمه. اللي مات يبقى نوح باشا، عم عبد البديع بيه، فهم؟ ولو ما عنديش حاجه اسمها قعده خاصه ولا جزره، طول ما انا حي ارزق، ولا ما تبقاش رجوله لا مؤاخذه. ثانيه. ايوه يا ميت. لسه واصله حالا. لا ما اعرفش حاجه لسه. طبعا هعرف واكلمك على طول. انا اللي هكلمك، انا لسه شحنه دلوقتي. ما تقلقش. أروفوار. بونسوار. بونسوار دلوقتي هانم. تفضل ارتاحي. مرسي شكرا. أنا مش فاهمة أي حاجة. إحنا كلنا هنفهم دلوقتي. تفضلي اقعدي. اقعدي. أوكي. الأطراف كده اكتملت ولا في لسه حد تاني؟ فاضل الأخ غريب يخرج يستنى بره. لغايه ما نخلص اجتماعنا. لا بقى ما طول ما انا مش فاهم حاجه مش هتضمن له شعري، ولا بصراحه بقى ببقى غبي قوي ولا غبي. اتنيل هنا بره لحد ما الجلسه اللي جوه دي تخلص.
عارف لو شفتك هقولت ناحية شباك ولا باب بشرفي هكون بريء من دمك. كلب وهو قاعد هنا تحت امر جنابك يا باشا. ما عليك تحب ترميني فين؟ اتنين هنا. اهو. لا هنا. اهو يا معلم. اهو يا باشا. ما تهومش ناحية جوه. صنم قاعد يا باشا لحد ما تؤمرني. سجارة طيب. ما بدخنش. أحسن الشيشة ما فيش أجدع منها يا باشا. خلص قعدتك ونطلع كلنا نشايش مع بعض في أي مطرح. طب والعب. اتفضل. يا باشا فيك إيه؟ ولع يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. احنا اجتمعنا النهارده حسب وصيه المرحوم نوح الارندلي لتوزيع تركته كما اراد وكما امر الله سبحانه وتعالى حسب الشرع. استاذنكم اولا في قراءه الفاتحه على روحه. بعد حصر التركة وعمل الإجراءات اللازمة وذلك قبل كتابة الوصية كما طلب مني السيد نوح الأرندلي، اتضح أن ثروته كالآتي: قصرين وشقة بالزمالك وعمارة بالإيجار في الزمالك وبيع نفس الشقة وأرض بالساحل الشمالي وستة مليون جنيه سيولة مالية بالبنك وتسعة مليون جنيه أسهم في البورصة. ولكن حسب القانون احنا مش هنقدر نوزع التركة الا بعد سداد ديون المرحوم كاملة. ديون ايه؟ استلمت انا نوح الارندلي علي الدواويني مبلغ وقدره 5 ملايين جنيه فقط لا غير على سبيل الامانة من ابراهيم الارندلي علي الدواويني على ان اسلمها للآنسة دولة ابراهيم الارندلي علي الدواويني عند الطلب او الحاجة اليها، وهذا اقرار مني بذلك نوح الارندلي. يعني ايه؟ نكذب. انت وفين حصل ده؟ اهدى على الكذب. ما هداش اهدى ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي 5 مليون جنيه. امسك اعصابك يا هانم، انا لسه ما خلصتش الكلام بخصوص. انت لسه تتكلم تاني؟ اهدى يا بابا لما نسمع. عليا الطلاق، لو قلت بابا تاني لطلق امك واشردك واسجنك كمان، انت فاهم ولا لا؟ لا مؤاخذة يا جماعة، انتوا عيلة في بعض وانا ما يصحش اكون موجودة وسطيكم. انا هستنى بره ولما تحتاجوني بقوا نادوني. مدام انهار ما حدش هيخرج من هنا غير لما اخلص قرايه الوصيه. ايه اللي بيحصل عندك يا انهار؟ بتزعقوا ليه؟ اخلص يا حيوان، لا انت هخلص عليك. اسف يا جنابه، استأنفوا كلامكم يا باشا. من فضلكم من فضلكم هدوء شويه، مش كده؟ لسه الثروه كتير ولسه قدامنا تفاصيل كتير قوي. يعني ارجوكم نسمع بعض للاخر في هدوء، هدوء لو سمحت. اهدى كده عنده عشان تعرف راسك من رجليك في الليله دي. اتفضل يا استاذ نبيل. الحقيقة أنا مش إيه ده؟ ست دولة، دولة هاني، أنسة دولة، هجيب كولونيا. يا ريت يا دولة هاني تكوني فوقتي وركزتي شوية، ويا ريت كمان تتمالكي أعصابك، لأن مفاجآت نوح بيه بالنسبة لك لسه ما انتهتش. كده كويس، الصورة مظبوطة. ابتدي يعني. طيب طبعا انا عارف ان كلكم موجودين وبتبحلقوا في الشاشة وانتوا بتتفرجوا عليا، وعارف كمان ان الاستاذ نبيل مشكورا طلب منكم انكم تقروا الفاتحة على روحي، وعارف برضو مين اللي كان بيقرا الفاتحة من قلبه ومين اللي كان بيدي عليا وهو بيقرا الفاتحة. ازيك يا نهار؟ ان شاء الله تسلم وتعيش يا باشا. طبعا دولة قرت الفاتحة ومن قلبها بعد ما سمعت الاستاذ نبيل وهو بيقرا وصل الامانة قبل ما يحط السي دي زي ما اتفقت معاه. كان نفسي اكون معاكم عشان اشوف وشك ساعتها يا دولة. الله يرحمك يا عمي ويدشدش التوبة اللي تحت راسك.
رجالك يا دولة، ما تقلقيش. فاصل وانا واصل. انا بس عايز اكلم عبد البديع. هو ابنك علي جه معاك عبد البديع ولا ما جاش؟ لا موجود يا باشا. انت ليك عين ترد عليه بعد اللي عمل معايا؟ ما تزعلش يا عبد البديع، على فكرة انا عامل لك سديل وحدك انت عشان تشوفه على انفراد زي ما اتفقت مع الاستاذ نبيل. على فكرة الراجل ده بيحبك قوي، بيعزك قوي، بيعزك معزة انا ما شفتهاش بين اتنين اصحاب طول عمري. ربنا يديم المحبة والصداقة اللي بينكم يا عبد البديع. تعرف يا عبد البديع، الصداقة الحقيقية في الزمن السيء اللي انتوا عايشين فيه ده تعتبر في حد ذاتها كنز. كنز اهم بكتير من الفلوس. انا بالمناسبة قررت للأستاذ نبيل مبلغ 10,000 جنيه من حساب الورثة. هو هيقدم لكم بيها فواتير طبعا، وهتتوزع عليكم بالعدل، وهتدفعوها من انصبتكم في التركة. التركة اللي هيشرحها لكم هو بالتفصيل. نتخلص بقى، كفايه حرق الدم. على العموم احنا لينا قاعده على رواقه سوا. ارجع لك انت بقى يا دولت. شوف يا دولت، بالرغم من طولة لسانك اللي كان عمال على بطال بيغلط فيا، الا اني عارف كويس قوي ان قلبك طيب، قلبك ابيض زيك زي ابوك ابراهيم الله يرحمه. وزي ما ابوك ابراهيم الله يرحمه ضحى بنفسه عشان انا اتعلم واكمل دراستي وهو اتحرم من المدرسه، وزي ما انت تحملتيني وتحملتي معاملتي السيئه جدا للعرسان اللي تقدمولك واللي طفشوا بسببي واصبحت بالتالي ضحيه ليا، ولاني مش ناسي الفلوس اللي ساعدني بيها ابوكي لما وقعت في منتصف الستينات وكنت حفلس، ولولا هذه الفلوس أنا ما كنتش وقفت على رجلي مرة تانية. أنا كتبت على روحي 3 وصولات أمانة بالمبالغ اللي سابها لك أبوكي أمانة في رقبتي، واللي قدرت لها أرباح ب15 مليون جنيه. حلال عليك يا دولة. تعبي وشقايا فلوسي. حلال عليكي. انا هاجر عليه. الله يخرب بيتك يا عم. بعدين يا عبد، واحد الله مش كده. لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. على مين عندك يا لونا؟ عايزينك بتحاسبينه على مين عندك؟ علي علي، ابعد البني ادم ده من هنا، والله العظيم اطلع احط هم كله فيه. وانت نبيل بيه مخبي ايه تاني؟ انا طبعا عارف ان انت زعلان مني عشان خبيت عليك موضوع تكليف عمك ليا بكتابه الوصيه والإشراف القانوني على تنفيذها. وبعدين يعني أنا عايزك تتمالك أعصابك كده يا عبدو. ويعني أنت راجل قانون وعارف، عمك كتب الوصية وهو في حياته بكامل قواه العقلية، وأنا هو تمني على الأوراق والسيديهات بكامل إرادته. بعدين يا أخي هو ماله، هو حر فيه. حر في مين؟ ده تعبه وشقاه نبيل. هي الثروة كام عشان نديك 15 مليون لدولة؟ تعرف انا مين؟ ايه؟ انا حاسس زي ما يكون رجليا سمعت محشورة في ضمان زيك حديد، والقطر جاي عليا هيموتني. انا حاسس اني هموت، انا حاسس اني هموت. انت كده هتخوفني عليك من اللي جاي اكتر. يعني ايه يا نبيل؟ لسه في ايه جاي؟ عمو نبيل صاحبك على اخره، خلي بالك. يا علي انا عازله، انا حافظ ابوك صم. انا اعرف اللي انت ما تعرفوش عن ابوك ولا والدتك ولا اختك، لكن الظروف احيانا بتحط الانسان في وضع زي اللي بيقول عليه، ويمكن يكون القطر اللي هو بيقول عليه ده هو نفس القطر اللي جاي عليا انا. وحدوا الله يا جماعه، قطر ايه وسكه حديد ايه بس، واحنا قاعدين في محطه مصر؟ على فكره انا، انت ما عندكش دم والله. ابوك في كارثه، شقى عمره راح منه وانت قاعد تهزر. انا اسف. عند الوديع تحب نكمل وانا نستاذن مدام انهار نكمل بعدين؟ انا اكمل. كمل. هو مش اللي جاي الوصيه برضه؟ لا، انهار بره الوصيه. يعني ايه بره الوصيه؟ ولما هي بره الوصيه ايه اللي جاي منها النهارده؟ جاي بصفه ايه نبيل؟ ما تتكلم. انت فاكر لما المرحوم كان في المستشفى؟ لحظه لحظه، نتوقف عن كلمه المرحوم دي.
المرحوم دي لسه فيها شك. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقرر بقى اذا كان يرحمه. يدخلوا نار جهنم باللي عمله ده، هو حر، احنا ملناش دعوه. يا عبد البديع ربنا يرحمنا جميعا. الا هو. المهم انا قصدي لما كان المرحوم في المستشفى واستدعاني علشان اعمل له الوصيه، انا الحقيقه كنت فاكر كده، بس اتضح ان كان علشان حاجه تانية. حاجه تانية زي ايه؟ يعني زي الموثق بتاع الشهر العقاري اللي احنا استدعيناه علشان يسجل عقود بيع وشراء. بيع وشراء لمين؟ لانهار. دي مؤامره نميله وصلات امانه لدوله وبيع وشراء لانهار، ولسه كمان فيه وصيه. اهدى يا عبد البديع. محدش يقول لي اهدى، محدش له دعوه بيا. انت قلت عقود، يعني مش عقد واحد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عمي. عملتيها يا نار؟ عملت ايه دي؟ في حاجة يا نار؟ اخرس يا حيوان. عملت ايه؟ اشتريت ايه من باشا يا نهار هانم؟ وجبت فلوس اللي اشتريتي بيها دي منين؟ انا مش فاهمة حاجة. فهمها يا متر، فهمها، اصلها بريئة ساذجة نغة في كي جي وان. يا فعلا ما تعرفش حاجة عبد البديع. اللي حصل ان انا بعد ما خلصت كتابة العقود بعت عالي الشهر العقاري عشان يجيب موثق من هناك، والحقيقه دخلت علينا انهار. قلنا لها امضي انهار، راحت ماضيه من غير ما تبص ولا تعرف حتى هي مضت على ايه. وحياه ربنا هو ده اللي حصل. انا مش طمعانه في حاجه ولا عايزه اي حاجه من اي حد. انا كل اللي انا طالباه الستر والصحه ورضا ربنا عليا، وكده يبقى رضا الاشياء بعد. مدام انهار الباشا قبل وفاته ساب لك تلات عود بيع. يا حكاية التلاتة معاه بيوزع كله بالتلاتة، تلات وصولات أمانة لدولة، تلات عقود بيع لأنهار. هو كان عليه نادر بيوفيه ولا إيه؟ مدام أنهار سمعاني، دي العقود اللي انت مضيتها عليها لما الباشا طلبك. أول عقد خاص بأرض في الساحل الشمالي في برج العرب، 10 مليون، وشقة في الزمالك في شارع أبو الفدا، 2.5، يبقى 12 مليون ونص عليها. و وإيه؟ القصر ده بمحتوياته. استنى استنى، آخر سعر جبته للباشا الله يخرب بيته مطرح ما راح، القصر بمحتوياته كان 30 مليون، 30 مليون و12 ونص، يبقى 42 ونص. في 15 بتوع دولة لما تصحى يبقى كام يا علي؟ 57 مليون ونص يا بابا. يا عبد بتديني على قفايا يا عمي، بتطرقع لي يا ابن الأرندلي كده. يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه نبيل؟ وفاضل عمارة الزمالك ب 8 مليون، وقصر حلوان ب 25 مليون، يعني 33 قبل الوصية. قبل الوصية ولا قبل بتاع العصير؟ والوصية دي بقى لمين؟ لعلي طبعا. لا لمين؟ عم عثمان البواب؟ على فكرة عبده هو أوصى بحسن معاملة عم عثمان. من عناية الاثنين أوعدك، كل يوم الصبح أعد عليه أضربه بالجزمة القديمة. علي انده غريب يجي يشوف أخته أنهار وكلم الاسعاف عشان الانسه دولت، وابوك انا هاجل قرايه الوصيه لغايه لما يبقى كويس. لا 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 استنى، انا كويس خالص، انا كويس. هو اللي وحش، هو اللي اسود من جواه. انا ولا هممني، انا جامد قوي. ابي هددنا ربنا يقويك كمان وكمان يا جلابه. يا رب اكبر عليك يا عم. ولو هو كمان حطيتها في سيديه، ما خلاص فتح مصنع اسطوانات قاعد يعبي في سيديهات، فاكر نفسه عمرو دياب بروح امه. انا فاضل معايا 2 سيدي، واحد ليك لو عايز دلوقتي خده، والتاني للاوصى ليها السيده او الانسه اشجان ماضي السعيد. اقرا يا نبيل اقرا، انا خلاص اوعدك مش هتكلم غير لما تخلص كلامك. اقرا. وصيه: أقر أنا نوح الأرندلي علي الدواويني وأنا في كامل قواي العقلية وبكامل إرادتي أنني قد أوصيت
بتلت تركتي بعد سداد ديوني إلى السيدة أشجان ماضي السعيد، بشرط أن تنال هذا المقدار من التركة في الحالات الآتية: كونها أنسة لم تتزوج، أو تزوجت وأصبحت أرملة، أو تزوجت وطلقت. فإذا ثبت وقت تسليمها نصيبها من التركة أنها متزوجة، يتحول هذا النصاب إلى ابن أخي ووريث الشرعي عبد البديع علي الأرندلي علي الدواويني، تحريرا في 9 مايو 2009، إمضاء نوح الأرندلي. تلت 33 يعني 11 مليون، وعندنا هناك كام؟ 57 مليون ونص. والمجموعة كده تبقى 68 مليون ونص. واللي فاضل لحضرتك من الليلة كلها 22 مليون. 22 مليون من 90 مليون جنيه ونص. أنا حاسس إن أنا اتشليت. أنا اتشليت يا نبي. ايه عم كتير بابا نونا الله 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 23 سنة وأكتر، كان ناقص ألبسه الجزمة والشراب. لا كان ناقص ألبسه الشراب والجزمة. والله العظيم أنا كنت بأكله إيدي. لا عشان الحلفاء أنا كنت بأكله بإيدي دي، عشان دي الشمال، الشمال لا أنا كنت بأكله بإيدي اليمين. واحنا وصلنا لحد فين؟ بشكر. وفي الاخر لما مات، بس ربنا خايب ظنه، عشان هو كان فاكر ان انا هموت قبله، كان فاكر انه هياخد عزانا كلنا. انا مش شمتان فيه انه مات قبل مني، عشان انا اخلاقي اعلى واحسن من كده. انا من عيله مقصله، اكبر عائلات البلد، عيله الارندلي. يعني انا مش مآمن ان اشرب الطافيه دي ولا اقعد مع عليه جرى عليها الزمن وضربها بالشلوت زي دي، ولا كمان ان انا اقعد احكي حكايتي للناس زباله زيكم. واحنا وصلنا لغايه فين؟ يا سيدي زينا. انا خارج، انا خارج، ما تبقاش. انتوا حضرتكم لغايه بعد كده انا هقعد في ملك الحجبوه. زعلانين عشان بقول الحقيقه، عشان بقول لكم يا الماما، لو انتوا مش لماما يا الماما. العيب مش عليكم، العيب علي انا، انا اللي جاي في مكان مش مكاني، وزمان وزماني. انا عبد البديع الارندلي ابن موسى الارندلي علي الدواويني باشا، طباخ ناظر نظار الخاصه الخدويه والسعيدين. انا ما فاكر، مش مهم، أنا مش بتفشخر بأهلي. ليس الفتى يقول هذا أبي، الفتى يقول هذا. أنا ذا أبدي أنا رندي، تعرفوا مين هو أبدي أنا رندي؟ أستاذ عبد البديع الأرندلي اللي كان فاكر نفسه جدع. يا عمي وقف يا ابني، استنى ما تشوف ايه حكايه الراجل ده. غيبه، انت
انت حمار يا حمار. منور طبعا. يلا ماشي حالا هتشوفي. ده انا جوزي محامي كبير قوي وهيجي يبهدل الدنيا. انا حرم الاستاذ عبد البديع. يلا يا اخي هيجي ويبهدل الدنيا. هتشوفي. يلا بهدلكم. طب يلا يا فارح. ابو ازاز ابو ازاز انا مش عاجبك. ده من اكبر محامين البلد وانا عارف هو كويس. يبقى اثبت حقوقك قوي بربع الازازه اللي في ايدك دي. دي لسه فيها شويه. الازازه اللي مات اثبت بقى حلو اللي كان معايا ازاز. كفايه ريحه بقك يا متر قدامي. لحظه يبقى انا سكران. اتفضل. مش عارفه شغلانه ايه دي. هتشوفوا دلوقتي. استنى هنا على ما اسلم محضر الضبط بتاع الباشا. حاضر يا فندم. نكمل بعدين. مساء الخير. مساء النور. اهلا يا باشا. اتفضل ثواني هكون مع حضرتك. اي اوامر تانيه يا فندم؟ لا يا حبيبي. يلا محضرك معاك واتكل على الله. شكرا. تصدقي كان فاضل لي 25 دقيقة وأسلم النبطشية وأنا أقول يا ربي معقولة يعدي يوم من غير ما تنوريني. أنا عايزة أكلم المحامي بتاعي وفي الآخر يجي الأستاذ بتاعك يحلها ويختك تحت بطنه ويمشي. حقي ولا مش حقي؟ أموت وأعرف مين اللي خلى الشعب كله يعرف حقوقه فجأة كده. ممكن التليفون؟ يا عم وائل أنا لازم أمشي. عربية الدورية بره. حاضر يا باشا. أعملوا مكالمتك وخلصيني. ايدك في الجزم على حياتك. يا نهار ابيض انت هترشيني؟ تتبلع بيا يا جدع. انت هترشيك ده بقولك ناولنا الموبايل بتاعي. لا يا خفيف ده هيفضل معايا لحد ما الباشا يطلع ويشوف. ساعتها بقول اللي انت عايزه. اشمعنى يعني انت اللي تعملني كويس؟ الدنيا كلها بتعملني كويس. كله ضرب بالشلاليت. مش صبر. طيب يا طيب انت يا ابني شوف الموبايل اللي بيننا بره ده. حضرتك ايه لطيفه انت بتتكلمي ليه قبل ما افتح عليك؟ انت كنت بتقولي ايه؟ كنت بقول لك رد عليا يا بديع. الحقني. ايه صدى الصوت ده؟ انت بتتكلمي من الحمام؟ نورت يا باشا. ما بتكلمش. دخل الراجل اللي بره. بتقولي ايه؟ بقول لك في الاسم. ثانية بكلم مراتي. خلصينا يا ست انت بقى. حاضر حاضر. المدة لسه ما خلصتش. الحقني بقى يا بديع. ما تتكلميش لحد ما اجي لك العك الدنيا. الله اكبر ده ايه النبطشية اللي بقت زي العسل دي؟ هو في ايه يا بديع؟ مكلمشينك ليه؟ انت اتحقق معايا. انت اللي ايه جابك هنا تاني؟ ايوه يا حمدي. لا يا حبيبي ما بستعجلكش ولا حاجة. بالعكس ده انت تيجي على الأقل من مهلك. ولا أقول لك ايه رايك يا حمد اخد النبطشيه بتاعتك النهارده؟ لا ابدا اصلي مزاجي رايق وما ورايش حاجه. باشا اخويا تسلم لي. نردها لك في الافراح. اسمحوا لي بقى اجاوب بالنيابه عنكم على اسئلتكم على بعض. المدام جايه لي بمحضر امتناع عن دفع فاتوره محل الكوافير بعد ما عملت شعرها شويه حاجات كده يعني رفضت تدفع وكسرت حاجات في المحل وهي بتهرب. اهرب ليه؟ هو انا مجرمه؟ ده انا كنت فاكراها الكاميرا الخفيه. هو في حد يعمل شعره ب 2400 جنيه؟ قول دي امرها سهل. المصيبه عندك انت بقى يا متر. جاي لي محضر سكر في طريق عام وتعريض حياه المواطنين للخطر بعد ما قعدت في وسط الشارع والعربيات رايحه وجايه حواليه. تحب نبتدي مين بقى؟ قبل ما نبتدي انا مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي. الله. طب وانا مالي؟
خد تعال هنا. رايح فين؟ افتح يد. مديع مديع تعالي يا حلوة بقى نوار. ايه عايزة مني؟ تعالي لا لا بقول لكم ايه، كل واحد يفضل مكانه بأدب. على فكرة انا محامي كبير قوي وانا اقدر اساعدكم. انت باين عليكم مظلومين بصرف النظر على اشكالكم. شكل مش كل حاجة. يعني انتوا مثلا شكلكم مجرمين عتيد الاجرام، مثال حقيقي لنظرية لامبروزو. لا ولا حد فيكم يعرف مين هو لامبروزو. احنا ستات زي بعض، قولوا لي اعمل معاه ايه؟ ده انا غلب غلبي معاه واحتار دليل. وحياة الشدة اللي انتوا فيها، حد فيكم يقول لي اعمل معاه ايه؟ ما باخدش من حبي فيه وخوفي عليه غير المرمطة والرمية في الاقسام كل يوم والتاني. حد فيكم يرسيني على بر معاه يكسب فيا ثواب؟ انا مش بعاتبه بعد ما مات، بس هو الحقيقة كان ماسك في الدنيا بايديه واسنانه، بيموت على القرش، بيحب الفلوس اكتر من عينيه، مقضيها يا اما سلعلالة يا اما سفلقة. ويدفع ليه؟ اذا كان في حمار هو اللي بيصرف، شايل الليله كلها. على راي المثل طمعان جبنا له بيت، شاطرين بس في الاخر خدت منه حته شلوت محترم يتسجل في موسوعة جينيس. الأول حد فيكم يعرف مين هو جينيس؟ نبيل هاي. أخويا حبيبي خد لحق يا بولمون، أنا اترميت في الحجز مع ناس وحشة قوي. يعني سعادتك جاي ممسوك بمحضر سكر وإعاقة حركة مرور، عايزة نعمل لك إيه؟ نعمل لك عيد ميلاد؟ وبعدين مش عيب عليك لما تبقى محامي كبير ومحترم وتعيش في جو السينما القديمة؟ بتقلد البطل لما كان يحصل له حاجة يجري على البار يشرب له كاسين ويمشي في الشارع يغني جئت لأعلمه من أين؟ يلا علي خد أمك أنت روح. طب حضرتك مالكش دعوة بيها، أنا همشي مع عمك نبيل. يلا بديع. بعدين يا لطيفة لنا بيت نتكلم فيه. الرجالة بتوعلي من دول الدلع بيخلوهم يتمروا على الآخر. تبصيلي كده ليه؟ وانت كمان بتزعقلي كده ليه؟ عملت ايه عشان ده كله؟ ولا عشان مش في وعيك اليومين دول؟ لطيفة قسما عظما لو فتحت بقك بكلمة زيادة كمان لجمع لك كل أرقام المحاضر اللي اتعملت لك في الفترة الأخيرة دي، وهرفع عليك قضية طلاق والمحكمة هتحكم لي من أول جلسة. لا وعلى ايه؟ ده انا اتشرد انا واختي وما لقاش حتة نبات فيها. يلا لطيفة يلا اصل الشر، انت عندك بنت على وش جواز. شايف ابوك يا علي انا يرفع علي قضيه؟ لا لا من فضلك وصلنا على بيتي. ايوه يا عم بديع بس انت ازاي هتسوق وانت في الحاله دي؟ انت كمان يا نبيل انا هاخد تاكسي. الله عبديع عبديع استنى استنى عبديع. ادخل. سيدي معلش يا بلو انا هستأذنك تستناني في مكتبك او بره شويه لغايه ما اتفرج عليه لوحدي زي ما امر. ماشي عن اذنك. يا عم بديع انت زعلان مني ولا ايه؟ بتدعي عليا انت يا عكروت، وانا عارفك وعشان انا عارفك كويس عملت فيك كده وبالقانون. عقود البيع والشراء يا عبد البديع ما فيهاش ثغره واحده ممكن تدخل منها، وصولات الامانه كذلك، حتى حقي الشرعي في ان انا اوزع تلت التركه بتاعتي زي ما انا عايز
استغليته علشان أقلل بقدر الإمكان نصيبك في التركة. طب ليه؟ عملت كده ليه؟ ده اللي هيجنني. لأنك ما بتتعلمش يا عبد البديهة. انت عشت طول عمرك جنب مني وما تعلمتش حاجة. ما انكرش أنا استفدت منك في الدنيا، نميت ثروتي وضعفتها. سؤال بقى، ما عملتش كده لنفسك ليه؟ تعرف يا عبد البديع الفرق بينك وبين ابنك علي ايه؟ على فكرة انتوا الاتنين شطار، يعني هو شاطر جدا في التجارة وانت شاطر في القانون، لكن علي بيتعلم بسرعة. علي عمل فلوس كتير من ورايا، كسب كتير ومن غير ما يقولي، وانا عملت نفسي مش عارف ومطنش. ليه؟ لان علي مشبعني مكسب، لذلك انا ما كتبتلوش حاجه، ما وصلتلوش بحاجه، عشان عقليته في حد ذاتها تعتبر كنز، ممكن ان هو ينميها في اي وقت وينميها كويس. انما انت قعدت تنمي في ثروتي وتكبرها وتسمنها عشان بعد كده تاخدها بالميراث الشرعي. ما حطتش في دماغك يا عبد البديع ولا في حساباتك احتمال يمكن 1 في المليون ان ممكن اي حاجة تحصل تمنعك من الوصول للهدف اللي انت خططت ليه طول حياتك. مثلا اولها واهمها ان الاعمار بيد الله يا اخي، ومحدش عارف مين هيعيش اكتر من التاني. احتمال تاني ان انا اعمل فيك زي ما انا بعمل فيك دلوقتي، واحتمال تالت كمان كان ممكن اتجوز واخلف واولادي يورثوا، لكن انا علشان بحبك بحاول افوقك. تعرف يا عبد البديع انا النهارده بديلك درس عمرك وبالقانون، ودي اخر محاوله انا ببذلها علشان افوقك وعشان اوصل لك الرساله اللي عشت طول عمري وانا بحاول اوصلها لك واعلمها لك، الثروه والقانون. فاضل كلمه اخيره عايز اقولها لك وارجو انك انت تصدقها، لان انا بقولها لك من قلبي. انا عبد البديع طول عمري اعتبرتك ابني اللي مخلفتهوش، وحبيتك يا عبد البديع، حبيتك يمكن اكتر من ابن انا جايبه من صلبي. عشان كده انا واثق ان لما تعرف الحقيقه دي وتوصلك كويس هتقرا لي الفاتحه. اشوفك يوم اللقاء، لو كان من نصيبنا اللقاء يا عبد البديع. مش هيبقى لنا نصيب يا عمي، عشان انت هتروح النار وانا هروح الجنه. بعملتك دي هدخل الجنه. انا كان نفسي تبقى معايا في الجنه عشان انا كمان حبيتك. انا شفت فيك ابويا اللي راح مني وانا لسه في بدايه حياتي بعد ما خدت لسانس الحقوق، لكن انت اللي اخترت تتحداني وجايلي في منطقتي بتتحداني بالقانون، القانون اللي انا شاربه ونسبته في عروقي اكتر من نسبه كرات الدم البيضاء والحمراء. انا قبلت التحدي. بتحرمني من ثروتك وتوزعها على 3 نسوان يا مراهق، وبتوزعها بالقانون. أنا هرجع الفلوس دي هو بالقانون. القانون هيكتب بعد كده باسمي، هيبقى اسمه قانون عبد البديع الأرندلي. اتافه خليك يا بلو. مساء الخير أستاذ عبد البديع. أهلا وسهلا.
انت عارف انا بقالي كام يوم تحت العماره بلف عشان اشوف عربيتك موجوده ولا لا عشان اقول لك البقيه في حياتك. انا متشكر قوي، كان كفايه تليفون والله، ما انجلكيش في حاجه وحشه. تليفون ايه بس يا عبد البديع بيه؟ انت مقامك تليفون برضو؟ طب انت عارف انا جايه مخصوص النهارده عشان اخرجك واخليك تغير جو وتنسى الهم والحزن اللي انت فيه ده. ما هو ما ينفعش مره تانية ان شاء الله. امتى؟ يعني انا هتصل بحضرتك. وات يا مسهل. لو قلت يا مسهل يبقى في امل، وامل كتير قوي. طيب معلش استاذن دلوقتي عشان في عندي. طيب اوكي باي. تفضل يا استاذ، هذه شهاده الوفاه وادي البطاقه، بكره من بدري هيكون عندك توكيل مني ليك عشان تطلع اعلام الوراثه. بس خلي بالك بقى، انت في الجلسه دي هتحتاج 2 شهود يشهدوا انك الوريث الوحيد لعمك حسب القانون. طبعا يا نبيل طبعا. يلا. ايه غريب مالك؟ انت فين انت فين؟ انا مطرح ما انا يا اخي. عايز ايه؟ عايز تفهمني ان انت حنين قوي؟ طب ايه رايك بقى، انت عامل زي الوز في مشوار يهو عليك. خلاص هخلص وهاجي على طول. مفاجاه يعني؟ هيكون مين اللي عندنا؟ طب اثر بقى، هخلص مشواري وجاي على طول. يلا سلام. لا مؤاخذه بي ولا يهمك، كملي. يعني انا كنت بقول لو اقدر اعمل حاجه كويسه للمرحوم صدقة جارية، يعني نزور مستشفيات السرطان ونديهم حبة فلوس، نجيب شوية بطاطين ونفرقهم على الغلابة، نجيب حبة أكل ونديهم لملاجئ الأيتام. أهي تبقى صدقة تروح له وتنفعه في آخرته، هو كله من خيره. يا سلام، سبحان الله، قد كده نوح باشا كان بيعرف يقرأ الناس كويس. شوف يا هانم، الكلام اللي بتقوليه ده كلام نبيل وعظيم جدا، بس الحقيقه هيحتاج منك فلوس كتير. وماله يا بيه؟ هو اللي سابهولي المرحوم قليل. ايوه الباشا ساب قصر وارض وشقه، ودي حاجات ما تعتبرش سيوله. هما يعني مش بتوعي؟ اهو نبيع حته ارض ولا نبيع حتى الشقه وبتمنهم نعمل الصدقه الجاريه، وهو كله من خيره. اه طبعا من حقك، بس المساله يعني مش هتبقى على طول، هتحتاج وقت، خصوصا ان انا ملخوم الايام دي في اعلام الوراثه وتصفيه ديون المرحوم قبل توزيع التركه. معلش اي كل تاخيره وفيها خيره، المهم ما ننساش ونحط الموضوع ده في بالنا. ومتاسفه يعني يا استاذ اذا كنت اترزلت على حضرتك وجيت صحتك من بدري. لا ولا يهمك، تحت امرك، وربنا يقدرك على فعل الخير. امين يا رب. امين يا رب. غريب اخويا، شايفك وانت جاي على هنا. انا عملت حسابي وركنت العربيه بعيد عن الحاره، وانا داخل اتسرقت من جنب القهوه محدش شافني. بس ليه كل ده؟ ما انا قلت لك انا عايزك في كلمتين سر. واخويا غريب شبطه، لو خد خبر بيهم مصر كلها هتعرف بيهم بعد نص ساعه. وابقى بدل ما احسنت للراجل اللي احسن لي هبقى فضحته بعد موته. فضحتيه بعد موته ازاي يعني؟ انا مش عارفه ابتدي منين. بس يا استاذ عبد البديع، الراجل دلوقتي بقى يا ربنا، اللي ربنا ستره في الدنيا، ما ينفعش احنا نفضحه بعد ما ماتوا. انا كان قلبي حاسس ان في حاجه مش مظبوطه بتحصل، عشان كده كتب لك المبلغ الكبير ده. اتكلمي يا نهار، خلصي ذمتك من ربنا واتكلمي. وانا بشرفي لو في حاجه هتضرني انا ما سامع فيها، بس اتكلمي. بس توعدني ان انت تسامحني على اللي انا عملته وضرك. اوعدك بس اتكلمي بجد. قصدك ايه؟ ايه فيك؟ انت اللي في ايه؟ كلامك حق الضرر. اقعد اللي عامل فيها صاحبي. ما تفضحناش. الصبح تجيب لي موبايل وبالليل تعتدي على عرضي. تتفرج عليك. اوعى يا بنت. يا حرام عليك. بس العيب مش عليك يا باشا. العيب على الفجره اللي فتحت لك في غيابي. عايزين تفضحوني في المنطقه وتاثروا بحياتي. انت فضحت نفسك ولميت علينا الناس بجعورتك دي. ناس مش ناس، مش غريب الجوكر اللي يتثبت ولا حد يعرف يلعب عليه. طب استنى استنى، مش عادي يا منطقه. استنى انت غريب الجوكر.
الجوكر ياخد طاره بارن غزاله. استنى 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 استنى، بما انك انت اللي فضحت نفسك وفضحتنا كمان، انا هصلح غلطتي، انا هتجوزها. تتجوزها يا وفيل بحرب حمضان بنعمله عليك ولا ايه؟ اتشهد على نفسك مروات مني. اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. سامحني يا رب. اخيرا. انت بتصدق بايه؟ انا لما قعدت جنبك كده واتاخرت عليا قلت اكيد هتجلي منك يا عطوه النهارده وتفضل قاعد جنب الاستاذ عبد البديع طول النهار. هو انت ليك ما توغي اوضه مومي؟ وطبعا الغتيت التاني قاعد على السفره بره. اه، والنهارده جاي معاه مراته وابنه. ليه يا لطيفه طبخه ايه النهارده؟ وفين الشبشب؟ يا سلام. ده هي بتعمله كده ايه؟ بسم الله. كل انت واكل حبايبك وادعو لصاحب التكيه. يا ساتر. تعالى كل يا وطني. بحسك. الف شكر. سفرة دايما ان شاء الله. انت تعرفه؟ مش وطني الوكيل بتاعك. صاحبك يعني؟ لا. السفرة بالاكل اللي عليها في بيتك؟ لا. تبقى تعزمه بقلب جامد لما تبقى في بيتك. تعالى يا وطني. خد العنوان ده. طيب. هتشتري الحاجات اللي مكتوبة في الورقة دي. هتسألي على المحلات اللي بتبيع أسطوانات قديمة. مهنت متنح ليه؟ الحاجات دي كلها عايزها إمتى؟ الأسبوع اللي فات لو تقدر، يلا اتكل. طب بعد ما أجيب الحاجات دي كلها أجيبها لك على هنا؟ هو تعمل كده رخب بيتك. ها. لما تجيب الحاجات دي هتديني رنة، هقول لك تقابلني فين. حاضر. ها حاضر. علي. هات ابن خالتك وتعالوا عايزكم. طب وانت يا بديع مش هتقعد تاكل لك لقمه؟ والله لو فضل حاجه من جوز المقاطيع دول سيبها لي في الثلاجه اتعشى بيها. نفسي يا لطيفه ارجع الاقيكي في البيت، ما الاقيكيش في الاسم زي كل مره. عايزه ايه؟ عايزه اقول لهم كلام سر؟ لازم اقول لك هقول لهم ايه عشان ترتاحي؟ على سمتك هتشوف راحه الا في الاكل. انت فاكر قصر حلوان اللي احنا جبناه للباشا قبل ما يموت بفتره قليله؟ اه فاكره كويس. هتاخد ابن خالتك وخمس ست رجال على نسوان وتنكتوا البيت تنظيف وتوضيب، ولما يبقى تمام تمام هتبلغني بالتليفون. بس المشكله ان عايز الكلام ده يحصل في خلال 24 ساعه. طب ما نتحاسب بعدين. لا بعدين ولا قبلين، يلا بسرعه. هو ده الشغل اللي احنا قفلنا المحل عشانه؟ سي عبد البديع ما تيجي تقعد يا اخويا معانا شويه. تعالى يا اخويا كلك لقمه، ده الاكل حلو قوي. خير؟ عايزين ايه؟ طب مش تقعد تاكل لك لقمه الاول؟ قدامكم دقيقه من دلوقتي، لو ما جبتوش من الاخر انا نازل عندي شغل. الله، هي قبل لطيفه ما قالتلكش ان احنا عاوزين نعمل اجتماع مجلس عيله؟ ايه فين العيله دي؟ هو انت ولا هو تقربوا لي ولا هي تريح جدد؟ ليه بس كده يا استاذنا؟ ده احنا عندنا مشاريع استثماريه عايزين نعرضها عليك. ليه بقى؟ حد قال لكم ان انا هفتح شركه استثمار وتوظيف اموال؟ اسمعوا لما اقول لكم، انا عارف اللي في دماغكم، واللي مربي قرد بيبقى عارف لعبه. الله يسامحك يا متر. خلاصة الكلام عايزكم تأجلوا أحلامكم ومشاريعكم لغاية أنا ما سدت في نفسي وأفضلكم، وبعد كده هشوف طلباتكم إيه. كل واحدة واحدة عشان ما تزوروش، ومحدش يبص في لقمة التاني عشان ما تنزلش بالسم الهاري. كلم العيلة الصغيرة. في إيه يا نبيل؟ جايبنا على ملا وشي وعامل لي سسبنس، في إيه؟ قدامك كده وإهدى. خير؟ أنا مسألة الخير والشر دي إحنا مختلفين فيها. قولي اللي عندك. سيبت ركبي. أشجان مالها؟ ماتت؟ الله أعلم. يعني إيه الله أعلم؟ يعني محدش يعرف لها طريق من 29 سنة. بجد؟ طب ما كده خلاص يا بلبل، يبقى ال 11 مليون رجعوا لي تاني. ما تخليش الفرحة تاخدك قوي كده قبل الأوان. اللي حصل ده شيء إيجابي جدا، بس مش 100%. يعني إيه مش 100%؟ واحدة مختفية 29 سنة محدش يعرف عنها حاجة، تبقى ماتت. والله لو جبت شهادة وفاتها يبقى كده انت خلصت الموضوع وحلال عليك يا عم ال 11 مليون. بس في مشكلة بقى، لو انت ما جبتش شهادة وفاتها دي هتفضل أشجان ماضي السعيد شبح واقف في زورك. جري يا نبيل، انت قاعد تمطوح فيا بين اليأس والأمل ليه؟ ارسى على بر وخلصني يا أخي، أنا على فكرة طريقتك دي ربكاني، أنا مش عارف أفكر. طب بس اهدى اهدى بس كده عبد البديع. الله، اهدى بس عشان نعرف نناقش الموضوع ونوصل لحل سليم وقانوني 100%. حاضر يا ابو المال. حاضر. قول لي انت بقى بهدوء كده، انت وصلت لمعلومه اختفائها دي ازاي؟ وبعد كده
هنفكر سوا بصوت عالي ونشوف هنعمل ايه. شهادة يا منطقة، جلاب الحكم دار عند غريب الجوكر هنا في البيت. شهادة يا باشا. تسلم ايدك. شهادة تسلم وتعيش يا رب. ايه في ايه؟ بتقول لك سيبنا شوية. طب ما تقولي كده من الصبح، ما انت عارف ان انا غاب وما بفهمش. طب الحمد لله ان انت فهمت. خد كوباية الشاي بتاعتك وقعد هنا عند الشباك اتسلى حبة، عايز اتكلم مع البي كلمتين. انا جنبك هنا جنب الحكم دار على الكلام، لو عوزت اي حاجة رنلي بس. يا سنجة تحت امرك. انا اللي تحت امرك، انا طلبت اقعد معاك عشان اقول لك تحت امرك. انا عارفه ان انت شايل مني بسبب اللي عمله الباشا، لكن ورب السماء والارض انا اتفاجئت زيك كده بالظبط. ونعم بالله يا ست امان، كل واحد بياخد نصيبه. بس اكيد يعني يا بيه انت حاسس ان انا خدت نصيبك؟ انا خدت نصيبي حسب الشرع وحسب ما امي عايز، وانا راضي تمام التمام. متشغلي بقى انت. امال ايه الحكايه؟ حكايه ايه؟ نجيك هنا كل ساعة والتانية، وقعدك مع أخويا وحكاية الموبايل. انت ليك حق تستغرب يا مرحبا، بس ده جزء من وصية المرحوم الله يرحمه. يعني ايه؟ مش فاهم. انت مش شفت عم الله يرحمه وهو بيتكلم في التلفزيون ساعة الوصية، لما قال ان في كلام بينه وبينه حاططه لي في سي دي خاص بيه؟ وانا كنت في ايه زي ما انت عارفه يا ست عمار، الله يرحمه ويحسن لي امي، ما كانش دي في الدنيا غير انا وعلى جنبي. احنا اللي كنا بناخد بالنا منه ونشغل له فلوس وبنكبرها. الله يرحمه وصانا عليك، قال لي عامل بديات لازم تاخد بالك من انهار زي ما كنت واخد بالك مني، وتاخد بالك من فلوسها. الظاهر انه كان خايف عليك من طيش اخوك. هو كان لك سيرته؟ مش انت فضفضت معاه اكتر من مره في موضوع غريب؟ انا كمان الحقيقه لما قربت من غريب حسيت اني محتاج حد جنبك يقف معاك ويحميك من طيشه. شوف يا مرحبا، انا عارف ان احنا المرحوم الله يرحمه كان عايش ما كناش على الافاق، بس ده ما يمنعش ان انا كنت بحترم جدا اخلاصك في خدمته، وما ينهار انا بحترم جدا وصية المرحوم الله يرحمه، انا هيرضي ضميري ان انا انفذها. إلا إذا أنت رفضت، ساعتها مش هتشوف وشك. لا العفو يا أستاذ، ده أنا بقيت معي أهم اليوم اللي غريب هيعرف فيه اللي عندي ده. بالمناسبة هو كان طلب مني أتوصل عندك عشان موضوع طريق بينك ورجعية. العفو؟ عمرك شفت مسجون هرب من سجنه وشاف هوا نضيف وشاف الشمس يرجع تاني بخطره للسجن والسجان عشان يخنقه ويمرر عليه عيشته؟ لقوا ايه؟ بالشرع والقانون. سجان ما تعرفش تقول معاه بهم، سجان لا تقدر تكلمه ولا في حلال ولا في حرام، اصله على طول الخط كده مش فايق لك، عامل دماغه فضيلك. بص يا استاذ عبد البديع، انت عملت اللي عليك وكلمتني في الموضوع، بس لو هو شاطر صح يبقى يفتحني في الموضوع وانا حوريله شغله مظبوط. هو انا لحقت اخد المشاريب دي كلها؟ يالا انت قاعد جنب مصلحتك من الصبح مش حاسس بالوقت يا معلم. حاسس بالوقت يا معلم ايه اذا كان مصلحتي كلها في الوقت؟ انت عامل 3 مكالمات ب9 مودد يعني 4.5 جنيه، خصمتهم من حسابك؟ لا لا. ليه؟ على اساس ان انا فاتحها سبيل ولا بابا نبيل ابو طرطور احمر ده بتاع راس السنه اللي بيجي يدفع لي الفاتوره؟ بتركز في حساباتك يا جدري مع الشوكر، والا هلقل المصلحه من هنا لحد عربيه الكبده وانت الخسران. كبده لا، امرك يا معلم. الله، ايه ده؟ جت في ايه؟ بالصلاة على النبي والصحة حارة والراح يقول لي جاي.
المعلم غريب الجوكر ملك التوك توك هيدخلكم ويخرجكم في توك توك بكايا في الهواء بالإضافة إلى ساون سيستم على حق ربنا وسلام كبير أول جلاب الحكيم دار صاحب المقام العالي الرفيع وعم الرجولة والجدعانة والأخلاق واخويا حبيبي الكبير واخويا الكبير العطبير خليك يا جنابه ربنا يخليك انا مش عارف اوديك ميلك ده فين يا جناب الحكم ده انا غريب اخواتنا نقوش لبعض كده بجد يا جناب الحكم ده يعني دول بتوعي طبعا يا غريب بالسنة عذابي شغل الديجي اهلا وسمعلي احلى تحية واحلى سلام لعفريت مصباح علاء الدين ومحقق الاحلام ورقصني يا ناو تا 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 غريب حاسب على نفسك بالفرحة واذبح حاجة عشان قلل حسود مين ده اللي يديهم عين ده اللي يديهم عين احفر له الاثنين ومن ناحية الدبحة جنابه انا ممكن اذبح لبس عليهم دول بالصلاة على النبي هم هيقعدوا هنا كتير ولا مش هينزلوا ولا يا جنابه اديهم عمر ينزلوهم خلي العجله تلف كده والباليه تلعب معلش الشن عملت انا كده يا ناس طلعت نزلت كده توك توك انا مالك عليهم يا عم احنا لسه ما لبناش اي حاجه صباح الفل يا رجاله نورتوا الدنيا كلها بقول لي معليك يا جناب الفلوس ادي 3670 جنيه اللي هتديهم لطريق اختك عشان تبقى حر نفسك خد يا عم بس ده كتير عليا يا جناب ربنا يخليك يا باشا ويعلم راكبك كده فوق انا عارف ان انت بتعمل خير كتير وانا ياما عملت خير كده زيك وكنت شمعة مضيئة لحياة الاخرين وعارف ان العمل الطيب بيقعد للجدعان اللي زينا بس انا كنت عايز يعني معليك في طلب كده اخير ويا ريت ما تكسفنيش فيه قول يا غريب بس بعيد عن الحاره دي احسن الحاره هنا هنا تتدب فيها رصاصه بعيد عنك على جنب بس اتفضل معليك كنت عايز افهم من المعليك يعني هي التكاتك دي كاش ولا قسط كاش وجاهز على التسجيل باسمك ربنا يخليك يا باشا انا كنت فاكرهم بالقسط يعني وقلت شغلهم هيسدد اقساطه بس انا كده كده اقول في الحته هنا انهم اقساط على اساس الناس هنا عنها بعيد عنك انت حر يا غريب قول اللي انت عايزه الحاجات دي بتاعتك وانت حر فيها ربنا يخليك يا باشا المهم انت قلت لي انك عايزني في طلب ومش عايز نكسفك فيه ايه والله يا باشا بقى انا هعمل زي المثل ما بيقول ورزق على الله ايه رايك اجوزك اختي انهار كم معلقه السكر يا جناب الحكم دار معلقه واحده ولو اني مش عايز اتعبك عيب يا باشا ما تقولش كده تعبك راحه يا صديق لذيذ قوي غريب اخويا قال لي على موضوع التكاتك اللي تكلف نفسك بس يا بيه ده انا عارفه اخويا مش بتاع شغل لا احنا شركه خلاص انا براس المال وهو بالمجهود يبقى استعوض ربنا بقى في راس مالك يا ساتر للدرجه دي عندك فكره بان انا لحد دلوقتي ما قدرتش اقول له على اللي فاتهولي المرحوم لا اعمل ايه بس خايفه افتح على نفسي فتحه ما خلصت منه طب ما مصيره هيعرف يا نهار هتعمل ايه ساعتها ربنا يستر بقى ابويا وامي الله يرحمهم ماتوا وسابونا ملناش غير بعض بس يا ريت حته عدله الواحد ينفع تتسند عليها انا وامي النهار انا جنبك زي ما وعدت عمي الله يرحمه واعتبر ده وعد مني ليك انت كمان كتر الف خيرك يا استاذ عبد البديع بس انت مشاغلك كتير هتلاقيها منين بس ولا منين لا دي وصيه في رقبتي لازم انفذها انا مش هسيبك بالفلوس دي غير لما رسيك على بر الامان انا كنت كلمت الاستاذ نبيل عشان عايزه اعمل حاجه تنفع المرحوم الله يرحمه حاجه زي ايه حاجات كتيره تنفع الناس وتبقى صدقه جاريه على روحه ايوه ما سكت الحاجات دي كتير يا نهار انت بتفكري في حاجه معينه بفكر اعمل مستشفى هنا في الحته اعالج فيها الناس الغلابه اللي ما يقدروش يروحوا يتعالجوا في مستشفيات الكبيره الخاصه ايه بس ده هتكلف ملايين وماله يا بيه هو اللي فايته قليل وبفكر كمان اعمل حته جامع صغير كده على حته الارض اللي فايتهالي انت كده هتصرفي كتير يا نهار يلا خلي بالي الواحد يرتاح واعرف انام وانا هعمل ايه بكل اللي سايبهولي ها تعملي كتير عارفة يا نهار لو اتسق فيا اشغلك فلوسك على الاقل لو عايزه توسعي دايره الخير اللي انت عايزه تعمليها يبقى عندك الامكانيات وتحافظي على فلوسك تفتكر هو انت ناوي تروحي قصرك امتى القصر ايوه يا نهار من ساعه ما مات المرحوم
والقصر مقفول ومفهوش حد. في ناس كتير لو شافته بالشكل ده تحط ايدها عليه، هيدخلنا في مشاكل احنا في غنى عنها. صدقيني دي شغلتي، انا عارف اللي بيحصل في الظروف دي. لا ما اقدرش، انا مش متصور ان ادخل القصر وما الاقيش الباشا فيه. لا يا نار، لازم تعدي احزانك. اكيد المرحوم الله يرحمه لما كتب القصر باسمك كان عايزه يكون مفتوح ومنور بحسك. طب وغريب؟ ماله غريب؟ سيب الموضوع غريب عليا، ما تقلقش منه، انا هعرف اتصرف معاه. ازاي؟ طول ما هو مش عارف من موضوع الثروه انت ممكن تقولي له انك رجعت تشتغل عند حد زي ما كنت بتشتغل عند ممنوع وتبيت هناك. من ناحيه تانيه هو احنا رخمين بموضوع التكاتك ده، مش هيبقى فضيلك. على العموم فكري ولو رسيتها على قرار ولا خير يسوي يا ربنا. اهو ادي الشاي المظبوط جه. يلا اشربي بقى وروقي كده. ولا ايه غريب؟ ما عارفه يا جناب الحكمدار ان حالها ده مش عاجبني. ده ابويا وامي الله يرحمهم لما ماتوا ما زعلتش ولا حزنت عليهم الحزن ده كله، ولا شايلتنا العام اللي شالها فوق راسها ده ونكدت عليه. لا تقولش الناس دي بتبعت عيلتنا ولا قريبنا اول الدرجات. الراجل اللي مات في ايه؟ بس عيب الباشا الله يرحمه يبقى عم عبد البديع بيه؟ صاحبي وحبيبي وعارف ان انا بدب يعني وما زعلش مني، مش كده يا باشا؟ كده غريب. فضل. ما قلتليش سايب التكاتك اللي من بره. سيبها ازاي يا باشا؟ انا موصل واد جودر يلم العيال المقاطيع بتوع الحته يزنجفوهم كده ويروقوهم لحد ما الرجاله اللي هتشتغل عليهم تيجي. على بركه الله، ما تنساش بقى تذبح حاجه عشان العين. عيب يا باشا، عامل حسابي على الدبايح وهنخلي الدم للركب وهننزل انا وانت ونونا دلوقتي كل واحد يزفر توك توك بكف ايده. احنا جاهزين يلا بينا. هي لوزه كنت فين؟ خلاص في الحسابات اتفضل. شكرا. يلا يا مدام لطيف. هي العمليه دي هتقعد قد ايه؟ 3 ساعات او اكتر شويه. يلا يا مدام لطيفه، الاستاف جوه كله منتظر حضرتك. يلا الصبر متسربعين على ايه؟ حاضر. بقول لكم ايه، علي ومنى وصيتكم لو جرالي اي حاجه مش هوصيكم. بعد الشر عليكي يا اختي، ما تقلقيش ان شاء الله هتعدي على خير. بقول لك ايه يا اختي، لو حاسه كده ان قلبك مقبوض ومش عايزه نمشي لطيفه ونبقى نرجع يا اختي وقت تاني. يا اختي عديله هي ناقصه لخبطه. يلا يا مدام. حاضر حاضر، ادعوا لي ربنا يعديها على خير. يا رب تشفي يا رب يا رب ترجعي لنا بالف سلامه ان شاء الله يا اختي. تجيب السلام يا رب. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله يا حبيبتي. ترجعي بالف سلامه يا حبيبتي. لا سمح، احنا بنسال عن واحد اسمه الرئيس عبد العزيز الجنايني، تعرفه؟ اللي اعرفه طول العمر ليكم الريس عبد العزيز تعيش انتم، مات قديله الوقت 6 شهور وزياده. الحمد لله. مش بقول لك سالكه 52 53 54 ايه الحكايه؟ انا هفضل قد كده لغايه امتى؟ زوري وجعني. دكتور تراك الدبور على تاني ولا ايه؟ امال هنعمل لها العمليه وهي لسه حيه دكتور ولا ايه؟ نجوى ايه دكتور؟ وصلتوا لايه؟ رجيش بالك بينا يا ست لطيفه، كملي عادي. اللهم طولك يا روح. 55 56 57 59 59. خلاص يا دكتور. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مين يا بيل؟ نويت على ايه؟ الست طلعت متجوزة وجوزها عايش وغني كمان، يعني مش محتاجين الفلوس. شرط عمي واضح، لو ست متجوزه جوزها عايش الثروه تقول ليا، صح؟ طب ده انا اتمنى، ويا ريت كمان تبقى ما زالت على ذمته علشان اخفف احساسي بالذنب من ناحيتك. انت كل اللي عليك تعمله ايه؟ انك تبعت لها جواب على العنوان اللي عندك ده، تجيب لها رقم تليفونك وتقول لها تكلمك عليه. لو هي في نفس العنوان هتكلمك عشان تعرف ايه الحكايه. محكمه ايوه انت عامل ايه؟ انا تمام التمام يا صاحبي، وميت فل و19 والاشياء معدن وخير ربنا كتير والحمد لله. انا لسه جاي لي في ايديا دلوقتي اهو الغله بتاعت اول ورديه. ربنا يبارك لك. بقول لك ايه يا جنابه، انا هستناك نتعشى سوا.
ده لا متعشى ايه؟ انا في المنصورة وبقدم مصلحة هنا. ربنا يوسعها في وشك يا رب ويرزقك ويكرمك من كل حتة يا جناب الحكمدار. مش عايز حاجة من هنا؟ لا يا باشا تيجي بالسلامة، بس بقول لسعادتك حاجة، يعني هما بنات المنصورة حلوين كده زي ما بيقولوا؟ 10/10 يا ابني. يا اخي ارحم بقى دلوقتي. لما اجي هبقى عدى عليك. بقول لك اختك اخبارها ايه؟ زي القردة. بقول لك ايه يا جنابه، انا عايزك ما تطوعش في موضوع الشغل اللي هي بتقول عليه ده. احنا خلاص الحمد لله ربنا كرمنا وبقينا من رجال الاعمال، ومش ناقصين لا قلق ولا وجع نفوخ. خلينا في الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه احسن، ولا بنات المنصوره خليك غيرت رايك؟ لا 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 ان شاء الله ربنا يسهل لما اجي ان شاء الله. يلا اشوفك على خير. تيجي بالسلامه حبيبي. الف سلامه جناب الحكمدار. مع السلامه. مع السلامه صاحبي. يلا يلا نخلص بسرعه الاكل بقى وننزل ناخد لفه في المنصوره. الله انت لقيت غير رايك؟ انت من قبل الاكل قلت لي ان احنا عايزين نعمل تشيك اوت في الاوتيل ونمشي. الا يا سفران ما بيديك نقعد شويه نمتع مزارنا وبعدين نشوف المنصوره واهل المنصوره، نشوفها مشروب ايه عشان نعرف ناخد اداء ايه هناك ولا ايه؟ لا لا يا فديه، هو انت مفيش فايده فيك؟ اي جيبه كده تعكسها يا اخي. برضه مش عايز تريح قلبي وتقولي نام على ايه يا عبد البديع؟ اطمن والله العظيم انا عمري ما خلت، ما انت عارفني، بس انا ما سيبش حقي برضه. إيه؟ بس انا لو انا اصغر من كده 30 سنه بس. يلا كل دي حلاوه. نعم قصدي مفيش جبنه بس حلوه حلوه. بديع عندك يا اسطى ده فيه ولا فيه الحمد لله انا لقيتكم. انا لفيت عليكم كورنيش مرتين ثلاثه. خير اما وجدي بعد ما نزلتوا؟ لا اله الا الله. البيه في حياتك. بيه في حياتي يا استاذ عبديه؟ اما وجدي بعد ما نزلتوا افتكر ان اشجان اخر مره جت زرته فيها سابت له ورقه فيها نمره التليفون في دمشق، قلت اجيبها لكم يمكن تنفعكم في حاجه. طبعا تنفعنا. هي فين؟ اهي اتفضل. مش عارف اشكرك ازاي. شكرنا عليه يا استاذ عبديه، كنتوا ناس جايين من اخر الدنيا عشان تدوا امانه لواحده ما تعرفوش عنها اي حاجه، يبقى مين يستحق الشكر؟ الممرضه بتقول ان لطيفه تعبت في العمليه ودخلت في غيبوبه. ايه الغيبوبه؟ غيبوبه ازاي يعني؟ فهميني يا خالتي ايه اللي حصل؟ في بتخبط على الباب كده ليه؟ امي بتقول جوه عايز اطمن عليها وعايز اعرف مين المسؤول عن المهزله دي. من فضلك خلي بالك من الفاظك. والدتك هنا تحت مسؤوليتنا الكامله. انا الدكتور اللي عملت لها العمليه وبطمنك بنفسي. مفيش داعي اي شوشره. يا محترم احنا بس عايزين نعرف ايه الوضع بالظبط. ما تقلقوش على المدام. مسؤوليتنا صحتها. والممرضه اللي عملت البلبله دي انا حولتها للتحقيق. احنا مالنا ومال الممرضه؟ انا عايز اطمن على امي. للاسف ما حدش منكم هيقدر يدخل لها دلوقتي. اول ما الحاله تستقر وتسمح بالزياره هندخلكم كلكم ليها. من فضلكم خليكم هنا لغايه ما اقدر. حبيبتي يا اختي كان عليكي تعملي ايه دي كلها بيه بس؟ وبعدين يا رتيبه انت هتندبي من اولها. الله ما ينفعش كده خطا حالة الاولاد. ايه؟ حول ولا قوه الا بالله. كان مستخبيلك فين ده كله؟ بابا عمري بيت تليفوناته مقفول. هنسيب ماما كده يا علي؟ انا هبلغ بوليس. خليك مع ماما نديم لغايه لما اركب. كراي يا اسطوات وايه اللي انتوا جايبينه ده؟ مش المعلم غريب الشكر اللي اتعامل معاه كده؟ المعلم غريب الشكر اللي اتشد له فرام لليد وتقف قدامه التبان. وايه يا اسطى المليليم اللي انت جايبها دي؟ انت فاكك حصلت اختك الصغيره وجاي لي بيها؟ كراي يا معلم غريب انت بتسيح لنا ليه؟ هندفع من جيوبنا؟ ما انت شايفها نايمه. هي ايه اللي نايمه ولا صحه؟ ماليش دعوه يا اسطى. يعني ايه الناس عامله يوم رياضي وبقطع التكاتك؟ نامت صحيت الراضي خسح تدفع من جيبك يا اسطى. فاهم ولا مش فاهم؟ ما معكش في جيبك تاخد كارد من البنك وتبقى عقوبه. ده في شارع مين بقى ان شاء الله؟ في شارع غريب الجوكر يا عم المسعبسب. جريت منك لويا. انت هتعلي صوتكوا على المعلم غريب وانا قاعد ولا ايه؟ بقول لك ايه يا معلم بولا؟ خليك في حالك، محدش حشرك في الكلام، احنا كلامنا المعلم غريب وبس. اخرس يالا، المعلم بولا اخوي شيخ، وكلامه يمشي عليك يا رمه. رمه؟ ما رمه الا الرمه يا معلم. لا بقى، ده انتوا عايزين تتربوا عشان تعرفوا تكلموا معلمينكم بأدبك. لا.
واحد بس يتكلم عشان افهم الموضوع. ايه بقى الموضوع؟ اختي يا باشا دخلت تشفي الدهون، وبعد ما غابت في اوضه العمليات خدوها وخبوها مننا جوه هنا، بس احنا عرفنا انها في غيبوبه عشان كده منعونا ان احنا نشوفها. شوف مديله المستشفى الدكتور اللي عمل العمليه بسرعه. ده ايمال جسيم يا سعاده الباشا، المستشفيات خلاص مستواها بقى في الحضيض، ربنا يستر ما يكونوش لسه في بطنها مشرط ولا فوطه ولا اي حاجه من اللي احنا بنقرا عنها في الجرايد دي. يا جماعه اهدوا شويه واطمنوا دلوقتي، هنعرف الموضوع كله ايه في ايه. ايه اللي بيحصل؟ الجماعة بيتهموكم بالإهمال في علاج المريضة بتاعتهم، وإنكم مخبيينها عنهم ومش عايزينهم يطمنوا عليها. الكلام ده مش مظبوط يا حضرة الضابط. أنا صاحب المستشفى والدكتور اللي عمل العملية، وبأكد لسيادتك إن حالة المريضة بتستدعي شوية عناية، مش أكتر من كده. ولما هو الموضوع بسيط كده، مش عايزهم يطمنوا عليها ليه؟ والله دي إجراءات طبية لازمة في الحالات اللي زي دي. ما ينفعش أي حد يدخل عناية مركزة في الظروف اللي زي كده. اللي أنتوا عملتوه ده أنا مش هسكت عليه. ده تشهير بسمعة المستشفى. وشوشره ملهاش اي داعي. طيب يلا يا ابني انت اهو. يلا يا باشا انت هتسيبه بعد ما اتاكدت بنفسك من اللي حصل لوالدتي؟ لو عندك شكوى هتقدم بيها، انا هعمل لك محضر واحول الموضوع كله للنيابه. كمان تقدر تعمل شكوى في نقابه الاطباء وهم هيكونوا كونسلت ويجوا يشوفوا الحاجه. ماشي يا باشا نعمل المحضر ده. مين انا راجع على طول؟ لو سمحت حضرتك ممكن تتكلم عن ابني؟ افندم حضرتك والد الشاب ده؟ لا انا ابو خالته. والده يبقى الاستاذ عبد البديع الارندلي من كبار المحامين في البلد، ومش هيسكت لما يعرف اللي حصل ده. انا بقول يعني ان مش من مصلحه المريضه ولا من مصلحه المستشفى كل اللي بيحصل ده. انا حققت في الموضوع بنفسي. الحكايه وما فيها ان مدام لطيفه وهي في العمليه انقطع عنها الاكسجين لثواني معدوده، وهو ده اللي سبب دخولها في الغيبوبه. ان شاء الله دي غيبوبه مؤقته مش هتستمر كتير باذن الله، والمستشفى متكفلة بكل المصاريف لحد ما تقوم بالسلامة والمسألة دي تعدي على خير. بقول يعني لو حد منكم يلحق الشاب دوت ونحاول نلم الموضوع، وأنا زي ما وعدت حضرتك إحنا هنفضل جنب الحالة لحد ما تقوم بالسلامة إن شاء الله. ده لا بالحكم دار اللي جاب لنا التكاتك ولا دوري. ايوه يا معلم بلغ نومنا ان انا هبات بره البيت النهارده، ولا ضروري تتصل بالاستاذ عبد البديع عشان يجي الناس ويطلعنا من البلوه السوداء دي. حاضر هبلغها بره. عاجبك كده يا عم برضه؟ انت في اللي عملته فينا يا سيدي. انا عملت فيك حاجه انت هتودينا في 60 دقيقه يا دي المصيبه يا ربي. طب واللي حصل ده حصل امتى؟ حالا الحقيقه الله يسيئك، دي كانت عركه راح فيها ناس ياما، بالاذن بقى احسن مفيش حد غيري في القهوه. استر يا رب. شكرا قوي. حسابهم كام؟ خلي حضرتك يا راجل كفايه تعبك معايا. ايه ده ريحته غريبه؟ ما هو ده فسيخ لابارول اصلا. اول ما حضرتك كلمتني بالليل اتصلت بالبلد ووصيت عليه على طول. طب كام حسابهم بقى عشان ما اعطلكش معايا؟ 180 جنيه. بديع ثانيه واحده نبيل. افتح موبايلك بسرعه. ايه في ايه؟ هو اللي بتقوله ده حصل امتى؟ امبارح بالليل بفتح الموبايل لقيت رساله من علي بيقول كلمونا في اسرع وقت. يا علي ايه اللي بيحصل عندك؟ محدش عارف حاجه غير انها في غيبوبه، وفي كونسلت جوه بيكشف عليها واحنا مستنيين نتيجه اهو. طيب يا علي انا مسافه السكه اكون عندك. وانتوا في اي مستشفى؟ كملك انت ومال اللبش اللي انت فيه دلوقتي؟ يا حاسبهم ياكلوا حقي؟ مش احسن من رميتك السودا؟ عموما اللي حصل ده يتحكى في النيابه، وانا والراجل ده لا مؤاخذه مظلومين ومجني علينا، مش كده ولا ايه يا عم بولا؟ منه الله بقى اللي كان السبب يا سمير. كلمت الاستاذ عبد البديع ولا لا؟ طول الليل عمال اكلم فيه موبايله مقفول، ومن ساعتها لحد دلوقتي وهو على كده.
كلميه تاني يا نهار، خدوا مني الموبايل بتاعي، واذا ما ردش عليك شدي له محامي تاني. اتضل عشان تتعرضوا على النيابه. يلا بلاش غلب على طول. يلا ما بنراح علينا، واحنا مش كنت فاتح حشيش. احنا مش علينا خالص. حاضر يا اخويا، اطمن. طيب يا خريب اصبر. يا رب يا رب يا رب. الحمد لله الحمد لله. ايوه يا عبد البديع بيه، الحقني. الله يكرمك. في ايه يا نهار؟ اخويا غريب اتخانق مع السواقين اللي شغالين معاه وعورهم وحولينه للنيابه. حولوه انهي نيابه؟ معرفش، بس اكيد النيابه اللي تبع الاسم هنا. طيب ما تقلقش، انا هبعت لك الاستاذ نبيل عشان عندي مشكله كبيره هخلصها وهحصلك. انا اسفه قوي يا استاذ عبد البديع. الله لا يسيئك، تعرف يا اخويا احنا بنشغل ربنا وانت. طيب معلش، ان شاء الله كله هيبقى تمام. يلا مع السلامه. سمعت يا نبيل؟ سمعت مدام لطيفه. هنبقى مع بعض على التليفون، ربنا يعدي اليوم ده على خير. مين الدكتور اللي عمل العمليه؟ انا حضرتك، بس الحاله تحت السيطره. الحاله دي عايزه تتنقل لمستشفى كبيره تكون مخصصه للحالات الحرجه اللي زي حضرتك. وعلى العموم انا هكتب تقرير اوصي فيه بقفل المستشفى دي. وانتوا لازم تنقلوها فورا حفاظا على حياتها. يا لا يا لا يا جماعه، بس يا كابتن ايه ده؟ احنا تعالى معانا ليه؟ حضرتك اسالهم، هم هيكملوا يجي معاك. خليكوا جنبها يا عم، اعملوا فيها حاجه ثانيه. انا اجيب عربيه اسعاف وارجع على طول. منى خليني بابا اقول لهم هنقلهم مستشفى ثاني، ولما نوصل هنبلغهم بالعنوان. يا رب خير ان شاء الله. خير يا حبيبتي ان شاء الله، هتقوم بالسلامه باذن الله. ما تخافيش، ربنا عليك. عايزه وعايزه، محدش عارف ايه اللي حصل لها ومش عارفين ناخد عقد نفهم حد. اكيد دوزيه على خير يا عليا ان شاء الله. انا عارفه كان عليا من ده كله بايه، قلت بيها يا رب. يا حبيبتي يا اختي، مني لله اللي كان السبب. طمني يا دكتور. حضرتك جوزها؟ ايوه. للاسف حاله الغيبوبه اللي دخلت فيها المدام نتيجه لاهمال طبيب التخدير أدت لانقطاع الأكسجين عن الجهاز العصبي للدماغ، وإحنا طبعاً ما نعرفش دلوقتي المدة اللي انقطع فيها الأكسجين عن الدماغ قد إيه، ومش هنقدر نحدد حجم الأضرار اللي ممكن تتعرض لها غير لما تفوق، ودي حاجة ما يعرفهاش إلا ربنا سبحانه وتعالى. طب لو في إمكانيات بره أكتر، أنا ممكن أسفرها، أنا ما عنديش مشكلة في الموضوع ده. وفر على نفسك المصاريف، ووفر عليها كمان مخاطر السفر في الحالة اللي هي فيها دلوقتي. مفيش حد هيقدر يخرجها من الغيبوبة اللي هي فيها غير ربنا سبحانه وتعالى. بالنسبة لنا احنا عملنا كل اللازم، وصلنا لها كل المحاليل اللازمة لتغذية الجسم في فترة الغيبوبة، وهنحطها على الفنتليتور كل ما نضطر لكده، وغير كده محدش هيقدر يعمل لها أي حاجة. احنا ما نملكش دلوقتي إلا الدعاء. ادعو لها، ادعو لها إنها تعدي الأزمة دي بخير وسلام. عن إذنك. يلا علي، خد أختك وروح. يعني عشان ما نطمن على ماما الاول؟ انا هقعد جنبها. انتوا ما نمتوش من امبارح، روح استريحوا وهنبقى نبدل مع بعض عشان ما حدش فينا يقع. وانتوا يا اخوانا كل واحد ياخد مراته ويروح. يلا. معقول يا استاذ عبد البديع؟ معقول نسيبها في الحاله دي ونروح؟ ايوه يا رتيبه، الاستاذ عبد البديع عنده حق. احنا بسم الله ما شاء الله كتير، وعندي مستشفى كبيره وليها نظامها، وهو الاستاذ عبد البديع حلها. هنقسم الحكايه بيننا وبين بعضينا، واللي يقدر يساعد بحاجه يساعد، وكده تبقى اتحلت. وانا ورتيبه من صباحيه ربنا هنيجي على غيبه. فتنك بعافيه يا استاذ، شد حيلك. يلا. يلا يلا يلا، انا هكلمكم بالليل تيجوا تستلموا مني. حاضر. يلا يا منى. يلا يا منى. هنعمل فيك ايه بس؟ هو انا لو ما جبتكيش من الاسام تجرجريني على العنايه المركزه وتبقي في حاله خطر كمان. رغم غيظه منك ومن عمايلك العجيبه واخرها العامله دي، لكن قلبي مخلوع عليك وعلى عيال لو بعد الشر جرى لك حاجه. انا عايز اعترف لك بحاجه. انا خليني مبرطع في الدنيا يمين وشمال، ومش هعمل هم البيت ولا عيال.
وجودك انت في البيت ده انت مهمة جدا بالنسبة لي يا لطيفة. عارفة لو لا قدر الله ما رجعتش البيت بالسلامة البيت ده هيقع على دماغي الكل، انا والعيال واخواتك حتى جوز التراك جوز اخواتك. إنسانة جميلة يا لطيفة يا هملة، دي لو كنت كبرت شوية ولا تخنت شوية بس فيكي حاجات تخليكي أجمل من ملكة جمال الكون. كفاية طبتك وحنيتك وعطائك لكل اللي حواليك يا لطيفة. أقول لك على سر، العيب مش فيكي، العيب فيا أنا، أنا اللي طفي صواني زيها. يا دكتور صدقني أنا مش قدامي، كنت قريب منها جدا، لو فرنها اتحركت. اصبر بس لما نوصل لغايتها ونشوف إيه حكايتنا يا رمشي. اتأكدت من كلامي؟ من فضلك يا أستاذ عبد البديع، عايز أتكلم معك كلمتين. أنا مقدر طبعاً لهفتك وخوفك وأملك إن المدام تعدي المحنة دي على خير، لكن المسألة على قد ما هي محتاجة التفاؤل محتاجة برضو إن احنا نواجهها بواقعية ونتوقع أسوأ الاحتمالات. أنا طبعاً مصدقك إنها رمشت وممكن كمان تكون فتحت عينها اللحظة، بس ده ما يعنيش في حالتنا دي كتير. أسوأ الاحتمالات يا أستاذ عبد البديع اللي بنتكلم فيها غيبوبة بيدخلها المريض أحياناً لمدة 20 سنة. 20 سنة؟ وممكن تقعد بس يومين ثلاثة أسبوع. في الآخر محدش فينا بيقطع الأمل في ربنا سبحانه وتعالى إنه يرجعها لنا في أسرع وقت ومن غير أضرار لو ممكن. وبرضه في الآخر الرأي الطبي للحالة هيكتمل لما ندرس نتائج الأشعاعات ونخلص كل التحاليل الكامل المطلوبة في الحالات المماثلة لحالة المدام. أستاذ عبد البديع، أستاذ عبد البديع، أستاذ عبد البديع، تعال بسرعة معايا من فضلك. واحد اللي أستاذ عبد البديع هتلم علينا المستشفى مش كده؟ لطيفة فين؟ وأنا جاي لك عشان كده، الدكاترة عندها وعايزينها في الأوضة. أستر يا رب. فين يا دكتور؟ قالوا إنك عايزني. الممرضة وهي بتركب لها المحاليل لحظة إن المدام حركت صوابع إيديها اليمين وكمان فتحت عينيها اللحظة. الحمد لله الحمد لله. يا بنت كريم يا رب. يعني دي علامة طيبة؟ يعني مش عايزين نسبق الأحداث ونفرط في التفاؤل، انما اللي حصل بكل المقاييس مؤشر كويس الحمد لله. طب ممكن نشوفها في الوقت الحاضر؟ مش ممكن طبعا، لكن بمجرد ما الظروف تسمح هنقول لكم ونسمح لكم بالزياره، على الاقل تكون استغنت عن الاجهزه الموجوده في العنايه. طب بالنسبه للتحاليل والاشعاعات؟ كل اللي وصلني منها لغايه دلوقتي بيؤكد ان حاله المخ والقلب بخير والحمد لله. الحمد لله يا رب. احنا بنتكلم يا رب. اتفضل يا دكتور. ألف مبروك يا أستاذ عبد البديع، المفروض بقى بصراحة تندر ندر ولما الست لطيفة تقوم بالسلامة توزعه إن شاء الله. علي. أيوة. الدوشة مش هتم، أنت بالراحة كده فاهمهم يروحوا ويحسبوا نفسهم على ماتش. حاضر، هما كمان قاعدين معانا في البيت على طول ومش سايبيننا خالص. بالحق ده المفتاح بتاع قصر حلوان، ودي ورقة فيها كل الحسابات اللي اتصرفت على القصر بالمليم. يعني انت كده فرشت القصر بالكامل؟ اه ما تقلقش، مش هتقولي بقى ايه الحكايه؟ ما تستعجلش، المهم انت بس خليك مع منا، انا هروح اريح ساعتين كده بالكتير. ما تشغلش بالك، احنا
احنا نمنا كويس وممكن نسهر مع عمر الصبح. مش ده عشان منا كمان شكلها دبلانة مش متحفزة ما عايزة قعدتها. يا اختي طيب انا هستأذن هروح البيت استريح ساعتين كده وارجع تاني ان شاء الله. في امان الله. ما تشغلش بالك يا اخويا كأنك موجود وزيادة. منا ايوه انت زي ما سمعتي ماما بقت كويسة. مفيش داعي للقلق اللي باين على وشك ده. عايزينها لما تفوق تلاقينا كويسين معنوياتها ترتفع. حاضر. مش محتاج الفلوس او اي حاجه. لا متشكر. طيب لو حصل اي جديد اديني تليفون 10 دقايق واكون هنا. يلا سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله شكلها هتفرج. ايه اللي حصل؟ الحمد لله على السلامه يا لطيفه. ادي ما تتكلميش استريحي دلوقتي وبعدين لما تقومي بالسلامه نتكلم على طول. كده تقلقيني عليك يا ماما. مش وقت منها ما تعبيش ماما. يلا علي خد اختك وروحوا عادي لازم انا جاي تستلم النبطشات. اجيب لها عصير من التنين. هات العصير وتفضل انت عشان عايز اتكلم مع ماما في البيت. انا انفرط. يلا 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 حبيبتي خد ملانة والشفا. لا كيف ان شاء الله تطلع عمايلي ايه؟ قولي انا عملت فيكي ايه عشان تلففيني حوالين نفسي كده؟ مين بس اللي قالك ان انت شكلك مش عاجبني وعايزك تغيريه؟ يا لطيفه انت دلوقتي بالنسبه لي عامله زي الانفلونزا اللي بتجيلي كل شتا. متعبة صحيح بس ما اقدرش استغنى عنها. تعودت عليها وما بشتكيش منها لان انا حاسس انها قدر. لا وعامل المصحف بتخططي اسافر انا من هنا وانت جاري على المستشفى. انت فاكره نفسك كنت هتبقي هند رستم بعد العمليه كده لطيفه تشيلي احلى حاجه فيك. طب يا لعيبة الحاجة دي هي الحاجة الوحيدة اللي أنا كنت بحبها فيها. رجعها ازاي دلوقتي؟ أقول للدكتور يلحقها قبل ما أرميها. كده يا لولا فاكرانك راضية؟ ده أنا غريب الجوكر. إيه العبارة؟ جدري! نعم يا معلم بقلة. الشادة محدش يجي جنبه. أنا رايح مشوار صغير وراجع طوالي. مرسيدس ازاي يا اسطى بس اوعى يحس بينا وحياه ابوك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو العربيه دي ملبوسه ولا ايه يا حبيبتك؟ ايه يا معلمين؟ ايه الحكايه؟ خليك في حالك يا اسطى دي مساله عرض وشرف ولا انت ما عندكش اخو انت كمان ولا ايه؟ ايه يا عم بقوله مش تصبر شويه يا عم لما نفهم ايه العباره؟ العباره باينه يا زميل ولا انت قاري الرجوله مات جواك؟ يا عم مش يمكن احنا فاهمين الموضوع خطا. ولما هو خطا يا زميل ماشي تتسحب ليه وراها في انصاص الليالي وهي هربانه؟ هربانه؟ هي مين دي اللي هربانه؟ مش قلنا خليك في حالك وبص قدامك ولا تحصلها انت كمان في ليلتك ولا ايه؟ لا وعلى ايه طيب احسن؟ ما تمد ايدك وتاخد السلاح يا زميل ولا هتعيش متطي بقيت عمرك قدام اهل حتتك ولا ايه؟ عشت ولا كنت؟ هات يا عم السلاح وراهم يا اسطى ده انا الجوكر هخلي حشتها سودا. استر يا رب. توصيلة ايه دي اللي ما يعلم بيها الا ربنا؟
معاك فك التسعة جنيه يا اسطى. منين؟ طب خد يا عم وخلي الباقي عشانك، اتكل على الله. انت واقف مستني ايه يا عم؟ انت هتيجي معانا؟ ما تطلع ايه يا الله؟ ربنا معاكوا يا رجاله. هتفضل واقف متخشب كده كتير؟ مستني ايه؟ المكان ده انا جيته قبل كده، ده القصر اللي سابه الباشا لانهار بعد ما مات. هو لو مؤاخذه كان كاتب لها القصر بمنافع ولا ايه؟ ما كفايه تسخين بقى، ما الحكايه واضحه زي الشمس. اللهم طول لك الروح. طب وبعدين؟ ما تتحرك يا غشيم، دي فرصتك عشان ننفذ الخطه اللي اتفقنا عليها، وبعيد اهو عن عين الحاره. طب هنجيب منين دفتر شيكات دلوقتي عشان نمضي عليه واحنا مثبتينه؟ اكيد القصر الطويل العريض ده في ورقه وقلم، نكتبه وصل امانه بالمبلغ اللي احنا عايزينه. طب افرض عاصلك وما رضيش يمضي؟ يبقى احسن واحسن تخلص عليه، وانا هشهد انه كان دفاع عن الشرف. طب ما تخلص عليه انت وانا اشهد انه دفاع عن الشرف برضه. حلو قوي، طالما طلعت دعدع كده خد الحبايه دي جمد قلبك. كويس قوي، نايم ومستجيب والباب كمان اهو مفتوح. ربك لقيت سكتك تبقى سالكه يا ريس. دوس سكت. انا وانت مش جاي معايا ولا ايه؟ انت شفتني سبتك وجريت؟ انا في ضهرك يا زميل. دوس يلا دوس. مش غريب الجوكر اللي اتعمم مرتين يا كلامه، ومش غريب الجوكر اللي يمشي راسه وتطيه في الارض ولابس الرصيف عينونا. غريب الجوكر راجل وبالظهر راجل. غريب الجوكر جاي شاهد مصر كلها عليه وهو بيخسر عرو بيده. هي فين مصر كلها دي اللي هتشهد عليك يا اهبل؟ انت معتبر البقف اللي معاك ده مصر كلها؟ البقف اللي معاه ده كلام الباشا هو اللي هيحكي لمصر كلها لما غريب الجوكر غسل عرو بايده كده باني. يبقى انت اللي مسخنه ومكبرها في دماغه. اه يا باشا، حتى السلاح ده مش بتاعي، بتاعه هو. انا الحق عليا اني بساعدك؟ انت هتبقى اهبل وتمشي وراه برضه؟ انت جاي تخلص مصلحه، خلصها وخير توكل على الله بقى. والنعمه بالله يا صاحبي، واحنا كنا بنقول ايه؟ اه اشهدوا على نفسكوا عشان ما البسش ذنبكوا انتوا الاثنين. كفايه بقى، كفايه، وفوق من البرشام والحباب اللي انت بتطفحه ده، وخليك راجل مره واحده في حياتك. ايه يا نهار؟ نشوف اخرتها ايه هو والبلطجي اللي معاه ده؟ وانت قارش من حته ليه بس يا كلام الباشا؟ ما تخليك في المفيد على طول. دول بيقسموا علينا يا صاحبي، فاكرين هيخافوا ولا هتقد منه؟ بص على كلامه، هم حلل عيلتي وبلاش تاني. ياخد روحك وقتي يا تجيب ورقه وقلم وتكتب اللي هقول لك عليه. اوعى تسمع كلامه يا استاذ، ده مبرشم ومش دريان بالكلام اللي بيقوله. عشر غريب الجوكر طول عمره فايق، وعشر على عشر، وعشان اثبت لكم هعد من واحد لعشر. كتير يا زميل. اه صاحبي، الواحد لخمسه، ولو الافوكاتو ما كتبش اللي بقول عليه هشق بطنك وهبتعك اربع حتت عشان الباشمهندس يعرف ان انا ماليش عزيز. ده جبان يا بيه، ومش هيقدر يعمل اي حاجه. اوعى تطوق. ايه ده؟ طب ايه رايك بقى انا ابدع بيه هو الاول عشان يعرف ان انا بابا؟ استنى يا غريب. ايه ها؟ انت عايزني اكتب لك ايه بالظبط؟ كده تعجبني، فاضل هات ورقه وقلم. على فين يا عم الناصر؟ مش عايز ورقه وقلم، داخل المكتب اجيب لك ورقه وقلم. اه اتفضل. هتسيبه يروح لوحده ليه؟ مش جايز كمين؟ كمين يا دو ولا عبيد، تاخد اخت الرهينة لحد ما ينفذ المصلحة، لو ما نفذش هو هنفذ انا. اخس. ايه ده صح يا زميل؟ عداك لايه؟ اخس عن اخواته اللي بيعملوه في بعض، ده زمن ايه ده؟ زمن غريب الجوكر، امال عايزة تسيبيني وتهربي وواجه انا الحارة بعاري ولا ايه يا بنت؟ واللي انت بتعمله مع اختك ده ايه؟ مش عار ويغضب ربنا؟ ما تاكلنيش بالكلام المعسل ده يا بطاطا.
قريب الجوكر اللي في دماغه في دماغه ولا يمكن يرجع عنه. اتفضل. نعم. اكتب من اول السطر وسيب مسافه. سبت؟ هو انت لسه قلت حاجه عشان اسيب مسافه؟ طب اكتب اقر انا واكتب اسمك الثلاثي ورقم بطاقتك او رقمك القومي اني استلمت من السيد غريب. غريب ايه بقى؟ السيد محمد 2 مليون. 2 مليون جنيه؟ خليها مليون. لا والله ما ترجع لك كلمة ابدا. طلبت التاني يبقى 2 مليون جنيه. وهذا على سبيل الامانة. وادي امضت يا سيدي. اتفضل. ايه ده يا عم؟ ده بسهولة كده؟ الحكاية كده فيها هنا. طبعا فيها هنا. عشان القاضي اول ما يلاقي منظرك ده هيبقى متأكد انك ما تحتكمش على 3 مليم، هيديني براءة من اول جلسة. طب ثانية واحدة جنبه. ايه يا عم الناس دي؟ يكتب وصل الامانة باسم انهار وكده تبقى قشطة قوي. تعت والاله يا باشا. وصل الأمانة يتكتب باسم أختي أنهار وهي كده كده طبيعي يا عم مليونيرة والمحكمة هتصدق. يلا يا باشا اكتب وصل تاني باسم أنهار. اكتب يا عم. كده بقيت مخك نظيف. استنى يا بيه، انت هتطوع برضه؟ ما تدخليش نفسك في الكلام هنا يا بنت. بدل ما شعوك قلت للتاني وراح دماغي. لا 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 مفيش مشكلة. مليون جنيه زي ما قال غريب. وبعدين اكتب يا عم ادفعها عندما تطالب بها السيدة انهار السيد محمد. ايوه خلص يا عم وادي اسمك. وادي اسم الفضل. هو ايه اللي اتفضل؟ الورقة دي مش هتاخدها. يا بنت انت كده جبتلنا. بوليس يابا اهرب بسرعة من المطبخ حجينين على طول من ناحيتك. يعني ايه؟ الصورة معاك يا جناب. وانا فقري انا فقري انا اللي فقري برضه. حد يا ابن حد سكر زي ده. انا هدخل جوه عشان نكمل الشغل. هي دي يا باشا الست اللي كانوا ماشيين وراها الاثنين المجرمين اللي ركبوا معايا في التاكسي يا باشا. مجرمين ايه وتاكسي ايه؟ انا مش فاهمه اي حاجه يا حضره الضابط. ماشي الحمد لله عديت على خير وريني. لا 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 ما تقلقيش ده انا جمل. سلامتك الف مليون سلامه عليك. ادي وصل الامانه اهو. خليه معايا. ليه؟ ده من حقي دلوقتي. مش مكتوب باسمك؟ انا مش فاهمه حاجه. ازاي يبقى من حقي وانت كاتبه تحت تهديد السلاح؟ اعتبريه مهرك. مهري؟ الا لو ما كنتش عايزه تتجوزيه. ده انت تشرف احسن حد في الدنيا بس مش بالطريقه دي. وايه اللي حصل؟ انا وانت عارفين غريب كويس. الحبيتين اللي بلبعهم هم اللي خلوه يعمل كده. وغالبا الراجل البلطجي اللي معاه ده هو اللي معرضه. انهار لو انت عايزاني اقطع الوصل الامانه ده واكتب لك مبلغ اكبر انا ما عنديش مانع. الحكايه مش كده. امال ايه بس؟ فاهمني؟ هقول لك ايه؟ والله انا في نص هدومي من اللي حصل. انا مش عايز اسمع الكلام ده. قلت لك انا فاهم ومقدر. انهار خلي الورقه معاكي وانا هسالك سؤال تاني. انا عايز اتجوزك. قلت ايه؟ سكوت علامه الرضا ولا مشكله؟ لا كده. طب وغريب؟ قلت له انا جنبك ما تحمليش هم اي حاجه في الدنيا. انا قلبي عليك. قوليها تاني. هي ايه دي اللي اقولها تاني؟ الكلمه اللي قلتيها دي. وبعدين بقى؟ عشان خاطر انا قلبي عليك. خساره. هو ايه اللي خساره؟ كان نفسي الجرح ده يبقى اكبر من كده عشان اسمع كلام حلو كتير قوي من ده. الف مليون بعد الشر عليك انهار. نعم. يلا نخرج من هنا. طبعا كان ممكن ابيض كل الليالي في التخشيبه وبكذا تهمه. اولا اقتحام منزل وتهديد سكانه الامنين. ثانيا حمل سلاح ابيض. ثالثا اجباري على توقيع ايصال امانه تحت تهديد السلاح. رابعا اصابتي بجرح. هو صحيح يحتاج علاج اقل من 21 يوم بس انا مش شطرت بقى ممكن اخلي التقرير
أكتر من 21 يوم وحاولها من جنحة لجناية. شوفوا بقى مجموع الأحكام دي تعادكم في السجن كام سنة. بس أنا هعمل بأصلي وأطلع راجل معاكم. ونعم الأصل ونعم الرجال والله. طب إيه؟ أنتوا مش هتعزموني على حاجة عشان الكلام يحلو؟ القهوة كلها تحت أمر سعادتك. وده جدري. أيوة معلم. هات كل الحاجات اللي عندك في النصبة وحطها قدام سعادة الباشا. لا مش قوي كده. هات القهوة مظبوط يا ابني. هو نجيب شيشة؟ لا شكرا. طب سعادتك ليك في الصنفة كرس لك حجرين؟ ما تهدى يا عم بقى. انت عايز جناب الحكم دار يرسلنا تهمة تانية في الليلة السودة دي؟ على العموم لو انت عايزها سودة غريب نسودها. لو انت عايزها بامبي بقى وحلوة كده يبقى تفتح مخك معايا وما تخالفنيش في الأولى. ازاي تشبك اختي وتتفقوا مع بعض من ورايا؟ امال انا جايلك ليه يا حماري؟ نهايته انا عملت الواجب والاصول وجيت بلغتك. بس حسك عينك تنسى حاجه من الحاجات اللي قلت لك عليها ولا تبقى جبته لنفسك؟ ما هو برضه جنابه ما يرضيش ربنا يعني ان كل ده يحصل وانا واقف اتفرج. ده انا قاعد مستني اليوم ده يجي بفروغ الصبر واقعد كده وانجزت وانجعس واحط رجل على رجل واتامر على عريسها على كيفي. يبقى ما فهمتش ولا كلمه من الكلام اللي قلته لك. تاني هقول الكلام تاني ودي اخر مره هقول الكلام ده والبقف اللي جنبك ده هيشهد عليه. والله يا باشا طلع من بوقك زي العسل. اخرس. شوف يا غريب. ايوه جنب. انهار اختك من اللحظه اللي هتبقى فيها على ذمتي هتبعد عنها نهائي. مش هتهوي من ناحيتها غير لما تسمح لك وبموافقتي. ثانيا حركات النص كم اللي بتعملها دي يعني تروح لها على قصر من ورايا وتلعب عليها وتستغل طيبتها انا اللي هتصدر لك بنفسي. ثالثا تورط نفسك في شيكات كمبيالات دي القمار انا اللي هاخدك من ايدك واسلمك للبوليس. عداك العيب والله يا استاذ. ما قلنا اخرس. فهمت؟ فهمت يا باشا حكم القوي. انت بتقول ايه؟ لا يا باشا ما بقولش حاجه يعني بس ما يرضيش ربنا ان اختي تبقى في العز ده كله وانا مرمي في حاره معفنه زي دي. على الاقل يا باشا يعني لازم نبني من الحب حته عشان لا اغر ولا احسد. ما يملاش عينك غير التراب. يا باشا انا مش طمعان في حاجه يعني. خلي لكم انتوا القصر عيشوا فيه براحتكم ومراحتكم وسيبوا لنا الجنينه. تعمل ايه بالجنينه؟ فيها كم شجره فاكهه حلوه كده يا باشا اراعيهم واخد بالي منهم وابيع محاصيلهم وارزق من وراهم. ان شاء الله حتى تبنوا لي بيت زي بيت الكلب اللي بنشوفه في السرايات بتاعت الافلام القديمه بتاع زمان. وفي نفس الوقت يا باشا الجنينه البارحه دي هحط فيها كام ترابيزه على كام شيشه شاي قهوه الناس تيجي تشرب حاجه وتقابل بعض وشوف اصحابي. طب ما تعملها ديسكو ولا نايت وتجيب رقاصه وكام مطرب شعبي. الله ينور عليك يا باشا. او كده انت فهمتني صح وعملت معايا واجب. كده يبقى نتقابل في المحكمه. استنى بس يا جنابه الكوعطه. انا اللي غلطان ان انا جيت لحد عندك بنفسي. حقك عينا يا باشا والله ما تمشي وانت شايل من حد فينا. اسمع منه كلمه مبروك وينفذ اللي اتفقنا عليه. هو يقدر يقول لا؟ قول اه يا زميل. يا عم واحنا نلاقي عريس زيه فين؟ الف الف مبروك يا باشا وكل اللي الكلام اللي قلته هيتنفذ على عيني وراسي يا باشا. بس كنت عايز من سعادتك يعني خدمه اخيره. كنت عايز اكلم انا ونهار في التليفون وبارك لها بنفسي. من غير ما تقول لها كلام زي الدبش وتعكنن عليها. ماشي يا باشا. خد معاك جرس اهو. الو اه نونا انا غريب اخوكي. الف مبروك يا حبيبتي سبورتي ونولتي. جناب الحكم دار طلب ايدك مني دلوقتي وانا وافقت والفرح الخميس الجاي خير البر. استنى يا نونا. يا باشا في ايه؟ حد قال لك تحدد معاد الفرح يا بني ادم؟ ابسط حقوق يا باشا، خلي اهل الحته يحطوا لسانهم في بقهم. مش تسالني يمكن مشغول؟ يعني اكسر بخاطرها يا باشا بعد ما قلت لها خبر زي ده، ده كانت ناقص تزغرط في التليفون. ايه يا حبيبي؟ غريب غلط. انا طلبت منه يبقى الجمعه مش الخميس، هو من فرحته لخبط. معلش يوم واحد مش هيفرق. وماله يا سي عبد البديع؟ مش هتفرق. يوم من يوم قريب. خلاص اللي تشوفه وانت من اهل الخير. الله يرحمك ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش فاهم يعني هنفضل مدى الحياة واقفين مستنيين الشنط؟
واحنا بعدنا ايه بس؟ المطار زحمه ولازم ناخد الشنط عشان نمشي. ما انت لو كنت سمعت كلامي يا ابونا كنت خليتك انت في مصر بشلت اعضاء الناس الغلابه بتوعك، وانا جيت هنا غطيت مكانك وزياده. عبدي انت عارف كويس قوي انا ضميري مش هيرتاح الا لما نافذ وصيه المرحوم كامله. عفوا حضراتكم محامين مصريين؟ احنا كمان اعضاء في اتحاد المحامين العرب تحت امرك. تشرفنا، انا ليلى الاسكندراني مصريه وعايشه في سوريا من 20 سنة. يا اهلا وسهلا مصريه، عن اذنك يا نبيل اي خدمه هنا؟ انا كنت متجوزه سوري وتوفى من سنتين تقريبا. الله يرحمه، معلش هذا حال الدنيا. المهم هو كان كاتب لي محل في الحمدية باسمي، ولما توفى بدأت المشاكل. عنده زوجة تانية وأبناء؟ لا 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 خالص، بس صاحب المحل اللي جنبي بدأ يطمع بالمحل وعرض أنه يشتري الباقي مفهوم، لما رفضت طبعا بدأ يضايق مش كده؟ المشكلة أني هنا لوحدي وهو صاحب نفوذ وعلاقات وأنا ما بعرف شو أعمل معه. ولا تحملي هم، من اللحظة دي احنا اتنين اصدقاء مخلصين من بلدك هيقفوا وراكي ويساعدوك لاخر لحظه. عبدية احنا في ايه ولا في ايه؟ استنى في التلي اسمعي اورينتال. تحت امرك اي وقت، فرصه سعيده جدا. احنا على فكره قاعدين في اوتيل اسمه اورينتال، تعرفيه؟ ده في باب شرقي جنب بيتي. يا محاسب الصبر مش بقول لك سالكه؟ ما بلاش حكايه السالكه دي، مش كفايه اللي حصل في المنصوره؟ رايك في حد جاي يوصلكم الاوتيل؟ لا هو ما فيش حد الحقيقه، بس احنا ممكن نتصرف ناخد ليموزين اي حاجه. لا ليموزين ايه وانا موجوده، انا عربيتي بره بالباركينج. هلا بناخد الشنط تبعتنا ونطلع سوا ان شاء الله. احنا بس مش عايزين نتعبك، ما يصحش يعني. تعبكم الراحه. يا مسهل يا رب. حلوه دمشق على فكره، فيها كتير من القاهره. اول مره تيجي الشام؟ يا اول مره، بس انا قلبي حاسس كده انها مش هتبقى اخر مره. طب يا ترى جايين فسحه ولا قضيه؟ يا ريتها كانت فسحه، احنا نسينا كلمه فسحه دي من زمان. احنا جايين الحقيقه ننفذ وصيه لواحده ست مصريه عايشه هنا زيك كده. والله حلو. على فكره انت ممكن تساعدينا. هي مدام اشجان ساكنه فين يا بلبل؟ هي في قريه الاسد. اه قصدك قرى الاسد. واو واو، اشمعنى يعني؟ لازم تبقى غنية قوي، أصل قرى الأسد دي عبارة عن فيلل شيك وحلوة كده. يا فرج الله، والله الطيارة أول ما نزلت مطار دمشق وأنا متفائل. إن شاء الله على طول. ألو. أيوة أنا أشجان ماضي، مين عايزها؟ حنين بنتي؟ مالها؟ ميرسي أنا على تعبك معانا، ولو إني مش جديد على عرق الجبانة اللي عندنا في مصر. طب شفت بقى إنك مش محتاج تشكرني عشان دي حاجة عادية؟ لا لا اسمعي لي، ما ينفعش قدام ليدي ومامي وفرقتك ما نحميش احتراما لذوقي. وبعدين؟ شكلي كده مش هبقى متفائل قوي. طلبتها مرتين ما بتردش، مع ان اول ما وصلنا المطار كلمتها قالت لها في انتظارنا الساعه 9 مساء. طب لسه بدري، يمكن راحت مشوار وهترجع على الميعاد. بالظبط. في ايه؟ طيب خشوا اوضتكم استريحوا وخدوا حمام، وانا هديك الكارت بتاعي. أول ما تتصل بيكو اديني تليفون، حكون عندك بعد 10 دقايق على باب الأوتيل. تفضل. والله ده كتير كتير قوي، أنا مش عارف كده، إحنا هنتحول لمستغلين. هستنى تليفونك. باي باي، مع السلامة. باي باي. عبدو إيه؟ لا شايف يا ابني الجمال والشارع؟ هي دي حاجة لما تشوفها لازم تقول تحت يا مصر. هو أنت مفيش فايدة فيك؟ اعمل حسابك إحنا ما نعرفش حد هنا غيرها، مش عايزين نخسرها. نخسر مين يا ابني؟ البديع دايما كسبان. Yeah.
ألف مبروك يا روحي. شكرا. وده نعم انت عجبت على بلدك بلدك عشان شكينا يبقى انا ديوك وبرات البلد يا حبيبتي. ده خدوا خمس نجوم حاجة تترك وتشوفي. تعزم ناس كتير؟ لا لا مش كتير. عدد معك حد أعرفه؟ رئيس مين؟ رئيس الرئيس؟ وبالك اتخديت قوي كده ليه؟ وعزمت كمان رئيس الوزراء ووزير الداخلية والخارجية ووزير الشباب والرياضة وكبير اليوران. عزمت كبير اليوران؟ ما هو مش غريب. لو انت متعرفش طنط زوزو؟ زوزو مين؟ طنط زوزو أخت طنط جولنار باشا أغلي الفرع التركي بتاعنا في اسطنبول. معلش معلش ما تقلقش انت لما هتشوفهم هتعرفهم على طول. يا ربي انا كمان الاسماء بقت بتوه مني خالص لكن الاشكال ما بتتغيرش. طب يلا حبيبي انا هغير في الحمام طبعا. يا سلام يا سلام على حياء وخجل ولاد الاصول. براحتك يا قمر. هنبتدي الشقاوة بقى. هي اللي تنفع من غير شقاوة بقى. طب انزل شوف اللي بيخبط بسرعة. يلا سيدي. مساء الخير يا فندم. ألف مبروك. الله يبارك فيك جت وقتك. سيبهولي هنا بس بعد اذنك. تقولون بحاجة تاني؟ دقيقة واحدة بس كتير قوي يا فندم. ولا يهمك. شكرا ليك. ليلة سعيدة إن شاء الله. يا رب يسمع منك ربنا ويجعلها سعيدة إن شاء الله. يا حبيبتي خلصت ولا لسه؟ لا لسه قدامي شوية. يلا روحي بقى عشان نعوض اللي فاتنا. خلاص؟ لا لسه. لا لسه ايه؟ انا مش قادر. يا تلحقيني يا ما تلحقينيش. وبعدين في شقاوتك بقى يا فوت. اعمل ايه بس يا حبيبتي الحب متاكد. يلا بقى. تبين عليك شيء يجنن. ربنا يسعدك يا دولته ويهنيك. انت تستاهلي كل خير. شفت انا بقى غيرت بسرعه. ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ وانت شربت ايه؟ كده يا دولت كده تشرب العصير لوحدك؟ اصل ريقي كان ناشف من الفرحه يا روحي. بصراحه حاسه نفسي بحلم. تحلمي ايه بس؟ ما انت كده ضيعت اللحظه الرومانسيه اللي انا كنت محضرها لك يا حبيبتي. انا كان نفسي اشربك من العصير بتاعها وانت وانا اشرب من العصير بتاعك. انا بقيتش عارف انت. طب ما احنا نقدر نعمل كده برضه. ازاي بقى؟ كده اهو اتفضل. كده تقدر تشرب من ايدي وانا اقدر اشرب من ايدك. ما ينفعش يا حبيبتي. ده فعل مش حلو. انا كنت نفسي نبتدي حياتنا الزوجيه بكوبايتين قد بعض ومليانين على الاخر. انا مش فاهمك. خلاص بلاش حكاية العصير. تعالي نتكلم شوية. نتكلم؟ أيوة عشان تاخدي عليا يعني ما تكسفيش مني يا روحي. اللي تشوفه. طب أقول لك تيجي نلعب؟ نلعب؟ استغماية. تغميني وتستخبي في السويت. وأنا بقى وشطرت أدور عليك. إيه رأيك؟ اللي تشوفه. طيب انا هستخبى انا هستخبى. يا دولي اتكلمي عشان اعرف انت فين. هي يا حبيبتي اللعبه كده وانا يعني هعرف انت فين ازاي. دولي دولي
دولي دولي وهتكوني مستخبية في الحمام. يا نايمة عاملة نفسك نايمة عشان تكشفيني. دولي دولي الله يستحسن استنى شوية عزيزة الطمئنان. وأنا قبلت زواجها على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وعلى الصداق المسمى بيننا. ألف مبروك بالرفاقة والبنين. سمعونا زغروتة يا حبايب. مبروك يا عمي. الله يبارك فيك يا ربيع عبالك. مبروك يا عمي. الله يبارك فيك يا عبالك. مش عارف أقول لك إيه والله. والله لو قلت النهارده كلامها بالجنك. يا حبيبي يا بابا. مش جاي غير النهارده تقول يا بابا. مبروك يا ابو نصر. على فكره يا جناب انا اول مره اشوف ابن يشهد على جواز ابوه ويحضر فرح ويبقى مبسوط قوي كده وهو بيتجوز على ابوه. ما شاء الله. العيال دي رضعين صناعي ولاد اصول يا زميل. امال فين العروسه؟ ما تطلعي بقى يا ست العرايس، العريس قاعد مستنيك على نار. بسم الله ما شاء الله. لا دي اجمد من التانيه بكتير. تانيه مين؟ هو في واحده تانيه يا كابتن؟ خالته ام علي مش كده علي؟ هو ده سؤال يترد عليه. اسكت خالص. الزفه جاهزه يا سيدي المعلمين. على البركه وسع طريق للعرسان يالا. جميل انت يا روح قلبي. عشت وشفت ابويا بتزف في توك توك. لا صحيح يا علي، ايه شعورك وانت بتزف ابوك في يومين ورا بعض وعلى جوز عرايس مختلفين اصلا؟ سايقه عليك كل الاوليه اللي انت متكلم وقايل في ايه لحسن قلبي هيقع في رجليه من كتر الخوف. منا بنتي. مالها اسم الله عليها؟ انا مش عارف مين قال لها ان انا اتجوزت النهارده. وقعت من طولها. عشان هي جت وقعدت تصرخ وتعيط. اصلها روحها فيا. زوري هي شحطه. متخرجه بقى لها سنتين ولحد دلوقتي ما تنامش غير في حضني. ولازم اقعد احكي لها حواديت والعب لها شعرها. مش عارف اعمل ايه. هي دي عايزه عمل؟ قوم يا اخويا قوم عشان خاطري ابوس ايدك اطمن عليها وطمني عشان خاطري قوم. واسيبك معقوله؟ لا. واحنا هنروح من بعض فين؟ ما الايام جايه كتير يا سي عبد. قوم. لا أنا مش ممكن أمشي وأسيبك لله. ده أنا ما يبقاش عندي أصل ولا بفهم في الأصول. لو خليك تفضل قاعد هنا ثانية واحدة. قوم قوم يا سي عبد وروح واطمن على ضناك، ولما تلاقي الظروف تسمح يبقى طمني معاك عليها يا أخوي. أنا بجد مش عارف أقول لك إيه. حاضر يا نار، حاضر. ما تعرفيش غلاوتك عندي زادت. انا هروح اطمن عليها واطمنك وان شاء الله متعوضه. انتوا ليه ثانيه واقفين يا ابني؟ انت اهو مستنيين الاوامر يا مالك الترسو. لا روحوا خلاص، لما عاوزكم اتصل بيكم. سلام. عبدو. ايه؟ انا كلمتك في الوقت المناسب ولا لا قدر الله الفاس كانت وقعت في الراس؟ يا سافل يا قليل ادب. طب طالع الفيوم على طول ولا هتحمل من موقف الاول؟ يلا بينا يا معلم احنا كمان. يلا بينا عادي مشوار سوق عمق السويس. محكمة. محكمة. ايه يا عمر؟ لا طبعا جاي.
اديني بس تلت ساعه بالكتير، هطلع اجيب الباسبور من البيت واجي لك على طول. بقول لك لو اتصلت لقيت التليفون مقفول ما تقلقيش، انا جاي جاي، ما احبش اسيب اتعابي ابدا. يا مسهل. اول مره الباب يبقى مقفول من سنين، حاجه غريبه. اني رجعك للعادة دي يا لطيفة، اكيد في مصيبة حصلت، ربنا يستر. لطيفة ايه مال؟ انت سامعاني ولا مش واخدة بالك اني جيت؟ الحمد لله على السلامة. في حاجة حصلت؟ ما انا عارفك انت ما بتعمليش كده في نصاص الليالي غير لو كان في كارثة ومش عارفة تبلغيها لي ازاي. تفتكر ايه الكارثة اللي ممكن تحصل للبيت ده في غيابك؟ حد من الولاد جرى له حاجه لا قدر الله؟ ولاد بخير. حد من اخواتك ولا جواز اخواتك؟ اخواتي بخير ومتهنين مع جوازهم. ما بفضلش غيرك يا لطيفه. انت حاسه بحاجه تعباكي؟ انا؟ ايوه انت مالك؟ صحيح مالي. تفتكر انت انا مالي؟ فيا ايه مش كويس؟ اتغيرت شويه؟ تخنت؟ حركتي تقلت عن زمان؟ معلش ما عنديش وقت اروح الجيم ولا العب رياضه. وقتي كله كنت مخصصاه ليك وللبيت وللولاد، ما كانش عندي وقت حتى أبص على نفسي في المرآة. والصورة دي كانت طول الوقت بتضحك عليا، كل ما أبص عليها ألاقي نفسي أنا وإنت زي ما إحنا في السن ده وفي الشكل ده. ما كنتش أعرف ساعتها إن أنا لوحدي بس اللي شايفاك زي زمان، لا عجزت ولا شعر أبيض طلع في راسك ولا حصل لك أي تغيير في شكلك، لكن انت كنت مدي ظهرك للصورة وشايفني انا بريحة الطبيخ اللي طالعة مني وما بتفارقنيش، ومنظري المبهدل وانا بكوي لك هدومك ولمع لك جزمتك عشان اخليك في عينين الناس اشيك واحد في الدنيا، حاجة تليق بمركزك الاستاذ عبد البديع الارندالي المحامي المشهور. لكن انا كنت راضي راضي اني اكون في اخر المشوار بعد السنين دي كلها، اكون بس حرم الاستاذ عبد البديع. حتى لما عرضت حياتي للموت عشان اعمل في نفسي حاجه تخليك تبص لي تاني زي زمان، نسيت وجعي وتعبي كله اتمسح بأستيك لمجرد ان اخواتي قالوا لي انهم لمحوا دمعتين في عينك عشان اوام كدبت روحي وقلت لنفسي غبيه، ده انت عشتي عمرك كله تعملي البدع في نفسك عشان ترضيه وهو بيحبك الحب ده كله. يا خساره ملحقتش افرح، حتى الحاجه الوحيده اللي كانت مصبراني ومهونه علي استكترتها علي. يا بديع ليه عملت لك ايه كل ده؟ ليه يا لطيف؟ فاهمني بس، انا عملت حاجه زعلتك؟ زعلتنيش يا بديع، انت قطمت بستي. شوف يا لطيفة، لو انت عندك استعداد تسمعيني وتفهمي هتكلم واشرح لك كل حاجة، اما لو كنت واصلة لنتيجة مع نفسك تخليكي ما تقدريش اي كلام اقوله يبقى مفيش داعي. انا مش هنكر ان انا اتجوزت يا لطيفة، مش هقولك الخبر ده مش صحيح ولا هقول لك حد ضغط عليا عشان اتجوز ولا كل الحاجة اللي ممكن يقولها اي زوج في مكاني عشان ينقذ نفسه.
أنا هختار الطريق الأصعب والأوضح في نفس الوقت. بس يا ريتك يا لطيفة عشان تبقى عارفة من أولها كده، ما تحطنيش في مفترق طرق، ما تحطنيش قدام خيارات أنا مش هنفذها، لأن أنا هكمل المشوار اللي أنا بدأته، مش هتراجع عنه مهما حصل. يا جبروتك يا أخي، طب الرحمة شوية، بدل ما تختار السكينة التلمة اللي انت ناوي تذبحني بيها، خليها حامية شوية عشان تخلصني وتخلص. وبعدين لما انت ناوي تكمل تحكي لي ايه وليه؟ حتى بعد ما تحكي استني مني اقولك ايه. اذا كنت بتقولي بالفم المليان انك هتكمل الجوازة ومش هتتراجع، بداية غلط يا لطيفة. ارجوكي اتوسل اليكي، فتحي مخك 5 دقايق بالظبط واسمعيني بتركيز ومن غير تحفز عشان نعرف نوصل لحل مع بعض. ممكن وشاء العمر كله لو راح قدام عيني زي عم ما كان عايز اروح فيها لطيفة، يرضيكي؟ وانت فاكر يعني انها لما تبقى على ذمتك هتكبش وتديلك، ولا هتروح تتنزل لك في الشهر العقاري عن الفلوس اللي جات لها من السماء عشان سواد عيونك؟ والله دي مشكلتي بقى وانا هحلها، بس انا مش ممكن اعرف احلها وهي بعيدة عني، لازم تبقى قدام عيني وتحت ايدي لغاية ما ارجع حقي. طب واحنا؟ هو انا بعمل كل ده عشان مين؟ هو انا فاضل في عمري كام سنة لطيفة؟ فبعد الشر عليك. بعد الشر عنك انت يا لطيفة، انا مش عايز ولادنا يمروا بالايام السودة اللي عشناها انا وانت في بداية جوازنا. تصدقني والمصحف الشريف انا ما لمسته، وعشان ازوغ من الموضوع ده اتحججت لها ان عندي شغل في سوريا ولازم اسافر فورا، قلت اخد كام يوم كده ارتب نفسي اللي في دماغي. عشان تصدقني انا هاخد الباسبور قدامك دلوقتي واطلع على المطار على طول. وطبعا الهنم مستنياك في المطار. شفتي؟ لو انت مش مصدقاني البسي هدومك وتعالي معايا على المطار دلوقتي، وانا هدخلك معايا لحد باب الطياره وتشوفي كمان اللي مسافرين على سوريا. قلبك ابيض. يعني مصدقاني ولا لا؟ طول عمري بصدقك. صدقيني يا لطيفه، أنا من نفسي كنت هاجي وأشرح لك وأقول لك كل حاجة، بس بعد ما رجع حقي. بس على الله ما ترجعش مع حقك ده عيل صغير فوق البيع، تشيلوا بطن الست دي منك. عيل إزاي ده؟ إذا كنت ما لمستهاش ولا ألمسها. أنت عبيطة يا لطيفة. يعني أنا ألمسها عشان أجيب عيل ياخد كل حاجة، أبقى عملت إيه؟ أنت وضميرك بقى. أنا ضميري من ناحيتك زي الفل. ده أنت العشرة يا لطيفة. انت الايام الحلوه والمره، انت ام العيال اللي مانيش في الدنيا غيرهم. بكره لما اموت تقول الله يرحمك يا بديها، سبتنا مستورين. تاني يا بديها، انت ايه حكايتك؟ عايز تخلص عليا؟ بعد الشر عليك يا لطيفه، انا بس مش عايز اسافر وانت زعلانه مني. ربنا يسلم طريقك. خلص صفي يا لبن. اللبن هيصفى لوحده لما اتاكد ان كل الكلام اللي قلته لي ده مظبوط، وان كان عليا انا والعيال احنا مش عايزين من الدنيا غيرك، قعدتك بينا بالدنيا وما فيها. يوه كنت انساها دي كمان. يا ساكن حلو، هنخطف لنا نص ساعة في السريع بقى. اخيرا جيت، ده انا كنت هموت من الرعب. ليه رعب ليه؟ شله شباب عمالين يلفوا حواليا من الصبح، ولولا ان قافله السنتر لوك عليا كانوا قرقشوني بسنانهم. عندهم حق، حد يلاقي ايس كريم بالمكسرات في عز الحر وما يجريش عليه الخطوات؟ يا شقي انا كده بقى هبدا اخاف منك. انت تخافي من الدنيا كلها الا من بدعتها. بدعتها؟ لا اسم الدلع بتاعي محدش في الدنيا يعرفه غير انا وانتي. ايه بقى؟ محدش دلعك بيه قبل مني؟ هيدلعني بيه ازاي؟ اذا كنت انا لسه مخترعه دلوقتي.
دادا بس بلاش دلع دلوقتي اللي اختفونا احنا الاثنين. يا حظها مسالك مفيش صريخ من يومين حوالينا. مش انت اللي اخترت المكان ده؟ مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. شاعري الجو هنا مش كده؟ هو حلو يعني بس في لسعة برد شويه. ما انت اللي غلطان، في حد يقف في البرد ده ومعاه ست زي القمر كده. قمر ده ايه؟ انت هتعاكس ولا ايه؟ ليه الافتراء ده؟ الراجل بيفهم، شاف حاجه حلوه وبيعبر عن رايه مش اكتر من كده، ليه تغلطي فيه؟ معلش مكتوب لها تعلم الادب على طريقتنا وبمعرفتنا. نزل ايدك يا حيوان. هو احنا بنصلح الغلطه الاولانيه تقوم تغلطي تاني؟ مش قلت لك ده تتربى بمعرفتنا؟ تلزمك في حاجه الموزه دي؟ حتى لو تلزمني انا لا يمكن اتعاطف معاها بعد ما غلطت في ناس محترمين وبودا بيلدينج زيكم. بدادع. بدادع ايه وزفت ايه؟ وانت تغلطي في الناس وتقولي بدادع؟ يا عبد المجيد الحقوني. ما انت تحفظي لسانك مش كده احسن؟ عبد المجيد الحقوني بخس عليك يا راجل. يا عثمان فندم استنى الباب. حاضر يا فندم. ايوه علي. علي مين يا عبديع؟ ده انا الفونس. ما انا عارف يا حبيبي، انا بس كنت عايز اطمن على اختك. اخبارها ايه؟ اخت مين يا عبديع؟ دي اختي ماتت بقى لها 3 سنين وانت حضرت القداس بتاعها في الكنيسه. ايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ عبد البديع. ثانيه واحده حبيبتي. الفونس ركز معايا، حتى ابوك دلوقتي الدوله اتبعتت جابت خبير المجوهرات بتاعها. اوعى تكون المجوهرات مشابهه تيبيكل. لا اطمن يا مونبيه، ولو تجيب 600 خبير حتى. اياك تكون بتنفش ريشك على الفاضي يا الفونس. برقبتي يا عبد البديع بيه؟ امال احنا دافعين 20,000 دولار ليه؟ انا مش قلقني غير برقبتي. ربنا يستر بقى. ايه يا حبيبي انا هبقى اكلمك تاني عشان اطمن. يلا سلم على ماما. ماما؟ الله يرحم الجميع في ملكوته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضل حضرتك اطمنا واطمن الهانم. مش حضرتك هتشوفها قدامنا هنا؟ طبعا المساله مش هتاخد اكتر من 3 دقايق بالكتير. اتفضل. حقها يا الفونس لو صدقت تبقى تمام التمام كده، يبقى حقنا رجع لنا، ما فاضلش غير اشجان. يا نهار اسود شكله فاهم قوي. يا رب انت عارف ان ده حقي وانا ضحيه رجل سفيه مراهق بزع فلوسه على شويه نسوان انت وحدك اللي عالم بيهم. انا عندي كل واحد حقها شرع اللي كتبته على نفسي، بس عديني والنبي يا رب الامتحان ده، والنبي يا رب عديها على خير. ايه ده؟ ايه في ايه؟ تحفة فنية. الصور ظلمت المجموعة دي جامد جدا يا هاني. ربنا يكركب بطنك يا بيت. ده كنز. ها اطمنت يا هانم؟ هو اللي يقول. هو يقول لي ايه؟ انت مش سامعه هو بيقول كنز؟ هاي يا استاذ. متأسف يا هانم، سرحت مع التحف الفنية دي. حمار. والله برافو عليك يا الفونس. ممكن اتصور معاها؟ لا لا ليه بودا؟ دي واحدة كلمتين بس. عن اذنك. مش من مصلحتنا باي حال من الاحوال ان حد يعرف ان المجوهرات دي عندنا ولا انها حتى دخلت مصر. اولا انفتح لنا الضرائب والحكومة، ثانيا وده الاهم الحرامية، ده غير القر والحسد. ده على شمعتك نفت السنة دي ما تعدي على خير ونعمل مزاد ونخلص منه. عندك حق. مش عشان راجل تافه عايز يتصور مع المجوهرات نبوظ كل حاجة. عندك حق. أنا بقول برضو مفيش داعي يهدر مع عملية الدفع عشان الفلوس ما تتنظرش. أنت بس مشي بشياكة كده. يلا. حاضر. كملها يا رب. كملها. جمال بيه درويش، عمي وعميد عيلة درويش. غني عن التعريف طبعا. اهلا وسهلا فندم. علي بيه الارندلي صاحب المجموعه العربيه للاستثمار اللي انا كلمتك عنه يا عم. مش انت اللي خلصت صفقه الحديد اياها؟
برافو عليك، لعبتها حلو قوي. دي شهاده اعتز بيها يا فندم. اتفضل استريح. عمي جاي دردش معاك حوالين مبلغ كده، عايزك تشغلهونه معاك في المجموع. انا هسيبكم تتفاهموا مع بعض عشان ده بيزنس انا ماليش فيه. طب اقعدي اشربي حاجه على الاقل. عندي ميعاد في الجيم لازم الحقه. انا عرفتكم ببعض زي ما عمي طلب وخلاص، انا دوري هنا انتهى. باي باي. باي باي. الورقه دي فيها الباسورد بتاع الكريدت وده رقم الكريدت. هما ليه معاك كده يا ولد؟ مش المفروض الراجل يشوف وشك كده؟ المفروض ان احنا رجال اعمال واخدين على البيزنس ده. في حاجه يا عبد الوديع بيه؟ لا لا ولا حاجه يا فندم. عاجبك كده؟ خلاص بقى، اصل دي اخر فلوس فضلالي. وانا رحت فين؟ لو لا قدر الله عاوزت اي حاجه من تحت امرك اي وقت، وحتى لو فشلت ما انت عندك مخابراتك وعندك امرك. انا هم بقى ألف مبروك يا حبيبتي. شكرا. مرسي. مبروك. مرسي. شكرا. طب استأذن انا. لا لا انا جاي اتحرك معاك. اتحرك معايا لفين؟ انت حاسبني مع المصيبه دي لوحدي في البيت؟ لو خايف اخدهم معايا. لا طبعا. لا طبعا. انت بتخونيني يا دولت؟ اتفضلي. مخونك ده ايه؟ انا بس مش متخيله ان انا اقعد مع مجوهرات بالثمن الرهيب ده لوحدي. يا حبيبتي كلها سواد الليل، وانا من الصبح بدري هبقى عندك ناخدهم ونوديهم في البنك زي ما اتفقنا. انت عايزني افضل طول الليل قاعده على اعصابي لغايه النهار ما يطلع؟ ده انا اتجنن يا بوتا. اسمع، انت تقعد معايا لغايه ما نروح البنك سوا، وبعد كده انت حر. وبعدين بقى في الجنان ده يا دولت، انا عندي شغل ضروري، ما ينفعش اقعد جنبك عشان بتدلعي. قول زي ما تقول، مش هتتحرك يا بودا من هنا الا لما تشوف لي حل في المصيبه دي. خد الجوز خالد اشرب. مالي نظامتنا عايز اقابله. حاضر، بس اشرب بس الاول. هو فين علي؟ كنت لسه مواضيين مطار من ساعتين، طلع سويسرا هو اللي اسمها رينو دي. شو سويسرا؟ ثواني يا جوز خالد الباب بتاعك. يا بديع ايه اللي حصل؟ ظهري اتقطع من نبيل. أنا نديم كلمني ومن ساعتها مش عارف أستوعب الموقف. وسخنت الظابط وفي قبلك. حسن رجلي مش قادر تشيلني. ما تخافش أنا معاك عبدية. تعال. اتفضل. اتفضل استريح يا أستاذ عبدية. عم يجينا على مدار المحل. حاضر. يا فندم، هو ايه الموضوع بالظبط؟ انا نبيل راجح المحامي وزميل الاستاذ عبد البديع الارندلي وصديقكم. انا هشرح لكم كل حاجه، بس الاستاذ عبد البديع ياخد نفسه شويه كده. يبقى الموضوع ما فيهوش اي حاجه تدين الجماعه. سعادتك ساعه ما هاجمت البيت بقوه المباحث شفت بنفسك انهم كانوا بيضربوا الشباب المستهتر ده. طب والموقع الاباحي اللي على النت اللي باسم منى عبد البديع الارندلي ده تفسره بايه؟ ده تصرف سافل من شاب ما عندوش ضمير، زي منا ما قالت في التحقيقات هي والأنيسة مهتاب. موقف انتقامي من شاب هي اكتشفت نواياه، وفي شهود في القهوة اللي كانت بتقعد فيه على الكلام ده. سعادتك عارف ان اي حد يعني مع صور ممكن للأسف يعمل بيها بلاوة على النت، يعني بنتنا ضحية ومجنى عليها. احنا بنطالب باتخاذ اللازم ضد الشاب المستهتر ده عشان نحمي بنات الناس المحترمين منه. وهما بنات الناس المحترمين بيقضوا صورهم وعناوينهم وارقام تليفوناتهم كده لاي شاب يا استاذ نبيل؟ بيحصل يا فندم.
بيحصل لما تكون البنت عندها حسن نية وفاكرة ان الشاب المستهتر ده اللي ما عندوش ضمير يعني هيتقدم لها بإذن الله على سنة الله ورسوله. طب والأب والأم فين من ده كله يا أستاذ نبيل؟ يا فندم احنا عن إذنك يا نبيل، حضرتك معك حق 100%. أنا ما كنتش موجود، أنا كنت في دنيا تانية، وعمري ما تخيلت النتيجة هتكون كده. بس هي ومامتها ما لهمش ذنب يدفعها تمن غلطتي. إذا كان في متهم يبقى أنا بخاطب ضميرك الإنساني. لو حاولت المحاضرة دي للنيابة هتبقى حكمت بالإعدام على أسرة كاملة. في النهاية الأمر لحضرتك. ماهي حبيبتي طمنيني عليك، انت بخير؟ يا حبيبتي طمنينا طمنينا. شفت اللي حصل لنا يا سعد بديع يا اخويا؟ حصل خير يا استاذ مجاهد، والحمد لله ان حضرت الضابط قدر الموقف وهيتم متابعته بمعرفه مباحث الاداب والمصنفات الفنيه. مصنفات ايه واداب ايه انت بتتكلم في ايه يا استاذ؟ احنا بنتكلم عن علي بيه لحمنا ودمنا اللي ضحك علينا وخد فلوسنا وهرب. ايه؟ هرب؟ امير بديع خير يا دكتور؟ طمنا. خير ان شاء الله، ومش هقدر اقول لكم على اي حاجه دلوقتي غير بعد تحليل الفحوصات. ويريت محدش يزعجه لانه خد من اول. عن اذنكم. يا رب. ان شاء الله خير يا مدام لطيفه. ان شاء الله يا رب. اتفضل انت وانا هفضل جنبه اطمن عليه. وانا كمان مش هسيبه وخالتي، هوصلكم وارجع بيت معايا. الو الو، مين معايا؟ انا اللي مين؟ حضرتك اللي طالبه؟ الحقيقه انا طالب الاستاذ عبد البديع الارندلي. هو تعبان شويه ومش هيقدر يرد على حد. تعبان؟ طيب ممكن اعرف مين حضرتك؟ انا مراته يا حبيبتي. حضرتك بقى مين؟ الو الو، ردي ردة المية في زورك احسن. ان شاء الله مرضيتي. اخلص انا دي والنبي، انا فيها اللي مكفيني. يوه انا زي الزفت يا اخي. لا لسه ما ظهرتش. ما تتوهش بقى نديم، اخلص مالك في ايه؟ وانا لسه هفتح الايميل واستنى لما اللي بعتولي ده يتحمل. الو نديم. وبعدين بقى عشانك انت واختك، عشان ما ندوقوش طعم الفقر والحرمان اللي انا عشته عمري كله في خدمه راجل عجوز بخيل. استحملت وصبرت عشانك يا حبيبي، ولما وصلت للي انا عايزه ورجال الحق اللي كان هيضيعه ما لحقتش افرح. الدنيا قطمت ظهري عليه، ابتلتني في اعز الناس ليا، ابني وبنتي ومراتي. ربنا العالي سبحانه وتعالى اراد ان انا اعيش لغايه ما اشوف صوره ابني متصدره الجرايد كلها. وبنتي ومراتي والتهنيين بتوهم في نص الشهر اللي ملهاش في الدور ولا في الطريق. اختك يا علي من ساعه اللي حصل ده
وهي قافلة على نفسها وبيتها، قاعدة تصلي على طول، قاعدة على السجادة ما بتفرقهاش، عارفة إن ملهاش حد لا هي ولا أمها في الدنيا غير ربنا. بعد أنت ما سافرت وأنا هو مرمي لا بحرك إيد ولا رجل. الدكاترة قالوا لي علي إن أفضل كده العمر كله مش هخف أبدا، وأنا بدع ربنا إدعي لي علي ربنا يعجل بابا بقى. زهقت يا حبيبي زهقت. أمك بقى يا علي اللي حلمت تصعبك ده أنا يا ابني ربنا يطلب بيها في بيت تروح في الصدمة دي. بعد الشر على عليكي وعلى قلبك. يا حبيبي يا لطيفة. أنا أكلمك يا علي ومش عارف إذا كانت الوشوش هتتقابل ولا لا. المهم خلي بالك من نفسك، ربنا يعفى عنك. يبقى مش عايز أشوفك، مش عايز يبقى أنا وريك. ايوه انا مش عارف بس ايه اللي خلاك تخاطر وترجع. انت مش عارف ايه اللي مستنيك هنا؟ سيبك مني مستنيني دلوقتي، طمني على مني يا ماما. بابا بابا تاني انت محمد بابا. الحمد لله على السلامة يا مغفر. الله يسلمك. الله، امال ايه اللي بعتوه لنا نديم ده؟ انا عبدالدين الرمداني مش هيعرف يرجع عيل مفعوص زيك. تعال هفهمك كل حاجة في السكة. طب ماما ومنى؟ ده لسه بيسأل. ماما ومنى كويسين يا ابني، بس كان لازم يساعدونا عشان نعرف نرجعك من بره، ولا كنت عايز تفضل طول عمرك هربان بره مصر تتنقل من بلد لبلد؟ بس في حاجة أنا مش فاهمها، ازاي ما قبضوش عليا في المطار اول ما وصلت بعد ال 12 انا اللي عملته في الجرايد؟ جرايد ايه اللي نشرت عنك اي حاجه؟ انت مهم، مفيش حد نشر حاجه. الجرايد دي انا مفبركها زي الجرايد اللي بيعملوها في السينما والتلفزيون. طبعا ساعدني الواد نديم العقر ده واخرج الفيلم اللي انت شفته في سويسرا، ولا اجدع مخرج سينمائي. وعمك نبيل الله يكرمه ساعدني في التفاهم مع الناس اللي نصبت عليهم رين وسابتك في وش المدفع يا حمار. وقعدت معاهم على عمك نبيل ورجعت لهم فلوسهم وتنازلوا عن المحاضر اللي عملوها لك، وقالوا في النيابة ان فلوسهم رجعت لهم بالكامل، وبالتالي انت بقيت حر بعد ما سددت كل ديون. وطبعا ده بعد ما حكالي نديم ابن خالتك عن اللي حصل بينكم ليلة الهروب وعن الخدعة الحقيرة اللي وقعتك فيها الحرباية اللي اسمها رينو دي. عارف يا انهار انك ملكيش اي ذنب في اللي حصل لك على ايدي، انت بنت حلال وتستاهلي حد احسن مني مليون مره. صدقيني عمره ما كان قصدي لنهزم مشاعرك، لكن كلنا ضحايا لعبه سخيفه عملها عم نوح الله يرحمه. رغم كل حاجه عايزك تعرفي اني بحترمك وبقدرك. انا ما بكرهش غريب، بالعكس انا بحبه. وعلى فكرة المفاتيح دي هدية مني له، دي ورشة جديدة يبدأ فيها حياته من جديد، ودايما هكون تحت أمركم في أي وقت. خلي بالك من نفسك وربنا يديلك على قد نيتك الطيبة يا نهار. شيك الوصلك ده بنت عمي فيه مؤخر الصداء بتاعك، وفيه الفلوس اللي خدها عم نوح الله يرحمه من عم ابراهيم وفايدتها في الفتره اللي قعدت عنده فيها الفلوس دي. باقي ثروه عم نوح جت من تعب وشقايا انا وابن علي في خدمته طول السنين اللي فاتت.
أظن كده أنا ما ظلمتكيش ووزعت الثروة بالقانون، بس القانون العادل بعيد عن ملاعيب ومقالب عم نوح الله يرحمه. ربنا يسعدك ويحميك يا دولة، وهي مصائب قوم عند قوم فوائده زي ما بيقولوا. يمكن ربنا عمل كده عشان متولي الغلبان اللي بيحبك من كل قلبه. يلا ربنا يسعدكم، أشوفك على خير دايما يا بنت عمي. ولا